صبري يا نفسي، صبري يا نفسي، معنا الله. مشوار الطب، مشوار الطب، بدأنا خطاه. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس وخير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الانطلاقة الجوهرية والفيديو الأول من نوعه للدفعة الجديدة، دفعة 2025. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دفعة الخير، وأن احنا نكون ضيوف خفاف على قلوبكم، ونكون على قدر المسؤولية التي أوليتمونا إياها، وتكونوا أنتوا كمان على قدر المسؤولية اللي أنتوا محطوطين فيها، ونكون كلنا مع بعض كده على قدر المسؤولية اللي أولياء الأمور حطوني وحطوكوا فيها. يعني الموضوع محتاج تآزر ما بين الثلاث نواحي، المدرس والتيم اللي مع المدرس، وده حاجة يعني إن شاء الله قوية مختلفة تماما على السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. الموضوع فعلا متطور جدا السنة دي إن شاء الله، وإن شاء الله تلمسوا دوت في الكورس، سواء بقى الناس اللي هتتابع على اليوتيوب أو المنصة أو الناس اللي في السنتر، يعني كل على حدة، كله يعني سيتم خدمته بشكل يوصل له المعلومة بشكل كويس إن شاء الله، ونحقق المبدأ بتاع التربية والتعليم في نفس الوقت، والاثنين بيكملوا بعض. وكمان محتاج تآزر من الطالب، لأن مجهود المدرس هو عبارة عن صفر على الشمال لو الطالب ما استخدموش. يعني انا لو بذلت 90% من المجهود وانت عليك 10% بس، صدقني ال 10% دولت لو ما اتعملوش خلاص 90 زائد صفر بيساوي مش 90، لا بصفر. ال 90 اللي انا عملتهم دول ما لهمش لازمه ما انت استخدمتهمش. فالجزء اللي عليك ايا كان بقى نسبه 10% 20% 70% ايا كان، هو اهم بكتير من الجزء اللي عليك. اما انا عليا فاتعهد ليك ان شاء الله ان انا ادي اللي عليا، اما اللي عليك بقى فها يعني اوعد نفسك كده واوعدني، وخد عهد امامك امام ربنا سبحانه وتعالى ان انت تبذل قصارى جهدك. ويعني الايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فانت يعني احنا عايزين منك تستنفذ الوسع بس، تجيب اخرك، مش عايزين اكتر من اخرك، والله مش عايزين اكتر من كده، مش عايزينك تطلع اول جمهوريه، مش عايزينك تحل 15 كتاب، احنا عايزينك تسمع كلامنا بس، وتسمع كلامنا في اللي تقدر عليه، تمام؟ وتحاول تنفذه، وان شاء الله الحاجه اللي احنا هنقولها مش هترهقك ولا حاجه، تمام؟ طيب اولياء الامور يعني مرحبا بكم، ويا رب نكون على قدر هذه المسؤوليه لو حد بيسمعنا منكم، وتحيه مني ليكم. ولكن يعني الموضوع محتاج فعلا تعامل جيد جدا 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 مع اولادكم ورزانه، وصدقوني التعامل دوت محتاج ان انت توفيق من ربنا سبحانه وتعالى عشان تعرف تتعامل صح مع ابنك او بنتك. فان شاء الله ان شاء الله السنه دي تبقى من اخف السنين ومن امتع السنين، ومقال دوت كله يكون للخير ان شاء الله. طيب نستهل الكلام عشان ندخل في الموضوع ان شاء الله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سياتيكم اقوام يطلبون العلم فاذا رايتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصيه رسول الله، واقنوهم اي علموهم. فمرحبا مرحبا بوصيه رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا عليكم، ومرحبا مرحبا بوصيه رسول الله. طيب ديت السنه يعني حاجه كده تذكاريه، دي السنه السابعه ليا على التوالي في تدريس ماده الاحياء، سنتين في النظام القديم 2019 2020، واربع سنين في النظام الجديد 21 22 23 24، دول اربع سنين، ودي السنه السابعه ان شاء الله 25. نسال الله سبحانه وتعالى ان هي تكون فعلا دفعه الخير، ويعني يكون فيها الخير الكثير ليا وليكم ان شاء الله رب العالمين. طيب اتمنى ان السنه دي يعني بحب كده يعني في بدايه السنه اقول الكلمه ديت، ان شاء الله حد من اللي بيسمعها دلوقتي يكون من اوائل الجمهوريه ان لم يكن الاول ان شاء الله ان شاء الله. ده كان بيحصل كل سنه، والمحاضره التاسيسيه احنا بنعملها من ساعه ما بدانا على اليوتيوب، كل سنه بنعملها، فيعني كل سنه الحمد لله كان معانا ناس من الاوائل. طبعا ده شرف يضاف لينا، ومش احنا السبب في كده، احنا ممكن نكون سبب بسيط جدا، ولكن الشخص الاول دوت او اللي كان من الاوائل الجمهوريه سواء ازهر او عام، الحمد لله كان كل سنه بيبقى معانا ناس من الاوائل سواء ازهريه او عام، حد من هنا او من هنا. يعني السنه اللي فاتت كان معانا 2023، يعني لسه 2024 لسه النتيجه ما ظهرتش، ان شاء الله يكون معانا كم واحد كده من اوائل الجمهوريه. القصد يعني ان الناس دولت هم تعبوا كتير في مواد كتير مش الاحياء بس، وممكن حتى حد منهم يكون استفاد مني ومن غيري في الاحياء، فانا شاركت بجزء ولو بسيط، ولكن الشرف في الموضوع ان هو اداني ثقته، وبعد كده يعني
بصراحه كلهم ناس محترمين، وفي منهم على فكره اتنين موجودين في تيم الماده العلميه السنه دي. مش عارف انا ايه اللي جابني هنا، انا عايز ابدا في الموضوع. عايزين نتكلم دلوقتي عن المحاضره التاسيسيه، وهل هي بهذه الاهميه ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعود بقى قبل ما نبدا اي محاضره، طبعا لو انت معانا من سنه تانية، واظن كلكم كنتوا معانا في سنه تانية ولا ايه، عارفين ان في شويه اساسيات كده قبل ما نبدا المحاضره. اول حاجه حضرتك بتجدد وضوءك استحضارا للملائكه وطردا للشياطين وتجديدا للعزم. عارف الميه كده بتاعه الوضوء، عارف بتطفئ النار بتاع يعني بتاعه المعصيه وبتاع الدماغ اللي بتشتتك ديت جواك يعني. فقوم جدد وضوءك، لو متوضي قوم جدد وضوءك تاني مش مشكله عادي. ولو مفوت صلاه فحضرتك بتستعبط، حضرتك بتستعبط، انت مبوظ يعني، فاهم؟ انت فاهم الدنيا غلط. صلي وما تسمعش المحاضره، صلي واسمع المحاضره بقى يعني، ده الاحسن فاهمني. بس الصلاه اهم يعني. لو مزعل حد في البيت قوم صلحه. عارف اللي هو ايه، انا مش هسمع اي محاضره لجواري غير لما جدد وضوئي اشوف الصلوات اللي ورايا، ولو مزعل حد في البيت هو مصالح. صدقني لو انت عملتها عادات كده ممكن على ان شاء الله اخر شهر 8 اول شهر في الثانويه تكون التزمت بالصلاه ان شاء الله ان شاء الله، تمام، وتكون كده يعني حاجه في ميزاننا باذن الله. بص يا عم الحاج، النهارده هنتكلم عن المحاضره التاسيسيه الجزء الخاص بالانسان، والمره اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن المحاضره التاسيسيه في النبات. ممكن بقى تفهمني ان شاء الله، تفهمني هتركز معايا صح. بص على حاجه، سيبك من المحاضره بتاعه الانسان دلوقتي اللي احنا هنبدا فيها اكلمك عنها. محاضره النبات، محاضره النبات اللي هي تاسيسيه هي من المنهج، بمعنى اصل اول محاضره في المنهج اللي هو ان شاء الله هتبقى يوم 8/8 نكون دخلنا في المنهج على طول على المنصه، محاضره اسمها الدعامه في النبات. عشان تفهم دعامه في النبات لازم تكون فاهم كل كلمه كل كلمه وكل حرف اتقال عن النبات في اولى وثانيه. تعرف ده معنى ايه؟ معناه ان محاضره النبات هي جزء من المنهج، ما ينفعش تبدا اول محاضره غير لما تسمع تاسيس النبات كاملا اللي هينزل لكم 5/8. احنا 1/8 دلوقتي محاضره الانسان، 5/8 محاضره النبات تاسيسيه اللي هي مش تاسيسيه اللي هي جزء من المنهج، لازم أن تسمعها بتاعت 5/8 دي. واسمع دي كمان، انت وراك حاجه، انت فاضي، هنضحك على بعض، بدات دروس، بدات بدري قوي. المهم عشان يوم 8/8 نبدا بقى في المنهج على طول، فاهم؟ هتلاقي محاضره خفيفه بقى لما تفهم تاسيس النبات كويس، تلاقي الدعامه في النبات سهله جدا. طيب تاسيس الانسان، صدقا اي معلومه انا هقولها دلوقتي هي كده كده هتتعاد في المنهج. طب يا دكتور، طب ما احنا كده بنضيع وقت. لا ما نضيعش وقت، ايه المشكله، ما نسمعها دلوقتي ونسمعها هناك تاني. بس مش ده الغرض الاساسي، هتفهمني ان شاء الله. الغرض الاساسي هو ان منهج الاحياء عباره عن تتابع، عباره عن سلسله بادئه من سنه اولى، من اول كلمه خدتها لحد اخر كلمه في سنه ثالثه، تتابع ورا بعضه، كله بيسلم لكله. انت لو جيت قمت جاي حطك في مدينه تمام او نص او طريق وجيت حطيتك في النص، هتعرف تكمل؟ هتعرف تكمل، بس لو جيت قلت لك هو انت ناقص لك قد ايه عمال ما تخلص؟ طب انت فاتك ايه؟ ما انت مش عارف، انا ماشي وخلاص. انما لما اجيبك من اول الطريق واعمل لك ريفيو سريع كده، احنا واقفين هنا يلا بقى نكمل، انا كده تخيلت، انا عارف انك كنت فين ورايح فين. فهي بنعمل كانك بتعمل زوم اوت كده، بتشوف الموضوع من بعيد بتتخيله وتبقى عارف ان هو تتابع. التتابع ده كان بيقول ايه؟ انا بدات اشرحها على فكره. بص، التتابع جاي من تحت، ان جسم الانسان بيتكون من مجموعه من الذرات، والذرات ديت كلام كيمياء ماشي، اسمعوا بقى مع مستر خالد صقر، مالناش دعوه بيه، مستر محمد عبد الجواد، الناس كلها حبايبنا، الناس كلها، استاذ عبد الله حبشي، كل الدكاتره والناس دي حبايبنا، عشان بس ما اقولش ناس حد وانسى حد، ايه اللي خلاني اقول الكلام. المهم الذرات دي كيمياء مالناش دعوه بيها. طيب الذرات ديت بقى لما بتجتمع مع بعضها بتعمل ايه؟ بتعمل جزيئات، اللي هي بس احنا جايين نتكلم عن الجزيئات بتاعت اجسام الكائنات الحيه، يعني مش هكلمك مثلا عن H2SO4 كيمياء برضه، انا جاي اتكلم عن الجزيئات البيولوجيه التي تدخل في تركيب اجسام الكائنات الحيه. ودولت اول دروس انت خدتها في المنهج، اول 5 دروس، كربوهيدرات، لايبيدات، بروتينات، احماض نوويه اللي هم الدي ان اي والار ان اي لانهم بيبقوا موجودين بشكل اساسي في نواه الخليه، والانزيمات. تمام، المواد دي بنسميها بوليمرات، بولي معناها متعدد. بص كده، مونو، داي او باي، تراي، وبولي. مونو يعني احادي، داي او باي يعني ثنائي، تراي يعني ثلاثي، بولي مش معناها رباعي، لا معناها متعدد. فلما اقول لك مثلا في حاجه اسمها اي تي بي، ادينوزين تراي فوسفات، ادينوزين ثلاثي الفوسفات. طب لو انا شلت دي وحطيت اي دي بي، ادينوزين داي ثنائي الفوسفات. على فكره في حاجه اسمها اي ام بي، ادينوزين مونو فوسفات، ادينوزين احادي الفوسفات. تمام، طب لما اقول لك مونو مير، مير معناها قطعه. فلما اقول لك مونيمر، مونيمر ده يعني احاد القطعه اللي هو ده، مونوميرات، سكر 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 احادي زي الجلوكوز. طب لو انا جبت لك جلوكوز وجلوكوز بقى اسمه، انت عارف ايه؟ اسمه دايمر.
لانه بقى اتنين قطعتين ماسكين في بعض. انت عارف لو ثلاثه مع بعض يسموهم ساعات ترايمر. بس سيبك من ده، انا عايز بقى الكلمه الثانيه اللي هي بوليمر. لما اجيب جلوكوز كتير وامسكه في بعضه وعمل جزيء اسمه نشا في النبات او جزيء اسمه جلايكوجين في الانسان، دوت عباره عن قطعه واحده ولا قطع كتير؟ قطع كتير ماسكه في بعضها. العمليه ديت هي عمليه البلمره، هي عمليه تحويل البلمره، هي عمليه تحويل المونوميرات الى بوليمرات، الحاجات الصغيره الى حاجات كبيره، سكريات احاديه تترص جنب بعضها باعداد ضخمه تديك كربوهيدرات زي النشا والجلايكوجين والسليلوز، شويه احماض دهنيه مع كحول زي الجليسترول يدوك لايبيدات مواد دهنيه، احماض امينيه تعمل لك بروتينات، نيوكليوتيدات تعمل لك دي ان اي او ار ان اي. الانزيمات بتبقى معظمها او الغالبيه العظمى بتاعتها بتبقى جزء من البروتينات، هي او يعني نوع من انواع البروتينات. حلو قوي، دي اول حاجه. طب لو انا جبت بقى جزيء وجزيء 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 ومسكتهم في بعض هيعملوا لي حاجه اسمها خليه او عضي، عضيات. العضيات ديت زي الجدار بتاع الخليه لو كانت خليه نباتيه، والغشاء الخلوي بتاع الخليه سواء كانت نباتيه او حيوانيه، وعندك العضيات بقى زي حاجه زي النواه اللي فيها الماده الوراثيه، العضيات الغشائيه زي الميتوكوندريا، زي الشبكه الاندوبلازميه الخشنه والملساء، زي جسم جولجي، زي الفجوه العصاريه، في حاجات كتير جدا موجوده جوه الخليه. والعضيات الغير غشائيه هنتكلم على الكلام ده كمان شويه. طب العضيات دي لما جمعها مع بعض يبقى انت كده عملت خليه. يبقى تاني كده بالراحه، اول حاجه انا درستها في سنه اولى الجزيئات البيولوجيه الكبيره، كربوهيدرات لايبيدات بروتينات احماض نوويه انزيمات. الحاجات دي جزيئات بتتكون من ايه؟ من ذرات. الذرات ما درسناهاش، قلت لك دي كيمياء، كيمياء بحته مالناش دعوه بيها، وما درسناش كل الجزيئات اللي في الدنيا. احنا درسنا الجزيئات اللي بتدخل في تركيب اجسام الكائنات الحيه، الجزيئات البيولوجيه. ما هو بيولوجي يعني احياء، فبيولوجيه يعني حيويه، يعني بتاع الاجسام الكائنات الحيه. وعرفنا بقى يعني ايه مونيمر ويعني ايه بوليمر، يعني ايه طوبه وطوبه 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 تعمل حيطه، يعني ايه خرزه وخرزه 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 يعملوا سبحه، وعمليه تحويل الخرز الى سبحه عمليه البلمره، عملية تحويل الطوب إلى حيطة بلمرة، عملية تحويل المونوميرات إلى بوليمرات عملية بلمرة اللي هي عملية بناء. ماشي، شوية الجزيئات دول مع بعض يعملوا عضيات زي الجدار والغشاء والنواة والسيتوبلازم والعضيات اللي في السيتوبلازم، سواء كانوا الاثنين الغشائية أو الستة الغير غشائية. تمام، فيبقوا كده في 9 عضيات درسناهم في سنة أولى. فكده يبقى إحنا عملنا عضيات وخلايا. طب الخلايا جنب بعضها بتعمل أنسجة. الأنسجة كان في نسيج اسمه الطلائي والضام والعضلي والعصبي، هندرسهم كمان شويه لحد بقى ما يعملوا لي الاجهزه. وركز معايا يا طالب يلي كنت لسه من سنة في سنه تانية من كام يوم ودرست في اول سنه تانية الجهاز الهضمي في شابتر اسمه التغذيه، بعد كده الجهاز الدوري القلب والاوعيه الدمويه والدم، وبعد كده الجهاز التنفسي الانف او الفم، بعد كده البلعوم، بعد كده الحنجره والقصب الهوائيه والشعب الهوائيه والشعيبات والحويصلات الهوائيه جوه الرئتين، بعد كده اتكلمت عن الجهاز الاخراجي في الترم الثاني. دول كانوا في الترم الاول. في الترم الثاني خدت الجهاز الاخراجي والعصبي، الجهاز الاخراجي زي الجلد والغدد العرقيه والبشره والادم والحوارات دي، واتكلمت كمان عن الجهاز البولي والنفرون. النفرون ده مهم قوي، هيتكرر كتير على فكره السنه دي، وعمليه الترشيح واعاده الامتصاص الاختياري والحوارات دي، والجهاز العصبي. يا نهار ابيض، ده كان فيه تفاصيل كتير قوي. وايش بقى الخليه العصبيه وجسم الخليه وحبيبات نسل والمحور بتاع الخليه اللي عليه غلاف من الميلين والتفرعات النهائيه او النهايات العصبيه، وبعد كده يا نهار ابيض الحوار بقى بتاع السيال العصبي، والصوديوم واقف بره والبوتاسيوم قاعد جوه ومش عارف مين دخل ومين خرج، هنعيده الكلام ده. والجهاز العصبي المركزي والمخ والحبل الشوكي والمخيخ وقنطره فارولا النخاع المستطيل مضله اوبلنجات، فاهم في كلام كده جميل. وبعد كده كان في جهاز اسمه العصبي السمبثاوي بتاع الفايت اند فرايت، التلاتة اف، فايت فرايت فلايت، بتاع النكدة والطوارئ، بتاع الخناقات البلطجي. والجهاز التاني اللي هو برا سمبثاوي بتاع النوم والانتخ، ريست اند دايجست، دايجشن يعني هضم صح، وريست يعني الراحة، الراحة والهضم، بتاع الانتخة، بتاع القعدة قدام التلفزيون واكل الفول السوداني، فاهم؟ فدول جهازين بيتحكموا جسمك اسمهم الجهاز العصبي الذاتي، انت مالكش دعوة بيهم، هما تلاقيهم كده بيعصبوك او يريحوك او فاهم كده او كده. نتكلم عنه، ده كان سنه تانية. احنا هندرس ايه في سنه ثالثه؟ عقبال عندك ان شاء الله هنبدا بالجهاز الهيكلي اللي هو بيعمل دعامه. طبعا في دعامه في النبات، انا بتكلم دلوقتي عن الانسان، المحاضره دي بتاعت الانسان. هنعرف ان في جسم الانسان البالغ 206 عظمه. تخيل يا صديقي العزيز ان انت هتبقى عارف ال 206 عظمه اساميهم ايه وموجودين فين وشكلهم عامل ازاي، تفاصيل جميله وممتعه والله. ناخدهم في محاضره واحده اللي هم ال 206 عظمه.
ونكمل بقى. عندك حاجه اسمها غضاريف ومفاصل واربطه واوتار وحوارات كده، والجهاز العضلي خاصة العضل الهيكلي، العضلات اللي انت بتتحكم فيها، ازاي العضلة دي بتنقبض وازاي بتنبسط، وفي حاجة اسمها اكتين وميوسين ورابط مستعرضة وحاجات كده ممتعة، انا متحمس والله للسنة دي. الجهاز الهرموني الامتع على الاطلاق، انا اسف، الجهاز المناعي هو الامتع على الاطلاق، ده الامتع، ده الامتع الا شرط، ده الامتع الا، فاهم؟ يعني المناعة امتع بكتير لانها عبارة عن مسرحية وحاجات بتتخانق، ميكروبات عايزة تغزو الجسم وجسمنا مش هيسكت، احنا هفق ده، انا هلمحه همرجحه، فاهم؟ يعني هيبقى في معارك في الجهاز المناعي. المهم يعني جهاز الغدد الصماء او الجهاز الهرموني هو المتحكم الثاني في جسم الانسان بعد الجهاز العصبي. عندك شويه هرمونات كده تقريبا هندرس 26 هرمون، وفي واحد كمان 27 هرمون في الجسم تقريبا هندرسهم السنه دي. كل واحد فيهم بيطلع من الغده وبيعمل شويه وظائف، وهو طالع بيعمل حاجات وهو راجع بيعمل حاجات وبيأثروا على بعض، وفي تداخل كده تحس الموضوع ملعبك، بس هو جميل وممتع لمن فقهه وفهمه وحفظه وبقى كويس. الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي ودورة الطمس الدورة الشهرية والتفاصيل بتاعتها، وامتى الوحدة تحمل وتحمل ازاي، والجنين يتكون ازاي، والتسع شهور بتوع الجنين نتكلم عنهم لحد ما الجنين يتكون، وبعد كده هوب المؤاخذة يعني يلا عشان الولاده، ونتكلم بقى عن مرحله الولاده والميه السخنه. مش عارف لحد دلوقتي انا درست نسا في سته، مش درست نسا ان انا بقى، انا درست جراحه ونسا بندرس كل حاجه. المهم يعني عشان في ناس لحد دلوقتي فاكره ان انا دكتور نسا، انا لسه ما اتخصصتش اساسا، ما علينا. المهم انا درست النسا وما عرفتش لحد دلوقتي الميه السخنه بيتعمل بيها ايه، ده انا مستني سنه سته كنت مستنيها عشان اعرف الميه السخنه بيتعمل بيها ايه. دخلت الامتياز ونزلت المستشفى وبرضه ما شفتش انا ميه سخنه، هي موجوده في الافلام بس، ممكن المخرجين يكون عندهم يعني يتعلموا طب تاني احنا ما خدناهوش. المهم يعني نعرف عمليه الولاده والرضاعه، ونعرف يعني ايه توام، العيال اللي هم شبه بعض دول يعني ليه شبه بعض وجوم ازاي، يعني ايه حيوانين منويين مثلا بويضتين، ولا حيوان منوي واحد وبويضه واحده؟ طب ليه بقى احيانا بيبقوا توام تيبيكال تحس ان هي فوله واتقسمت نصين؟ حرفيا بتبقى كده، بتبقى اسمها لاقحه واتقسمت نصين. وفي عيال بقى اللي هم نازلين من بطن واحده فيهم شبه من بعض زي اي اتنين اخوات، بس فكرة ان هم نازلين في نفس البطن دي في نفس الزلطة مش جاي معاك، انتوا شبه بعض بس مش تيبيكال، مش جاي معاك ان انتوا توأم، دول ايه فرقهم عن دول وبيجوا ازاي، فاهم؟ والنعال اللي هم لازقين في بعض دول ايه ده؟ طب واحدة بقى مش عايزة تحمل، ايه وسائل منع الحمل؟ طب واحدة بقى مش عارفة تحمل وعايزة تحمل، اطفال الانابيب بقى والحقن المجهري والحاجات دي نتكلم عنها، حاجات ممتعة جدا والله. المنهج بتاع الاحياء قولا واحدا، مش عشان انا بدرس احياء هو الامتع على الاطلاق، والله امتع من الفيزياء. انت تقول لي الفيزياء ممتعه؟ اه الفيزياء ممتعه بصراحه، في شويه ممتعه، امتع من الكيمياء ولا شك، وامتع من العربي، العربي انا بحب العربي جدا واعتز بلغه، بس هو امتع من العربي، واكيد امتع من الالماني والفرنساوي، ماشي. والرياضه انت مركز على الرياضه، ايه تاني؟ الجيولوجيا، اي حاجه امتع من الجيولوجيا، مع احترامنا لكل مدرسين الجيولوجيا حبايبي، بس اي حاجه امتع من الجيولوجيا، ما علينا. بس مع هذه المتعه احنا محتاجين الكثير والكثير من التركيز، وهبقى اكلمكم ان شاء الله عن المستجدات من امتحان 2024، وهبقى اعلق لكم عليه، والتعليق دوت مهم ال 25 اكتر من ال 24، وانا علقت ال 24 اول ما طلعوا من الامتحان اصلا، ولكن عندي تعليقات يعني اتمنى ان المدرسين الافاضل ياخدوا بالهم يعني ما ينجرفوش. هتلاقي في ناس بقى يقول لك ايه، احنا لازم نطلع بره المنهج ونتوسع عشان الامتحان طلع بره المنهج، هو الامتحان ما طلعش بره المنهج ولا حاجه، ومش ده صح. الصح ان انت تلتزم بمنهجك وتحاول تجيب حاجه من بره بس تسقطها على المنهج، تمام؟ يعني ده الصح، وده اللي انا بعمله على فكره من زمان. يعني ما ينفعش الواحد يطلع بره المنهج كده من ايه، من الباب للطاق، ويقول لك يلا ما بجيب له بقى معلومه ما هي اكيد لها علاقه بالمنهج، لا، لازم ان يكون في مسمار مغروز اسمه المنهج، وانت مربوط بحبل وبتدور في فلك المنهج. يعني تجيب اي حاجه تسقطها على المنهج، تطبيقات حياتيه او اللي بيسموها يعني مخرجات التعلم، ودي كتير، ودي فعلا اللي بتيجي في الامتحان، لكن ما حدش يقول لي في حاجه من بره المنهج، مفيش حاجه من بره المنهج. طيب نبدا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا الجزء الاول، الجزيئات البيولوجيه. قبل ما نبدا بس، احنا معانا بي دي افين، البي دي اف دوت هتلاقيه موجود في وصف الفيديو، وفي بي دي اف كمان اهوت هتلاقيه موجود برده، جايبين لك صور من كتب خارجيه خاصه كتاب الامتحان لانه معظمكم كان بيتعامل معاه، فتفتكر الحاجات اللي انت تعرضت لها في كتاب الامتحان سريعا من السنتين اللي فاتوا. يعني بقول لك ان جسم الانسان بيتكون مجموعه من الاجهزه، الجهاز الهضمي والدوري والتنفسي والاخراجي والعصبي والهيكلي والعضلي والغدد الصماء والتناسلي والمناعي، تمام؟ دول كلهم بيتكونوا من اعضاء،
زي مثلا الجهاز الهضمي بيتكون من الفم والبلعوم والمريء والمعده والامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه والمستقيم وفتحه الشرج، الغدد اللعابيه والكبد والبنكرياس ملحقات الجهاز الهضمي. الجهاز الدوري بيتكون من القلب والاوعيه الدمويه والدم. الجهاز البولي بيتكون من الكليتين والحالبين والمثانه وقناه مجرى البول وهكذا. فدي اعضاء بتكون الجهاز. الاعضاء بتتكون من انسجه زي الطلائي والضام والعضلي والعصبي هنتكلم عنهم. والانسجه بتتكون من خلايا، والخلايا جواها عضيات زي العضيات الجدار والغشاء والنواه والسيتوبلازم بالعضيات اللي موجوده فيه سواء غشائيه او غير غشائيه. والعضيات بتتكون من جزيئات كربوهيدرات ولايبيدات وبروتينات واحماض نوويه وانزيمات. والجزيئات بتتكون من ذرات. طبعا انا قلت لك احنا مش هندرس الذرات، لما نيجي ندرس الجزيئات هندرس الجزيئات الحيويه او الجزيئات البيولوجيه. وهنا طبعا ده كله هندرسه بالتفصيل. دي الجزئيه الاولانيه. دي عمليه، دي المونوميرات لما بتجمعها مع بعضها بتعمل عمليه اسمها عمليه البلمره، بوليمرايزيشن. بتحول المونوميرز الاحادي القطع الى بوليمير، يعني بوليمر بتتخطف كده اللي هو متعدد القطع. واول حاجه هنبدا في دراستها دلوقتي الكربوهيدرات. فتعال نرجع للملف الثاني، وزي ما قلت لكم الملفين دول موجودين في وصف الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. الكربوهيدرات او النشويات زي مين؟ زي الحاجات اللي كانت قدامك من شويه، الرز، المكرونه، البطاطس، الخبز، العيش. يعني هو العيش معمول من ايه؟ معمول من القمح او الذره والشعير. فدي كلها حاجات فيها كربوهيدرات، نشويات. الصيغه العامه بتبقى CH2O الكل باي ان، حيث ان عدد ذرات الكربون. يا لهوي انا ايه الكلام انت بتقول ده يا عم الحاج؟ يعني لما اقول لك مثلا سكر سداسي الكربون زي الجلوكوز، سكر سداسي الكربون زي الجلوكوز، سداسي الكربون، يبقى انا اعوض عن الان بستة. ما انت قلت لي حيث الان عدد ذرات الكربون وانا بقول لك سداسي الكربون، فالان بستة. اضرب يا باشا، سي 6 اتش 2 في 6 ب 12، سي 6 اتش 12 او 6. طب لو انا قلت لك سكر خماسي الكربون زي سكر اسمه الريبوز، قول لي خلاص هعوض عن دي ب 5، فيبقى سي 5 اتش 2 في 5 ب 10 او 5. حلو قوي. عايز اقول لك ان الجلوكوز ليه اخوات ليهم نفس الصيغه الكيميائيه. هتقول لي ايه ده، هم لما ليهم نفس الصيغه الكيميائيه ليه ليهم اسامي مختلفه؟ اقول لك اسال بقى مدرسين الكيمياء، هيقول لك في حاجه اسمها الايزومر وتتنفخ فيها في الكيمياء العضويه. بس هي الفكره في ارتباط الذرات، ترتيب ارتباط الذرات مع بعضها مش زي بعض. هي نفس الصيغه سي 6 اتش 12 او 6. لو انت قلت لي مين ده اقول لك جلوكوز او فركتوز او حاجه اسمها جالاكتوز، عادي خالص نفس الصيغه الكيميائيه. فدول بيسموهم، اعرفها كده للكيمياء، اسمهم ايزوميرات. ايزو يعني متساوي، مير يعني قطع، يعني متساوي القطع. نفس القطع هي هي سي 6 اتش 12 او 6، 6 ذرات كربون، 12 هيدروجين، 6 اكسجين، نفس الحاجه. ولكن ارتباط الذرات بترتيب مختلف وبشكل فراغي مختلف خلاهم ياخدوا اسامي مختلفه. تمام. طيب عايز اقول لك حاجه جميله. الريبوز ده هو لو احنا نزعنا منه اكسجينه، فاهم يعني، قلنا له ناقص او، فتبقى ديت سي 5 عادي خالص واتش 10 عادي خالص، بس الاو 4. تعرف دوت بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه دي اوكسي ريبوز. وايه اللفه دي يا اخويا؟ اقول لك، ما انا افهمك. دي جايه من كلمه ديكريز. عارفين في الانجليزي في كلمه اسمها انكريز. انا اسف ان انا بدخل في تفاصيل، بس الكلام ده انت ممكن تقول لي ايه اللي جابنا هنا؟ الكلام ده مهم في المنهج. اقول لك ده مهم جدا، ده اللي قايم عليه الدي ان ايه والار ان ايه. افهم، انكريز يعني يزود، ديكريز يعني يقلل. مش انا نقصت اكسجين؟ اهو ما انا عملت ديكريز لاكسجينه من الريبوز، فبقى اسمه دي اوكسي ريبوز. مش ده بيبدا بالدي؟ عشان كده بيدخل في تركيب الدي ان ايه. مش ده بيبدا بالار ريبوز عشان كده بيدخل في تركيب الار ان ايه. استاذ بصراحه بقى انت كنت فاكر الموضوع سهل، ايه الحك ده؟ بص يا صاحبي الموضوع سهل جدا هنا. والله انا كنت بس بعقدك وبعد كده ايه تنفرج ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكربوهيدرات في منها نوعين، في كربوهيدرات بسيطه سهله وحلوه وخفيفه، ده بجد سهله وحلوه وخفيفه، سهله الذوبان بتدوب بسرعه في الميه وحلوه المذاق، لما تدوب في الميه بتلاقي لها طعم حلو، وخفيفه الوزن الجزيئي، هي يا اما احاديه يا اما ثنائيه، فحاجه في الخفيف منه.
وفي كربوهيدرات بعيد عنك معقده، هي اسمها كده كربوهيدرات معقده. مش دي سهله؟ لا، دي لا تذوب في الماء اصلا، زي النشا. هات شويه نشا ودوبهم في الميه، هيدوبوا؟ لا يا استاذ ما بيدوب، بتكلكع في الميه. هتقول لي يا استاذ بس انا كنت مره بعمل مهلبيه وحطيت النشا في الميه وقعدت اقلب على البوتاجاز ودابت. يا اسطى يا اسطى، اولا انت سخنت، يعني في تفاصيل حصلت، بس يعني الفرق ان انت سخنت، فالتسخين دوت كسر الروابط اصلا، فاهم؟ فدابت. سهل الذوبان بتعيد، انا بتكلم عن درجه الحراره العاديه بتاع الميه، بتدوب؟ لا بتكلكع. طب لما حتى لو كلكعت كده وتشربها هتلاقيها مسكره؟ لا، ليس لها مذاق حلو. طب الوزن الجزيئي، الجزيئي النشا اتقل ولا جزيئي الجلوكوز؟ اكيد جزيئي النشا. جزيئي النشا ده بوليمر، عباره عن جزيئات جلوكوز كتير، وده جزيئ جلوكوز واحد، يبقى مين الاتقل؟ اكيد جزيئي النشا. واحد بقى هيجي يسالك يقول لك استنى هجيب لك مونيمر وبوليمر، كيلو الجلوكوز اتقل ولا كيلو النشا؟ فاهم انت؟ الناظر كان بيدخل اللي عندنا في الفصل واحنا صغيرين ويقعد بقى يقول لك كيلو الحديد اتقل ولا كيلو القطن، وانت تقول له طبعا كيلو الحديد، فاهم الحاجات الساذجه دي؟ طبعا نفس الوزن، انا بتكلم هنا عن الوزن الجزيئي. الجزيئي الجلوكوز ده احادي جزيئي، تمام؟ C6H12O6، فده وزن جزيئي قليل. انما هنا جزيئات جلوكوز كتير، اضرب بقى في 100 300 ولا حاجه، يعني كتير، فبالتالي اتقل اكيد، تمام؟ اتكلم هنا عن الوزن الايه؟ الجزيئي. طيب تعال بقى نشوف الاحاديه. في حاجات سداسيه الكربون، قبل ما تبص قولهم، والله انا قايلهم لك فوق الايزومرات. جلوكوز، ها قول يا فركتوز، جلاكتوز احسن، جلوكوز وفركتوز وجلاكتوز C6H12O6، اكتب له جنبها كده ايزوميرات، واكتب له ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان عشنا وكان لنا عمر الكيمياء العضويه. هتتنفخ فيها، انا اسف، انا يعني ان شاء الله ما تتنفخش ولا حاجه، تستمتع، هي فيها جزء متعه كده ولعب، ونقعد نحط ال CH3 هنا في شويه لعب فيها. طيب لو خماسي الكربون بقى، والله اخويا بيبقى فيه واحد منه اسمه ريبوز، وده ابن لذينه ماشي على الخطه، بنحط 5C5H10O5، فانا بسميه واخد حقه خمس ومخمس كامل الاكسجين اهو، C5H10O5، وعشان اسمه ريبوز فهو بيدخل في تكوين الار ان اي. اما لو انت نزعت نقصت دكريزت، دكريز يعني دكريزت اكسجينايا دي اوكسي من الريبوز اهو، فبقى اسمه منقوص الاكسجين C5H10O4، وعشان بادئ بدي دي اوكسي فده اللي بيدخل في تركيب الدي ان اي. شايف كل اللخبطه اللي فوق اتحلت هنا اهو، دنيا سهله. في بقى سريعا كده سكريات ثنائيه زي السكروز واللاكتوز والملتوز. يعني ايه ثنائيه؟ يعني هم عباره عن اتنين من دول مع بعض. اقول لك حاجه، مش ده واحد اتنين تلاته؟ كده 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 لازم يبقى فيه جلوكوز. لو جلوكوز زائد جلوكوز واحد زائد واحد بيدي ملتوز اللي هو سكر الشعير. طيب جلوكوز زائد جالاكتوز، حد فاهم اللي انا عايز اقوله؟ بقى اسمه لاكتوز، هو سكر اللبن. بص بص بص، اللاكتوز سكر اللبن، وبما انه لاكتوز حط له جا فبقى جالاكتوز. الجالاكتوز زائد الجلوكوز بيدي اللاكتوز اللي هو بتاع اللبن. يا نهار ابيض على اللي انا بعمله. ماشي، السكروز دوت بقى الاثنين الاولين جلوكوز وفركتوز، وده سكر القصب. ايوه السكر اللي هو في بتاع الشاي، يعني لما تيجي تقول لمامتك، ايه مامتك دي؟ تقول للحاجه الوالده يعني. انا عمري قلت يا ماما، الله يرحمك يا امي، الله يرحمك، مش عارف، بس كنت بقول لها يا اما عادي، او يا امي، بحس ان انا قلت لها يا ماما، فاهم؟ بحس ان انا مش عارف، غريب، انا اللي غريب مش انتوا الوحشين، انا اللي غريب. والدي عمره ما قلت له يا بابا، احج يا بابا. المهم الجلايكوجين، الجلايكوجين والنشا والسلوز، بص بقى دول الاهم، الاهم على الاطلاق، الثلاثه دول اللي هي السكريات المتعقده. الجلايكوجين بنسميه نشا بس حيواني، لانه بقى موجود في اجسام الحيوانات او الانسان. موجود فين؟ في الكبد والعضلات، بيتخزن في الكبد والعضلات. دوت يخزن كمصدر فعلي للطاقه في الكبد والعضلات، ويستهلك في حالات الصيام. يعني ايه؟ جسمنا بيستهلك الاي تي بي، طب لو الاي تي بي خلص بيجيب الجلوكوز اللي ماشي في الدم. هو الجلوكوز جه في الدم من الاكل، مش انت بتاكل الاكل؟ بتاكل حاجات نشويات، بتاكل لقمه عيش نشويات، مش بتتهضم في الفم وفي الاثنى عشر، فبتديك جلوكوز، فالجلوكوز بيدخل في الدم. لما الاي تي بي اللي عندك يخلص الخليه بتاخد الجلوكوز وتحرقه وتطلع اي تي بي.
طب الجلوكوز بدأ يخلص، يعني الجلوكوز بدأ يقل في الدم، نعمل ايه؟ ساعتها بقى بنلجأ للمخزن اللي احنا مخزنينه. مين اللي مخزنينه؟ الجلايكوجين اللي هو مخزن في الكبد والعضلات. طب افرض فرضا جدلا مثلا ان الجلايكوجين خلص، ساعتها نعمل ايه؟ نحرق الدهون. عشان كده بيسموا الدهون مصدر مؤجل للطاقة. يعني اوعى تحرق دهون الا لما تخلص الكربوهيدرات اللي عندك. ده الموضوع ببساطة، يعني بتحرق الاي تي بي خلص، بتحرق قصدي بتستهلك الاي تي بي، لو خلص بتحرق الجلوكوز عشان يديك اي تي بي اللي هي عملة الطاقة في الخلية. طب لو الجلوكوز بدأ يخلص وبدأ يقل، ساعتها بنحول الجلايكوجين لجلوكوز. يبقى احنا بنعمل عملية بلمرة صح؟ لا طبعا، دي عكس البلمرة، ده تكسير. انت بتحول البوليمر لمونيمر، تحول الجلايكوجين لجلوكوز. الجلوكوز يتحرق يقوم جاي مديك اي تي بي. طب الجلايكوجين خلص، تبدا تحرق الدهون. تمام. طب فرضا بقى الدهون خلصت، دي معناها كده ان الشخص ده في مجاعه وهيبدا بقى ياكل في جسمه، يبدا يحرق البروتينات. البروتينات ساعات بيسموه المصدر الحرام للحصول على الطاقه. مش الحرام، يعني هو الفكره ان حد يحرق بروتيناته معنى كده ان هو غالبا وصل لمرحله كبيره جدا 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 متقدمه من الجوع. ساعتها عارف اللي هو الناس اللي ايه في المجاعات، ربنا يلطف باهلنا في غزه والسودان والصومال وجميع انحاء العالم رب العالمين. لما يقول لك في مجاعه وده بقى عباره عن جلد على عظم، ربنا يغفر لنا يا رب. جلد على عظم، يعني ايه جلد على عظم؟ مش هو المفروض جلد على لحم، على شحم اللي هو طبقه الدهون، على لحم على عظم، الشحم اللي هو الدهون، واللحم مع السلامه الشحم اتحرق، ما بقاش فيه نسبه دهون، دي نسبه دهون قليله جدا، والجسم كمان بقى ياكل في اللحم اللي هو العضلات، فالعضلات بدات تضمر وتتاكل من كتر تحليل جزيئاتها والاحماض الامينيه عشان تستهلكها. الكلام ده مهم على فكره، اقولهم تاني بالترتيب اكتبهم عندك. اي تي بي، طب لو خلص جلوكوز، خلص جلايكوجين، خلص المصدر المؤجل اللي هو الليبيدات الدهون، وفي الاخر البروتينات. ماشي. النشا ده بيتخزن في النبات، بيصنع في عمليه البناء الضوئي، وبيخزن في البلاستيدات الخضراء او البيضاء. كان في نوعين كده، في ثلاث انواع، بلاستيدات بيضاء وخضراء وملونه. معظمهم بيخزن النشا بس البيضاء اكتر. ما علينا. السلوز على الاهميه، هو مهم اكتر في النبات، بس بص كده يدخل بشكل اساسي في جدار الخليه النباتيه بشكل اساسي. اي جدار خليه نباتيه فيه سلوز شويه بقى كتير، ده موضوع نتكلم فيه في البرانشيميه والكولانشيميه، بس كده كده فيه، كده كده سلوز. افتكر كده كده سلوز، ده كده 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 ايه، كده كده سلوز مش ساحل، لا كده كده سلوز. ماشي. الاهميه ده مصدر سهل وسريع للحصول على الطاقه. انا قلت لك لو الاي تي بي خلص بناخد الجلوكوز نحوله الاي تي بي عن طريق حاجه اسمها التنفس الخلوي. لو في اكسجين فبيبقى اسمه تنفس خلوي هوائي، وده بيدينا 38 اي تي بي بتوع سنه ثانيه، دوره كريبس لو انت فاكر. ما تخافش مش هنعيدها، بس هناخد بس المعادله مش بتفاصيل كتير يعني. وفي بقى كان التنفس اللي هو مش محترم ده، اللي هو التنفس اللاهوائي في غياب الاكسجين، كان بيديك 2 اي تي بي و2 حمض لاكتيك. شايفين الفرق؟ شايفين؟ انا بص المعادله اللي فوق دي، انتوا عارفين انا بسميها ايه؟ المعادله المحترمه الجميله اللذيذه. جزء جلوكوز يديني 38 اي تي بي. هنا بقى المعادله انا اسف يعني المهزأه المش محترمه. ليه؟ لان نفس جزء الجلوكوز بيديني جزء تي بي يوتما. طب ال 36 الباقيين يقول لك يا ولا هحوشهم لك، ويقلب لك بقى عبله كامل، يا واد هحوشهم لك، انت مش عارف مصلحتك، هاتهم احوشهم لك للزمن، وتقوم قال احط لك 2 حمض لاكتيك، فاهم؟ لما تبقى تحتاجهم نبقى نحرقهم. يا بتضحك عليك، حمض اللاكتيك ده اصلا بيعمل اجهاد وتعب عضلي. فمعادله مش حلوه، مش محترمه. خلصنا الكربوهيدرات، تعال ندخل على الليبيدات ونلقط كده رزقنا منها بسرعه. الليبيدات يعني حاجه كده فيها دهون، فدي احماض دهنيه زائد كحول مثل الجليسرول. لا تذوب في الماء، ما بتذوبش في الميه، ولكن بتذوب في المذيبات العضويه زي البنزين والسي سي ال 4 اللي هو رابع كلوريد الكربون. رابع كلوريد الكربون، البنزين ورابع كلوريد الكربون دي بنسميها مذيبات عضويه او غير قطبيه. تصنيف الليبيدات في منها ثلاث انواع، بسيطه ومعقده ومشتقه. البسيطه ثلاث انواع، زيوت ودهون وشموع. الزيوت بتبقى سهيله والدهون بتبقى صلبه، وهتتكلموا عنهم برضو في الكيمياء العضويه كتير، مش وقته، مش وقته خالص. الزيوت والدهون دي سائله ودي صلبه. الشموع بقى هي اللي تهمني قوي. ليه؟ عشان فيها ماده اسمها الكيوتين، ولو انتوا
فاكرين وشاطرين هتبقوا فاكرين خلايا اسمها خلايا البشره بتاعه الورق. كان في حاجه اسمها البشره العليا والبشره السفلى، وكانت بتبقى مغطاه بطبقه من الكيوتين الذي يمنع فقد الماء اثناء عمليه النتح. اما البشره السفلى كانت بتبقى برضو مغطاه بالكيوتين، بس كان بيبقى فيها حاجه اسمها الثغور، دي اللي كان بيحصل من خلالها النتح الثغري، وفي خليه اسمها الخليه الحارسه للثغر. فاول محاضره هنقولها المره الجايه في التاسيس، وهندرسها تاني في اول محاضره في المنهج يوم 8/8 ان شاء الله. طيب ده بالنسبه للايه البسيطه، انا يهمني منها الشموع زي الكيوتين، بيبقى في موجود في النباتات خاصه الصحراويه لمنع فقد الماء اثناء عمليه النتح. يعني كميه الكيوتين بتتناسب عكسيا مع معدل النتح، منطقي صح؟ كل ما الكيوتين كان كتير كل ما النتح هيقل. الفوسفوليبيدات دي موجوده في غشاء الخليه، ماشي سهل. ركز بقى، في لايبيدات اسمها المشتقه زي الكوليسترول والاسترويدات. الكوليسترول بيدخل في تركيب الاسترويدات. الاسترويدات دي مهمه جدا بقى، واظن لو حد منكم ممكن يكون سمع الموضوع، يعني يقول لك ايه شفت الواد بتاع الجيم ده كان فورمه بنت لذينه، يقول لك يا عم ده كوليسترويدز، يقول لك ايه هرمونات، يعني بياخد تستوستيرون بيحقن حقن استرويدز. الاسترويدات منها انواع كتير، اهمها الاسترويدات الجنسيه، الهرمونات الجنسيه، زي مين؟ زي التستوستيرون في الذكر والاستروجين والبروجستيرون في الانثى. حتى لو انت ركزت كده تستوستيرون استرويدات، استيرون بروجستيرون، استرو استرويدات استروجين، تمام. ديت لا تذوب في الماء ولديهم القدره على النفاذ من غشاء الخليه. طبعا هنا بقى عايزين ناس قويه الملاحظه، لان حضرتك انا لسه قايل لك ان غشاء الخليه من اللايبيدات، وبما ان ديت هي كمان تبع اللايبيدات سواء مشتقه او معقده يعني، فهي بتقدر تنفذ عبر الفوسفوليبيدات. تعرف ده معناه ايه؟ معناه ان احنا لو جبنا دي خليه ودوت غشاء الخليه، وقلت لك دوت هرمون من الاستيرويدات مثلا تستوستيرون، تفتكر المستقبل بتاعه بره الخليه ولا جوه الخليه؟ ها ايه الصح؟ هتقول لي يا استاذ هو اصلا بيعرف يعدي؟ بيعرف يعدي، اذا المستقبل بتاعه جوه الخليه. ليه يا استاذ؟ لانه تبع الاسترويدات، والاسترويدات تبع اللايبيدات، واللايبيدات تستطيع النفاذ، تستطيع لديهم القدره على النفاذ من غشاء الخليه، فالمستقبل بتاعها يبقى جوه. ليه؟ ما هو بيعدي فنستقبله جوه احسن. ماشي. هو الحاجات اللي انا معلم لك عليها بالاصفر دي الحاجات اللي انا احتاجها قوي، الكيوتين والاسترويدات. حلو قوي. انا عايز برضو اطمنكم في المحاضره اللي احنا فيها ديت يا جماعه، احنا لسه في الانسان، فده معناه الكلام اللي انا بقوله قدرت تحفظه يبقى انت واد ممتاز وواد خلاصه 100 100، ما قدرتش فيعني ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والكلام هيتعاد تاني. واحد هيسمع الكلمتين يقول لك انت قعدنا قدامك ليه؟ انا اقفل المحاضره وادخل انام. اقعد يلا، اقعد يا اسطى، انت ما بتصدق، اقعد يا عم، احنا بنتراك ايه، استمتع مع بعض شويه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل على الجزء اللي بعد كده ورقم 3 وهي البروتينات. تركيب الحمض الاميني مهم جدا، يعني بص او من هنا للصبح. بيبقى عندك ذره الكربون، ومن المعلوم كيميائيا ان الكربون تكافؤه الاساسي رباعي، فطلع له اربع روابط، 1 2 3 4. ذره هيدروجين ما تزعلش حد، ومجموعه كربوكسيل اللي هي COOH، ولو حبيت يعني تدقق قوي عشان تظبط الروابط الكيميائيه هي بتتكتب كده اهي سي، طبعا في رابطه هنا انا برسم السي دي، دبل بوند او، دبل بوند يعني رابطه مزدوجه او او اتش، عشان حد يقول لي بقى ايه دي رباعيه التكافؤ، ما هي 1 2 3 4. الاكسجينه دي ثنائيه، ادي 1 2، طب دي ثنائيه اهي، الهيدروجين احادي، فهمت الفكره؟ المهم يعني دي اسمها كربوكسيل، تاني اهيت سي دبل بوند او او اتش، ودي مجموعه اسمها الاماين، عشان كده سميت احماض امينيه، امينو اسيد، اسيد يعني حمض، امينو اسيد حمض امين، ماشي. ودي اسمها مجموعه الكايل، هتاخدها في الكيمياء العضويه، اكتب جنبها كده كيمياء عضويه، بس اعرف دلوقتي انه بيرمز لها بالرمز ار، هتيجي على اخر السنه وتبقى زهقت من كلمه الكايل دي. ماشي، امثله بقى للبروتينات سريعا كده، وهركز لك على الحاجات اللي احنا عايزينها. الالبيومين في بلازما الدم مش مهم، ده مهم بقى. الجلوبيولين بيدخل في تركيب الاجسام المضاده، الاجسام المضاده دي في المناعه مهمه جدا، ناخد جزء كبير كده اسمه اجسام مضاده. اقول لك حاجه بنسبه تفوق ال 90%، الاجسام المضاده بتيجي في امتحان ثانويه عامه.
الهيموجلوبين مهم جدا، موجود جوه كرات الدم الحمراء عشان بينقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، ولو نقص بيعمل مرض اسمه انيميا او فقر الدم، صح؟ وبيدخل في تركيبه عنصر الحديد. هيم دي يا جماعه هتاخدوها في اول محاضره في اول باب في الكيمياء، هتاخدوا حاجه اسمها هيماتايت. هيماتايت ده يعني خام الحديد، مش عارف انتوا خدتوها قبل كده ولا لا. فعشان كده هيموجلوبين يعني البروتين اللي بيدخل فيه هيم، هيم يعني حديد. ماشي. ثايروكسين ده اللي بيطلع من الغده الدرقيه، الغده الدرقيه اللي بتبقى في الرقبه، ويدخل معه عنصر اليود، مهم جدا. ثايروكسين ده يعني برضه بنسبه كبيره بيجي في امتحان ثانويه عامه، مهم قوي، من اهم الهرمونات في جسم الانسان، هو والانسولين. الكيراتين ما اظنش ان انت لحقت تنساه، ده لسه في الترم اللي فات ده، اللي هو بيبقى موجود على بشره الجلد وبيمنع دخول الميكروبات، يعني مناعه، خط دفاع اول، او الطبقه السطحيه للجلد منع دخول الميكروبات، اكتب جنبها خط دفاع اول. الانزيمات بتنظم العمليات الحيويه، ايوه الانزيمات هي اللي بتعمل التفاعلات الكيميائيه، تسرعها تبطئها وهكذا. الاكتين والمايوسين دول موجودين في العضلات الهيكليه، نعرفهم ان شاء الله في المحاضره السادسه ان شاء الله. المحاضره السادسه دي احنا الباب الاول اللي وده عمل حركه، ست محاضرات وورشه ان شاء الله، هقول لكم الكلام ده كله في فيديو التفاصيل. الكولاجين ده موجود في الاربطه والاوتار، الاربطه والاوتار دول المحاضره الثالثه، لا الرابعه، غضاريف مفاصل اربطه اوتار، دول مهمين في الجهاز الهيكلي في بدايه في اول درس في المنهج. والكثير من الهرمونات، اكتب كده مثل الانسولين مثلا. الانسولين، الانسولين ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه ده؟ الناس اللي ما عندهاش انسولين جسمها ما بينتجش انسولين، بيجيلهم مرض ايه؟ السكر. السكر في دمهم بيبقى عالي ولا واطي؟ عالي. يبقى الانسولين بيعمل ايه؟ بيقلل السكر في الدم، فهو لو سكره عالي بياخد حقنه الانسولين، فالجلوكوز ايه؟ يقل السكر، يقل زي العسل. في حاجه مهمه قوي، الرابطه البيبتيديه. مش الرابطه البيبتيديه دي بتتكون ما بين الاحماض الامينيه؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ بص يا عم الحاج، الميه لازم نشيلها. الميه دي انا بسميها الست الخباصه، طبعا ليس تقليلا من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، احنا كده احنا كلنا من ميه، ولكن أنا يعني افهمني انا بديها صفه تفيدني في الشرح. فالميه انا بسميها الست الخباصه اللي بتفرق بين الحبايب، لو انت شلتها هيرجعوا حبايب عادي. اللي على ايدك اليمين ده حمض اميني، اثبت لي. يو اثبت لك، هو مش دي كربونه؟ وادي الاربع روابط 1 2 3 4، وادي ذره الهيدروجين ومجموعه الكربوكسيل سي دبل بوند او اتش سي او او اتش، ودي مجموعه الامين اللي هي ان اتش 2، صح ولا ايه؟ ودي مجموعه الالكايل اللي انا قلت لك هتعرفها بالكيمياء العضويه. يبقى ده كده حمض اميني، ومحدش يقدر يقول غير كده، ده كده على بعضه حمض اميني. طب ده ما هو هو يا اسطى حمض اميني برضه. تيجي تبص لهم كده تلاقي كل واحد بايس ايده شعره ودقن وشه وظهر ومبسوط باللي هو فيه، يعني يقول لك ايه؟ الكربون ما انا رباعي، النيتروجين ما انا ثلاثي، 1 2 3 انا واخد كفايتي والحمد لله مش عايز حاجه من حد. هنا برضو الكربونه دي 1 2 3 4 كفايتي ومش عايز حاجه من حد. طب احنا عايزين نحببهم في بعض ونقربهم من بعض، نشيل ميه، انزع من هنا هيدروجينه من مجموعة الأمين، وانزع هيدروكسيلة من مجموعة الكربوكسيل الكربوكسيل، فيبقى كده نزعت HOH، يبقى انت نزعت H2O. في مشكلة دلوقتي، النيتروجينة دي بقى معاها كام؟ ما انت شلت الهيدروجين فبقى معاها ربطتين، عين امها ناقص لها ربطة، وذرة مش مستقرة مش مبسوطة، حاسة انها مش مبسوطة. الناحية التانية برضو الكربونة دي انت شلت منها الهيدروكسيل، عين امها معاها 3 روابط وهي 4، ناقصها حاجة، ناقصها حاجة. فالنيتروجين ديت عين امها، ثواني بس عشان ايه ادخلك في المود، لان الرابطة دي انا عايز اخفيها، افترض ان هي مش موجودة. شايف كده النيتروجين دي قاعدة يا عين امها ناقص لها رابطة، والكربونة ناقص لها رابطة، فالكربونة دي بتبص للنيتروجين تقول لها مش انت محتاج رابطة؟ تقول لها يا اختي بجد محتاج رابطة. تقول لها طب ما انا كمان محتاج رابطة. تقول لها ايه؟ تقول لها انت محتاجه رابطه، انا محتاجه رابطه. فها تلاقي الكربونه بقى رفعت سماعه التليفون، تن تن تن، ورنت على النيتروجين، النيتروجين سمع التليفون وبعدين قال اهدى يا قلبي اهدى واستنى، حلم ده ولا بتمنى، هو ده حبيبنا، هي دي الرنه، او ايوه يا كربون بحبك قوي، كنت فين وبعدت ليه عني، مد ايدك مد ايدك ونعمل روابط وننزع الخباصه دي من ما بيننا ونرجع حبايب ونكون الرابطه الابتدائيه. يبقى الرابطة الببتيدية هي دي عملية تكسير ولا عملية بناء؟
بناء. ايوه البناء عن طريق نزع الماء. سلام، حلو قوي. نزع جزيء ماء بيعمل بناء اهو، اتش من ال ان اتش 2 و اتش من السي او اتش، فدي محتاجه رابطه، دي محتاجه رابطه، ربطناها. ايه اللي قدامك ده؟ ده بروتين. الحمض الاميني الف، ده حمض امين. ب ب دي رابطه ما بين حمضين امينيين، يبقى رابطه ببتيديه قويه. طب دلوقتي ايه دي؟ دي اسمها سلسله عديد ببطايد. دي سلسله ودي سلسله. الروابط اللي هي جيم اللي باللون الاحمر دي ايه؟ دي اسمها روابط هيدروجينيه ضعيفه ومتغيره، هي اللي بتدي البروتين الشكل الفراغي المميز بتاع، بتشكله، فاهم؟ تشكله. هي دي الروابط. يبقى في روابط ببتيديه ما بين الحمض الامين والحمض الامين، ودي بتبقى قويه، وفي روابط هيدروجينيه ما بين سلسله عديد ببطايد وسلسله عديد ببطايد عشان تدي الشكل الفراغي المميز. الاحماض النوويه الدي ان ايه والار ان ايه، وانا عايز اقول لك ان الشابتر ده اهو في اخر المنهج عليه 16 درجه. 16 درجه من 60 يعني اكتر من 25%. مهم قوي قوي قوي. بص يا عم حاج، الحمض النووي اللي هو يا اما دي ان ايه يا اما ار ان ايه، بيدخل في تركيبه حاجه اسمها النيوكليوتيدات. النيوكليوتيدة بتتكون من ثلاث اجزاء. الجزء اللي في النص دوت الاس شوجر، سكر، سكر خماسي الكربون. عينك لمعت ولا انت قاعد مش فاهم حاجه؟ ما لمعتش؟ طب تاني. الدي دي دي ان ايه والار ان ايه، وده سكر خماسي الكربون، اكسجين، منقوص اكسجين. افتكرت؟ افتكرت ان شاء الله. بص يا صاحبي، هي قدامك اصلا، ما انت لو ضربت عينك هتشوف. الار ان ايه بيدخل في تركيب الريبوز سي 5 اتش 10 او 5 كامل الاكسجين، والدي دي دي ان ايه بيدخل في تكوينه الدي اوكسي ريبوز منقوص الاكسجين، منقوص الاكسجين. تمام، سي 5 اتش 10 او 5، سي 5 اتش 10 او 4 زي الفل. ده السكر. السكر دوت عامل كده، اتخيل دلوقتي ان انا السكر، ربنا يبارك لك، ماشي، وطالع من ايدي هنا رابطه ومن ايدي هنا رابطه، ماسك هنا في حاجه اسمها قاعده نيتروجينيه، وهنا ماسك في مجموعه فوسفات. مجموعه الفوسفات اهي وخلصنا منها، ما فيهاش كلام. القاعده النيتروجينيه دي اللي فيها كل الكلام. القاعده النيتروجينيه منها خمس انواع: ادينين، جوانين، سيتوزين، ثيمين، يوراسيل. تحس انها تعويذ، انا مش عارف انت فاكرهم ولا لا من اولى ثانوي، بس يعني ايه، ماشي. ادينين، جوانين، سيتوزين، اي جي سي، وثيمين ويوراسيل. ليه انا عامل دول مع بعض؟ لان دول الاي والجي والسي مشتركه، موجوده في الدي ان ايه وفي الار ان ايه. طب بالنسبه للثيمين، موجوده في الار في الدي ان ايه بس. طب بالنسبه لليوراسيل، موجوده في الار ان ايه فقط، موجوده في الار ان ايه فقط. تعال كده نقارن ما بين الدي ان ايه والار ان ايه بسرعه. الدي ان ايه بيبقى نوع واحد، الار ان ايه ثلاث انواع، افتكرهم كده بكلمه متر، ام وتي وار، ام ار ان ايه، تي ار ان ايه، ار ار ان ايه، افتكرهم بكده خلاص، متر. واخر السنه بقى ان شاء الله هنشوف. طيب ده بيبقى لولب مزدوج، يعني لو انا جيت ارسم لك دي ان ايه، حق الله ان انا اعمله لك كده. دي ان ايه غالبا لولب مزدوج، والار ان ايه غالبا شريط مفرد سنجل. هنا بيبقى فيه سكر دي اوكس ريبوز سي 5 اتش 10 بس او 4. دوت بيبقى فيه سكر ريبوز كامل اكسجين سي 5 اتش 10 او 5. ده بيبقى فيه ادينين وجوانين وسيتوزين اي جي سي، وده برضو ادينين وجوانين وسيتوزين عادي خالص، بس هنا في ثيمين، انما هنا في يوراسيل. يبقى لو انا قلت لك ما هي القاعده النيتروجينيه المميزه للدي ان ايه، تقول لي الثيمين. طب المميزه للار ان ايه، تقول لي اليوراسيل. طب القواعد النيتروجينيه المشتركه، الادينين والجوانين والسيتوزين اي جي سي. ماشي، ده بيبقى موجود داخل النواة ما عدا البكتيريا، بيبقى في السيتوبلازم، نفهمها ان شاء الله كمان شوية. وده بينسخ من النواة الى السيتوبلازم. ايه بقى ينسخ ديت؟ بص يا عم الحاج، هو مين المسؤول عن صفاتنا الوراثية؟ الصفة يعني زي لون البشرة مثلا. هتقول لي الجينات، اقول لك صح، بس هي الجينات دي فين؟ تقول لي الجينات موجودة على الدي ان ايه، صح، بس الدي ان ده فين؟ في النواة. ممتاز، حلو قوي، بس هي المشكلة في كده. ازاي حاجة قاعدة في النواة بتاعة الخلية بتاعة النسيج بتاعة العضو
وبتظهر صفه بتظهر بره يعني بالبلوتوث مثلا، يعني واقف قاعده في النوع خل اسمراني، اسمراني وعيونه سمر، صح، ولا بيضاني شويه، خليه قمحاوي تو، خليه يعني ايه 170 170 سنتي مثلا، 173 عشان يبقى اطول من ابن خالته، ماشي. يعني مفيش حاجه مش هتعملها بالبلوتوث، هي اكيد في حاجه بتنفذ. مين اللي بينفذ بقى البروتينات؟ يعني في جين، ركز كده، جين 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 على الدي ان ايه اسمه جين الميلانين، بس في بروتين اسمه بروتين الميلانين. مين المسؤول الدايركت المباشر عن ان انت يبقى لونك اسمر ولا ابيض ولا قمحاوي ولا مين؟ بروتين الميلانين. طب هو مين اللي خلى البروتين يتكون؟ جين الميلانين. فهمت الفكره؟ هفهمك. بص يا صاحبي، ده الدي ان ايه قاعد في النواه، بالله عليك هو قاعد في النواه كده يظهر صفه وراثيه؟ لا طبعا، لازم يمر بمرحلتين رئيسيين، يحصل له نسخ يبقى ار ان ايه. النسخ حصل في النواه، بص اتنسخ في النواه وخرج للسيتوبلازم، بعد كده يحصل له ترجمه في حاجه اسمها رايبوسوم، ده عضي من العضيات، بيحول الار ان ايه الى بروتين. البروتين بقى هو اللي يظهر الصفه الوراثيه المعينه، زي جين الميلانين يتحول لار ان ايه فيترجم الى بروتين الميلانين الذي يظهر صفه لون البشره. فهمت الفكره يا صاحبي؟ اتمنى تكون فهمت. بص كده التتابع دوت، لو انا جبت نيوكليوتيدات مونيميرات، نيوكليوتيدا ونيوكليوتيدا ونيوكليوتيدا ونيوكليوتيدا، هعمل جين. طب جبت جين وجين 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 وجين، جينات كتير كده بقى جنب بعضها، عملت دي ان ايه. الدي ان ايه دوت لما بيتحط مع البروتينات بيعملوا كروموسوم، كروماتين، ده اللي هو الكروموسوم. الكروموسوم في النواه والنواه في الخليه. طب تعال نجيبها بالعكس، ما احنا فاضيين. الخليه فيها نواه، الخليه فيها نواه، النواه جواها كروموسومات. الكروموسومات عباره عن حاجتين، دي ان ايه وبروتين. خلينا في الدي ان ايه. الدي ان ايه جواه جينات، جينات كتير، جين مسؤول عن لون البشره، جين مسؤول عن حجم الانف، معلش ما تزعلش كلنا مناخيرنا كبيره، جينات المصريين عادي. على فكره والله العظيم في الطب في الانف والاذن كان في حاجه اسمها راينو سكليروما، اللي هو يعني بتخلي المناخير كبيره عند المصريين، هو ايجيبشن ديزيز يعني هو مرض مصري. فجينات في الناس كلها، هو مرض في الناس كلها، فالحمد لله. اللهم لا اعتراض، ما تعترضش على شكلك، ما تتريقش على حد عشان ما تطلعلكش في عيالك. لو انت مناخيرك صغيره قول الحمد لله عشان برضه ما تطلعلكش في عيالك. مهم، جين حجم المناخير، جين لون العيون، ملمس الشعر، طول القامه، حجم الافه، فاهم الحاجات دي؟ بجد والله كل حاجه ليها جين. جين بصمه البصمه، جينات الامراض زي الهيموفيليا وعمل الوان والحاجات دي. فالجينات دي جنب بعضها، كل جين لو دخلت بقى هتلاقي نيوكليتيدا 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 نيوكليتيدات جنب بعضها. طب نيوكليتيدات تعمل جين، جينات تعمل دي ان ايه، دي ان ايه مع بروتين يعمل كروموسوم، الكروموسوم في النواه، والنواه فين؟ في الخليه، والخليه في النسيج، والنسيج في العضو، والعضو في الجهاز، والاجهزه بقى تعمل جسم الانسان، ماشي. الجين ينسخ ثم يترجم، ينسخ الى ار ان ايه ثم اهو ثم يترجم الى بروتين واحد، جين واحد يدي بروتين واحد يدي صفه واحده. يعني ما تقولكش يقول لك الجين ده بتاع ايه، ده بسم الله الرحمن الرحيم شغال معانا في لون البشر، وبعد الظهر كده بيدي طول قام. يعني لو انت جيت لنا على العصاري والجو طراوه ممكن يدي مثلا ملمس شعر، يعني لا فيش الكلام ده، هو جين بيعمل وظيفه واحده، صفه واحده، تمام؟ ماشي. الانزيمات، ويبقى كده خلصنا الجزيئات البيولوجيه، اللي هو على فكره ترم في سنه اولى او نص ترم، اللي جاي بسرعه ما تخافش. الانزيمات غالبا بتبقى بروتينات متخصصه، كل انزيم متخصص في تفاعل معين لتنظيم العمليات الحيويه، بتتاثر بدرجه الحراره والبي اتش الاس الهيدروجيني وتركيز الماده الهدف اللي هي ماده التفاعل اللي هي بتحولها الى نواتج. كل ما المتفاعلات كانت كتير الانزيم يشتغل اكتر. درجه الحراره على حسب، والله هي بتشتغل بدرجه حراره معينه. طب لو درجه الحراره زادت الانزيم هيقل، طب لو درجه الحراره قلت الانزيم هيقل. فلو انت فاكر حاجه اسمها درجه الحراره المثلى والدنيا والعليا والمدى الحراري، مش مهم، اعرف ان هي بتتاثر بالمدى الحراري او بدرجه الحراره. حاجه زي البي اتش، طب ما انت لسه واخدها في سنه ثانيه يا اسطى، مش حاجه زي انزيم الاميليز اللعابي كان بيشتغل في بي اتش 7.4 في الفم تقريبا، والبيبسين بتاع المعده بيشتغل في وسط حمضي من 1.5 ل 2.5 تقريبا عشان الاتش سي ال،
والاميليز البنكرياسي والتريبسين والحاجات ده، هي كلها بتاع الامعاء والبنكرياس، كانت بتشتغل في الاثنى عشر في بي اتش حوالي 8 اهو. طب ينفع بتاع الامعاء تشتغل في وسط حمض بتاع المعده؟ لا. طب بتاع الفم يشتغل في المعده؟ لا، ده احنا كنا بنقول المعده بتوقف عمل انزيم الاميليز اللعاب التيالين. طب الحاجات بتاعه المعده ينفع تشتغل في الامعاء؟ كل في مكانه، كل في البي اتش بتاعه. اشتغل في بتاع الحمض يشتغل في الحمض، بتاع القلوي يشتغل في القلوي، بتاع الازرق يشتغل في الازرق. ماشي. لا لا الا الله، لا اله الا الله، الحمد لله. وصلنا للخليه وعضيات الخليه، تاخد مننا قد ايه؟ تاخد مننا صفحه. تخيل، دول عباره عن درسين في صفحه، درسين في سنه اولى تاخده في نص شهر في صفحه ان شاء الله. طيب انا بدات اتعب، انا عارف انت بدات تتعب، فانا هاخد بريك. البريك ده هعمل فيه ايه بقى؟ هعمل شويه اطالات، وانت كمان قوم دلوقتي وتعود كده. كل ما تلاقي ان انت بدات كده، معنى كده ان الدم بدا ينزل في رجلك، والدم يعني الدوره الدمويه محتاجه تتنشط، فانت بتعمل اطالات زي ان انت تنزل اطالات كده، فاهم؟ الاسترتشات دي بتضغط على العضلات، خدتها في سنه ثانيه. فلما تضغط على العضلات تزق الدم في الاورده. هتقول لي ما هو الدم هينزل ثاني، يد مش كان في صمامات، فاهم؟ فالدم يرجع بقى في الدوره الدمويه تنشط، فالدم يوصل لمخك ثاني يضرب في نفوخك فتركز. قوم اشرب شويه ميه، نقضت الوضوء وتوضى ثاني. ولو لو الصلاه مثلا اذنت ولا حاجه، خد بريك وارجع افتح المذكره، بص في اللي احنا قلناه، فاهم؟ ركز فيه كده بسرعه ونكمل. يلا اشوفك على خير، سلام. كم من عمر قصر بأمد طال به الإمداد، بورك بالإنجاز بجهد توفيقا يزداد. عن مضجعه تجافى لغوا لهوا عافى، وهناك على ثغره باق بالهمة يحيى طوافا. ها قد عدنا، نشطنا الدورة الدموية ورجع لينا كامل القوة ان شاء الله. فين الألم اهوت؟ تعالوا بقى ننقل للبي دي اف التاني، نشوف شوية صور كده سريعة على الحاجات اللي احنا قلناها. يعني مثلا قدامك دي كلها كربوهيدرات، اللي قدامك دوت عيش، مكرونة 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 تاني، بس دي خواتم ولا مش عارف بيسموها ايه. وهنا قلنا الذرة، هنا الفول، الفول بروتينات بس في نسبة كربوهيدرات عادي. واللي هناك ده شوفان مش عارف ايه دوت، فاهم؟ يعني دي حاجات كربوهيدرات. ماشي، حلو قوي. ده جزيء الجلوكوز، تمام؟ لو انت ركزت كده عديت ذرات الكربون هتلاقيهم ستة. ما هو المفروض الصيغة بتاعته احنا عارفينها ايه؟ لا اله الا الله، نظبط بس الدنيا. احنا عارفين هي سي 6 اتش 12 و6. عد معايا يا باشا، ادي 1 2 3 4 5 6، 6 ذرات كربون. عد الهيدروجين هتلاقيه 12، عد الاكسجين هتلاقيه ايه؟ 6. زي الفل. ده جزيء اي تي بي، مش احنا قلنا ادينوزين تراي فوسفات؟ ده كده الادينين، قاعده اسمها الادينين، فاكرها؟ ادينين جوانين سيتوزين سيمين الحاجات اللي كانت من شويه. وده سكر الريبوز، الاثنين مع بعض بقى اسمهم ادينوزين. على فكره ما مش جديد يا باشا صاحبي، الكلام ده كان في الدرس بتاع دور الكريبس، نسيته مش مشكله. ماسك فيه كام فوسفات بقى؟ 3. فدوت ادينوزين، الاثنين دول ادينوزين ثلاثي الفوسفات. طب لو انا شلت فوسفاته بقى اسمه ادينوزين ضاي ثنائي الفوسفات. ما علينا ما علينا. طيب بعد كده ده جزيء فركتوز وده جزيء جلوكوز. بص كده معايا ايه الفرق ما بينهم؟ نفس عد الكربون هتلاقيه 6، سي 6 اتش 12 و6، وسي 6 اتش 12 و6، ولكن الفكره بقى في الارتباط ما بين الذرات. فهنا بص كده، الكربونه ماسكه هنا، الكربونه الثانيه ماسكه هنا، متفرعه من هنا. الشكل الفراغي بتاعهم مختلف، ده بيسموه كيتون وده الدهيد. ما علينا. من اللي ما بينهم رابطه اسمها جلايكوزيديه، وعاملين حاجه اسمها سكر السكروز اللي هو كان جلوكوز زائد فركتوز. زي الفل. جلوكوزات كتير مع بعضها تعمل سكر عديد زي النشا مثلا، او الجلايكوجين او السلوز على حسب. لو كان في الكبد والعضلات جلايكوجين، في البلاستيده يبقى نشا، في الجدار الخلوي يبقى سلوز. وقلنا كده 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 سلولوز، تمام؟ اي خليه نباتيه فيها في الجدار بتاعها فيه سلولوز. البلاستيده الخضراء تحتوي على النشا اللي بيتكون من سكرات احاديه، ده سكر احادي اللي هو الجلوكوز، كتير 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 ماسك في بعضه هو، فعمل سكر نشا بيتخزن في البلاستيده الخضراء. طيب هنا الجدار الخلوي بتاع الخليه النباتيه بيبقى فيه سكر اسمه سلولوز، السلولوز ده برضه جلوكوز كتير ماسك في بعضه. هتقول لي يعني الجلايكوجين سلولوز كتير، جلوكوز كتير، والنشا جلوكوز كتير، والسلولوز جلوكوز كتير، بس طريقه الارتباط مختلفه ونوع الجلوكوز. طبعا الكلام ده برضو بعيد عنك، في حاجه اسمها الفا جلوكوز بيتا جلوكوز مالكش دعوه بيها خالص، بس برضو عشان انا عارف ان انت ممكن تسال، طالما كله جلوكوز ليه اسامي مختلفه؟ طريقه الارتباط ونوع الجلوكوز.
ده برضو الفكره. جلوكوز كتير لما يمسك في بعضه يعمل جلايكوجين بيتخزن في الكبد. اه دي فكره الدهون. ده كحول ثلاثي، ده الحمض الدهني بيمسك في كحول ثلاثي الهيدروكسيل. ده كحول ثلاثي الهيدروكسيل ودي احماض دهنيه. ما علينا، احماض دهنيه وكحول هو ده اسمه كحول ثلاثي الهيدروكسيل اسمه جليسرول، وماسك فيه فاتي اسيد يعني حمض دهني. اه بص كده، الزيوت زي اللي بتبقى موجوده على الريش بتاع الطيور عشان يزفلطها وهي بتعوم. انا اسف بس هو فعلا كده عشان بيسهل العوم، الميه ما تملاش الريش فتقلها وتعيق حركتها فالميه تنساب من عليها. ما علينا، الدهون بتتخزن تحت الجلد خاصه في الحاجات اللي بتعيش في القطب. اهم حاجه بقى الشموع زي الكيوتين اللي بيبقى على اوراق النباتات عشان يمنع عمليه النتح، وليه وظائف تانية في المناعة في النبات والدعامة في النبات. الكيوتين مهم جدا جدا جدا. غشاء الخلية بيدخل فيه فوسفولايبيدات. فوسفولايبيدات، افتكر فوسفولايبيدات في غشاء الخلية، ده اللي انا عايزه. صفار البيض بيبقى فيه كوليسترول. صفار البيض دي حاجة اسمها قشرة الغدة الكظرية. قشرة الغدة الكظرية بتطلع هرمونات من الاسترويدات. استرويدات، الاسترويدات دي الامثله اللي انا قلتها لك، التستوستيرون في الذكر والاستروجين والبروجسترون في الانثى. في هرمون زي الكورتيزون اكيد سمعت عنه تبع الاسترويدات، في هرمون اسمه الدوستيرون، هرمونات كده كتير هنعرفها ان شاء الله، عددهم 7 تقريبا في المنهج عندنا. دول احماض امينيه، واحد اسمه الانين، فالين، سيرين، فالين، الانين، مترتبين مع بعض فعاملين ليفه بروتينيه، بروتينات. البروتينات تتكون من احماض امينيه، تركيب الحمض الامين ادي ذره الكربون وماسك فيها COOH كربوكسيل و NH2 امين، ودي ذرة الهيدروجين، وال CH3 دي مجموعة الألكايل. ده تركيب الحمض الأميني. الحمض الأميني بيدخل في تركيب دي الأجسام المضادة. الأجسام المضادة بتبقى عبارة عن جلوبيولينات، جلوبيولين. شوف كده في الأمثلة بتاعة البروتينات كاتب لك البيومين في الدم، في بلازما الدم، والجلوبيولين بيدخل في تركيب الأجسام المضادة. ده هرمون اسمه جي اتش بيكبر العظام، بيعمل جي اتش جروث هرمون، هرمون النمو، اسمه هرمون النمو، بيبني بروتينات، بيعمل على تخليق البروتينات في الجسم عشان جسمك يكبر. ده لو نقص الشخص هيبقى قصير قزامه، طب لو كتر الشخص هيبقى عملاق عملاقه. ده بروتين الهيموجلوبين اللي بيبقى موجود جوه كرات الدم الحمراء زي ما انت شايف. الكيراتين اللي بيبقى موجود على بشرة الجلد لمنع دخول الميكروبات. الكولاجين، كولاجين انت بس هي عشان مكتوبه بالانجلش، ودوت كيراتين دوت قلت لك مناعة. الكولاجين موجود في دي غضاريف كارتلج، يعني الغضاريف اللي هي بتكسو اطراف العظام. عارفين الغضاريف دي القرقوشة اللي بتبقى، عارفين ورك الفرخ بتبقى فيه حتة لونها ابيض كده، دي قرقوشة اسمها غضروف، بتبقى بتزفلط كده بتسهل الحركة في المفاصل. موجود في العظام، موجود في علينا الحته دي، موجود في النسيج الضام، وموجود في الشعر وفي الاظافر والحوافر، موجود فيها كيراتين كمان. ده حاجه اسمها الاكتين والميوسين، ودي عباره عن جزء من عضله. الكلام ده بصراحه يعني لسه هناخده كمان شويه. دي احماض امينيه لما بتمسك مع بعضها بتدي بروتين، تمام. دي مونيمرات بوليمر، العمليه من هنا كده اسمها عمليه بلمره عن طريق بناء روابط ببتيديه. هو فين الرابطه الببتيديه؟ انا عملت ايه؟ ده حمض اميني وده حمض اميني، جيت خدت الهيدروجينه من مجموعه الامين، وخدت الاو اتش الهيدروكسيله من مجموعه الكربوكسيل، تمام. فلما نزعت الاتش او اتش يبقى انا نزعت ميه، تمام، جزء ماء، يبقى انا عملت نزع ماء عشان اعمل عمليه بناء لرابطه ببتيديه، ووصلت السي بالان، يبقى انا كده عملت رابطه ببتيديه ما بين الحمضين الامينيين. ده الدي ان ايه، ده كروموسوم. الكروموسوم بيبقى عباره عن دي ان ايه زائد بروتين. انا خدت منه الدي ان ايه، ده الدي ان ايه. الدي ان ايه بيتكون من نيوكليوتيدات، النيوكليوتيدات ده المونومر، وهنا دوت البوليمر اللي هو الدي ان ايه. النيوكليوتيدات بتتكون من سكر، ده السكر، ودي مجموعه الفوسفات، ودي القاعده النيتروجينيه، قاعده نيتروجينيه. الفرق ما بين الدي ان ايه والار ان ايه، الدي ان ايه دبل، افتكر دي ان ايه دبل، الار ان ايه سنجل مفرد. هنا عندك ادينين، جوانين، سيتوزين، ثيمين. هنا نفس الكلام، ادينين، جوانين، سيتوزين، يوراسيل. يبقى الفرق ما بين هنا الثيمين وهنا اليوراسيل. يعني مش مهم قوي. دول انواع الار ان ايه الثلاثه، الام والتي والار اللي انا كنت جمعتهم لك في كلمه متر. انواع الار ان ايه عنده ثلاث انواع. ايه اللي بيحصل بقى؟ بنحصل عمليه اسمها عمليه نسخ، فينسخ الدي ان ايه الى ار ان ايه، شايف كده؟ ترانسكريبشن اللي هو النسخ، سيبك من ده.
وبعد كده ترجمه ترانسليشن، ترجمه الار ان اي الى بروتين. البروتين بيعمل بقى على اظهار صفه وراثيه. يا سلام. طبعا البي دي اف ده ما تطبعهوش لان الخلفيه سوداء مش هيبقى لطيف. وانا عايزك بس تقلب في الايه في الصور، لان احنا على مدار السنه كل محاضره هيبقى فيها بي دي اف في صور كتير زي دي، نشرح ونجيب لك صور نقعد نعلق عليها فتتخيل الموضوع بشكل افضل. طب انا المفروض اعمل ايه؟ تقلب فيها بس وتفتكر الكلام اللي احنا قلناه، وبالتابلت اللي معاك تكتب لو انا كتبت حاجه عايز تكتبها عشان لما تيجي ترجع للمحاضره ترجع لها، وتقسم الملفات اللي عندك بارتيشنز كده، دي المحاضره الاولى بحاجتها، او تقسمها ليه هي على منصه هتلاقيها متقسمه، المحاضره الاولى بالفيديو الشرح، فيديو المذاكره، فيديو حل كتاب الامتحان، فيديو حل كتاب الجوهري، والكويز اللي عليها، والبي دي اف بتاع حل الكويز بالتفصيص بالتفصيل. وهتلاقي كمان الملفات، الملف اللي انا بشرح عليه على السبوره ده هسيبه لك، والكلام اللي انا كتبته كمان هسيبه لك. واحنا بنحضر حاجه كده بالتعاون مع حد كده مميز، يعني ايه لو ظبطت هتبقى جامده جدا جدا السنه دي. بص كده سريعا، دي عمليه النسخ، ده من دي ان ايه الى ار ان ايه، ثم الترجمه من ار ان ايه الى بروتين، والبروتين بقى يظهر الصفه الوراثيه. هاو انزيمز ورك. ماشي. بص كده عن حاجه، ده كده الانزيم، لا خلينا نبدا من هنا، ده الانزيم وده السبستريت او الماده الهدف. اهو شايف الاثنين لايقين على بعض، بيسموهم كانهم قفل ومفتاح. الاثنين لايقين على بعض، عشان كده كنا بنقول انزيمات متخصصه. كل انزيم ليه ماده هدف واحده. بيمسك في بعضه، بعد كده بتقسمها، دي البرودكت النواتج. السبستريت ديت المتفاعلات. فالانزيم بيحول المتفاعلات الى نواتج. تمام. والانزيم خلي بالك، الانزيم زي ما هو، الانزيم لا يتاثر بالتفاعل ولا يتغير. هنا هنبدا في الخليه، فنرجع بقى للملف بتاعنا. كانت الخليه مشروحه في صفحه، تعالى نفتكرها ونفتكر الحاجات الايه المهمه بالنسبه لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما، عايزك كفايه عشان الكلام الجميل لسه جاي والله، لسه اول ما ندخل بقى في منهج ثانيه والحاجات بتاعه الاجهزه. بسم الله. اول حاجه الجدار الخلوي اللي في النبات، وكنت بقول لك اكتبها كده اهو، كده كده سيلولوز. اي خليه نباتيه لازم يبقى فيها سيلولوز. هو السيلولوز ده كان كربوهيدرات ولا لايبيدات؟ كربوهيدرات يا استاذ. بسيطه ولا معقده؟ معقده. يعني بيدوب في الميه؟ لا. طيب مذاقه حلو؟ لا مش مسكر. وزنه الجزيئي مرتفع، ما هو سكر معقد. كان عباره عن ايه كتير ماسك في بعض؟ جلوكوز. انت واتشوت، انت ممتاز زي الفل. بعد كده الغشاء الخلوي، لسه قايل لك من شويه ان الغشاء الخلوي ده كان من ايه؟ من الفوسفولايبيدات. وقلت لك كمان ويتميز بالنفاذيه الاختياريه، لا ينفذ جزيئات البروتينات الكبيره، الجزيئات الكبيره ما تقدرش تعدي. ولكن خد بالك ان الاسترويدات، الهرمونات الاسترويديه زي التستوستيرون في الذكر والاستروجين والبروجسترون في الانثى بتقدر تعدي، فالمستقبلات بتاعتها بتبقى جوه لانها بتقدر تنفذ من غشاء الخليه. اشمعنى يعني؟ لان دي لايبيدات وهو تبع اللايبيدات فبتقدر تعدي، انما الهرمونات البروتينيه ما بتقدرش تعدي، فالمستقبلات بتاعتها بره لانه مش هيقدر يعدي. تمام؟ ماشي. هي حته متقدمه شويه بس هنحتاجها في اول محاضره في الهرمونات ان شاء الله. يعني بعد 7 أسابيع من دلوقتي ان شاء الله. النواة تحتوي على الكروموسومات، وانا قايل لك ان الكروموسوم الكلام بدا يتكرر، دي ان ايه زائد بروتين. خد بالك بقى من المعلومه المهمه قوي 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 دي. على فكره دي محاضره كامله اسمها اوليات النواه، درس الثالث في الدين ان شاء الله. لا توجد نواه في اوليات النواه زي البكتيريا. هي يعني ايه اوليات النواه؟ يعني اللي ما عندهاش نواه. لا ثواني كده، طالما ما عندهاش نواه يبقى ما عندهاش ماده وراثيه، ماشيه كده على حل مادتها الوراثيه. ما لا عندها ماده وراثيه، بس الماده الوراثيه بتاعتها لا مؤاخذه كده يا اخويا سايحه في السيتوبلازم. لا مؤاخذه ما فيش غشاء نووي يلمها. يعني مش متحوطه بغشاء نووي يسمى نواه. امال موجوده فين؟ في السيتوبلازم. اكتب كده كده مادتها الوراثيه توجد ايه؟ سايحه، سايحه في السيتوبلازم. نفتكر بقى الكلام ده. نفتكر الكلام دوت سايحه في السيتوبلازم وكده كده سيلوز، عارف اللي هو دي على فكره حاجه في الطب او في الطب ايه في التعليم كله، ولكن مشهوره جدا في الكليات الطبيه، بنسميها نيمونكس. نيمونكس يعني ايه؟ يعني معلومات كتير نفتكرها بكلمه فيها موسيقى او كلمه هي بتلزق في دماغنا. البكتيريا اوليات نواه سايحه في السيتوبلازم، مفيش غشاء نووي يلمها. الخلايا، جدار الخلايا النباتيه كده كده سيلوز، لازم يكون فيه سيلوز، وهكذا هيقابلنا حاجات كتير على مدار المنهج. طيب
ده الغشاء الخلوي بصراحة الحتة دي مش مهمة قوي. افتكر بس ان الغشاء الخلوي من الفوسفور البدايات خلاص. العضيات الغير غشائية عندنا الجسم المركزي وده مهم جدا. برضو الاسامي يا جماعة اللي انت بتبقى فاكرها انجليزي هي مش انجليزي هي لاتيني. بص جسم مركزي، مركز يعني سنتر صح، وجسم يعني سوم، فنسميه سنترو سوم. سوم يعني جسم وسنتر يعني مركزي. يعني سنترو سوم الجسم المركزي. عمرك ما تنساه خلاص، ما انا فهمت يعني ايه سنترو سوم. فمين هو السنترو سوم؟ الجسم المركزي بيتكون من جزئين اسمهم سنتريولان، بيكونوا حاجه اسمها خيوط المغزل. فاكرين عند الانقسام الخلوي لما الخليه بتيجي تنقسم هيت بيبقى الكروموسومات في النص كده، وادي جسم مركزي وده سنتريول وده سنتريول، ما هو بيتكون من سنتريولين. بيطلع منهم الحاجات اللي لونها احمر دي اسمها خيوط المغزل، علشان الكروموسوم اللي هو ماسك في بعضه كده تشده فتفصل الكروماتيدات عن بعضها. ما هو ده اسمه كروماتيد وكروماتيد، بقى كروموسوم. مين اللي بيفصلهم؟ خيوط المغزل للانقسام الخلوي سواء كان ميوزي او ميتوزي. ارسم الرسمه دي جنبها زي الفل. الريبوسوم، ده انت لسه قايله لنا يا استاذ صح، اللي كان بيعمل ترجمه للار ان ايه لبروتين. مش احنا قايلين ان الدي ان ايه بيتحول يحصل له نسخ الى ار ان ايه، وبعد كده الار ان ايه بيترجم لبروتين؟ مين اللي كان بيعمل عمليه الترجمه؟ الريبوسوم. حلو قوي. طيب في عضيات غشائيه زي الميتوكوندريا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الاهميه. الميتوكوندريا بتعمل على انتاج الطاقه سواء بقى بالتنفس الخلوي الهوائي او اللاهوائي. انا هنا بكلمك عن الهوائي. بتاخد جزيء الجلوكوز C6H12O6. في ستات كتير بقى، فتلاقي ايه 6O2 وده تنفس هوائي. طالما في اكسجين يبقى تنفس هوائي محترم. الله عليك، المعادله المحترمه الجميله السخيه الحلو. 38 ATP، متخيل 38 ATP من جزيء جلوكوز واحد. و6 و6، ما اقول لك في ستات كتير، 6 CO2 و6 H2O. ده ايه نسمه الهواء دي؟ ده حرفيا هواء. ما هو السي او 2 ده ايه؟ ده غاز. والميه هتقول لي سائل؟ لا، ده بخار ميه. يعني الاثنين دول لما تحب تقول لهم اخرجوا بره، انت عارف بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم انا اسف لو خرمت ودنك دلوقتي، مش عارف هتبقى الصوت عليه عندك ولا ايه، بس القصد يعني انت هواء الزفير. بالله عليك بالله عليك، انا عايزك تحس معايا كده بالاحترام والادب والرقه. نديها جزيء جلوكوز وشويه اكسجين، يعني ادينا طراوه ومسكره جلوكوز سكر. فالميتوكوندريا هتقول لك انت احترمتني وجبت لي سكر وجبت لي طراوه، انا احترمك واديك 38 اي تي بي، كميه كبيره جدا من الطاقه، وحتى شويه الفضلات اللي انت هتتخلص منهم فضلات غازيه يسهل التخلص منها. سقف يا جماعه للتنفس الخلوي الهوائي. ربنا ما يحوجنا للتنفس الخلوي اللاهوائي اللي بيجيب لنا اجهاد عضلي وشد عضلي. البلاستينات الخضراء بتعمل العكس. اصل انتاج الطاقه يا جماعه التنفس الخلوي ده اكسده، تكسير، بنكسر الجلوكوز، ولما بنكسر الرابطه الكيميائيه بتنتج طاقه فنحوشها في الاي تي بي. هنا بقى العكس، احنا بنبني جلوكوز. البناء الضوئي تحتوي على الكلوروفيل بتبقى في البلاستينات. ايه اللي بيحصل بقى؟ ركز المعادله جاهد باشا، مش دي كانت عباره عن نواتج CO2 H2O؟ هنا بقى عباره عن متفاعلات. انا هاخد الاثنين دول واربطهم في بعض عشان يكونوا لي جلوكوز مره تانية زي الاكسجين، ويتصاعد غاز الاكسجين. فاهم الفكره؟ يعني عمليه التنفس الخلوي والبناء الضوئي عمليتان متعاكسه. والله كان في حته رسمه كنت بحب ارسمها قوي في ثانيه ثانوي، تعالى افكركم بيها. انا عايز مساحه فاضيه، مساحه فاضيه يا عم الحاج. لا 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 الله، نطلع كتير قوي كده. بص كده زي الفل. بص يا صديقي، لو احنا قلنا ان دهيت كده هي الميتوكوندريا، اما الناحيه دهيت هي البلاستيده الخضراء. بلاستيده هي الميتوكوندريا، بيدخل لها ايه؟ بيدخل لها جلوكوز زائد اكسجين، بيطلع منها اي تي بي تمام، طاقه، ودي حاجه حلوه، وبيطلع منها شويه فضلات زي السي او 2 وال H2O. هنبدا بقى نعلق شغل العفاريت هيبتدي. ايوه كده، CO2 زائد H2O دي فضلات. ثواني كده، طب ما الفضلات دي هي تعتبر المتفاعلات بتاعت هنا، يعني دول اللي داخلين هنا.
طب ايه اللي بيطلع ناحية دول اللي بيطلع؟ بص الجملتين الجامدين دول، المواد اللي داخله للميتوكوندريا هي هياها اللي خارجه من البلاستيده. اقولها معلش بطريقه تانية، المواد اللي خارجه من البلاستيده هي اللي داخله للميتوكوندريا، واللي خارجه من الميتوكوندريا هي اللي داخله للبلاستيده. اللي بيحصل في الميتوكوندريا عمليه اكسده، عمليه هدم، عمليه تكسير، عمليه انتاج طاقه. انما اللي بيحصل لنا عمليه بناء ضوئي، فعشان كده محتاجين ضوء الشمس ومحتاجين كلوروفيل. كلوروفيل شايف اللون الاخضر؟ اه. فعمليه بناء، فهنا بيحصل العكس هنا. تمام زي الفل. يا سلام يا سلام، نرجع تاني. ايوه ايوه، الفجوه العصاريه. انا عايز اقول لك ان اول درس في المنهج بتاع الدعامه الفسيولوجيه هو معتمد اصلا على الفجوه العصاريه. تعال نحرق لك الدنيا. الدعامه الفسيولوجيه دي عباره عن الخليه بتشفط ميه بالخاصيه الاسموزيه. طب هي الاسموزيه دي الجوهر كان بيقولها لك ازاي في سنه ثانيه؟ الميه بتحب الملح. طب والملح بيتخزن فين؟ في الخليه النباتيه. فين في الخليه؟ في الفجوه العصاريه. صح. الفجوه العصاريه دي بتعمل على تخزين الاملاح، فتزود تركيز الخليه، فتزود الماء، امتصاص الماء بالاسموزيه. اكتب جنبها كده يساوي دعامه فسيولوجيه. اقول لك حاجه، فهفه فهم انت بقى، فهفه الدعامه الفسيولوجيه بتعتمد على الفجوه العصاريه. سلام. طيب الشبكه الاندوبلازميه في منها خشنه وفي منها ملساء ناعمه. يا اختي كده ينفع وكده ينفع. الخشنه بيبقى عليها ريبوسومات، والريبوسومات استنى كنت كاتبها لي فوق، كانت الريبوسوم بيكون بروتين. صح. فعشان كده الخشنه اللي عليها ريبوسومات بتصنع بروتينات. طب والناعمه اللي ما عليهاش ريبوسومات بتصنع دهون وجلايكوجين. ما هو انت عندك كربوهيدرات ولايبيدات وبروتينات، واحده بتصنع بروتين يبقى الثانيه بتصنع الاثنين التانيين. الكربوهيدرات ممثله في الجلايكوجين، واللايبيدات ممثله في الدهون. يا سلام. جسم جولجي ده جهاز التعديل بتاع التعديلات، مش مهم. اللايسوسوم مهم جدا. بص على الحاج، اللايسوسوم دوت عباره عن كيس مليان انزيمات بيرتبط بالميكروبات فيفككها ويفتتها ويحللها ويهضمها ويمرجحها، فاهم؟ بيبهدلها. عشان كده تفتكر مين جهاز المناعه بتاع الانسان؟ كرات الدم البيضاء. صح. بص كده، يحتوي على انزيمات تقوم بالاندماج مع الميكروبات مناعه، وتقوم بتحليلها والتخلص منها. يا سلام. لذلك يوجد بكثره في خلايا الدم البيضاء، لانها المسؤوله عن مواجهه الميكروبات، عن مواجهه الميكروبات. انا هاكد على نقطه ثانيه. واحد يقول لي يا استاذ، هو انا يعني على اخر السنه هيكون في فرق بيني وبين زميلي اللي سمع المعلومه دي في المناعه اول مره؟ بصراحه ممكن تحس كده ان هو عادي، احنا الاثنين هنبقى عارفين ان كرات الدم البيضاء زي الخلايا البلعميه مثلا فيها لايسوسوم وبيندمج مع الميكروبات، يعني المعلومه احنا الاثنين هنعرفها. بس صدقني انت هتبقى فاهمها اكتر. انت هتبقى متخيل ان اللايسوسوم ده تبع العضيات، وبما انه كيس فهو تبع العضيات الغشائيه، حواليها غشاء والعضيات دي جزء من الخليه، والدكتور كان قالها لي زمان. فانت عارف، فاهم؟ انا شايف الموضوع من فوق، انا فاهم اكتر او مستعد للمعلومه. ده انت لما انا اجي اشرحها هو هيبقى قاعد مركز عشان يفهمها، انت هتبقى كانك بتراجع. فدي فايده الموضوع. يا رب يا رب. طيب هنبدا بقى دلوقتي في الانسجه الحيوانيه، نقول كلمتين سريعين عن كل نسيج. احنا عندنا اربع انسجه. النسيج اللي اسمه الطلائي. طلاء معناها ايه؟ دهان. طلاء دهان، فهو بيدهن الجسم. هو الدهان ده احنا بنعمل ايه؟ يعني انا مثلا عندي بيت عايز ادهنه، بتدهن ايه؟ بدهن الحيطه من بره ومن جوه. صح. فبدهن البيت من بره بالجرانيت مثلا، وبدهنه من جوه بلاستيك بقى او زيت او الحاجات دي. حلو قوي. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان انت مغلف من الخارج ومبطن من الداخل. يعني خلينا نقول مثال واضح، خدي. مش في من بره هنا جلد وفي حاجه اسمها بشره الجلد؟ ولو انت ذاكرت الجلد في النسيج في الجهاز الاخراجي كان بيقول لك ان في بشره وادمه، والبشره نسيج طلائي والادمه نسيج ضام. طلائي، صح. تطلي الجسم من الخارج، تغلف الجسم من الخارج. صح.
طب ادخل من جوه، في جوه هنا حاجه اسمها اغشيه مخاطيه. الاغشيه المخاطيه دي نسيج طلائي. طيب كذلك بقى في حاجات كتير، يعني لو دخلت مثلا في الامعاء، البطانه بتاع يعني تخيل كده دي انبوبه اللي هي الامعاء، البطانه بتاعتها من جوه البطانه نسيج طلائي، فهمتني؟ يبقى باختصار يغلف الجسم الخارج زي بشره الجلد، ويبطن الجسم الداخل زي بطانه الامعاء او الاغشيه. اكتب كده الاغشيه المخاطيه. طب ما الدنيا سهله، دهان طلاء، دهان من بره ومن جوه والحيطه وجخدي ويغلف ويبطن، سهل حلو. النسيج الضام بيضم، بيربط الانسجه مع بعضها. النسيج الضام اهم ما يميز انواعه، وليه ثلاث انواع، ضم هيكلي ووعائي واصيل، هو الكونسيستنسي او يعني ايه الكونسيستنسي، الصلابه، الملمس. لو كان الماده اللي بتبقى ما بين الخلايا صلبه فيها الكالسيوم او صلبه فده بنسميه ضم هيكلي، لو فيها كالسيوم بنسميها عظام. الغضاريف بصراحه ما فيهاش كالسيوم، مفاصل، اربطه، اوتار، ده اول درس في المنهج، دول كلهم يا جماعه كده اسمهم النسيج الضم الهيكلي. العظام ال 206 عظمه بتوع الجسم، الغضاريف خمس معلومات، تلات انواع رئيسيه من المفاصل، يا حلاوه على الاربطه والاوتار. تعال اقول لك الفرق ما بينهم بسرعه. ايه الرسمه دي؟ انا اسف بس دي مفصل الكوع، رسم كروكي كده لمفصل كوعك، شايف الكوع؟ دي عظمه، دي العظمه دي اسمها العضد، والعظمتين انت عندك عظمتين هنا هنا اسمهم الساعد. العظمه دي اسمها الزند، والثانيه اسمها الكعبره. انا اسف هتحفظهم. بص الكعبره ناحيه صبع كبير، كعبره كبير، اما الزند ناحيه صبع الايه الصغير. هو اسمه الصغير اصلا، بيقولوا لك الصغير بالصاد دي، ده غلط، الصغير مش كده، هو الصغير بالزين، فالصغير ناحيه الزند والكبير ناحيه الكعبره، فهمتني؟ ماشي. المهم يعني ده ايه، ده مفصل الكوع اللي هو ده بيتحرك كده. حلو. اللي باللون الاسود اللي هي رقم واحد دي عظام، شايف حتى انا عاملها كده باللون الاسود رقم واحد، صح؟ اللي باللون الازرق اللي هي القراقيش، مش انا لسه قايل لك في قرقوشه على ورك الفرخه بتسهل، لونها ابيض، دي هي دي الغضاريف اللي هي بتكسو اطراف العظام، بتغلف العظمه عشان العظمه ما تحتكش وتبقى ناشفه، انما الغضاريف دي ملساء بتزفلط، سهل الحركه، سبحان الله، الحمد لله، يا رب يا رب يا رحمن يا رحيم، يعني خلق الانسان في احسن خلقه فعلا، في احسن تقويم، الحمد لله. بعد كده رقم ثلاثة دي الاربطه اللي هي بتربط العظام بالعظام، سبحان الله، رباط بيربط العظمه بالعظمه. اللون الاحمر دي عضله. رقم أربعة اللي بالبنفسجي بيربط العضله بالعظمه، ده اسمه وتر. انا تهت يا استاذ، يا عم براح، عندك واحد واثنين، العظمه والقرقوشه، العظمه والغضروفه، واحد واثنين، العظمه واللي بيغلفها بيكسوها، سهله. لو بنربط عظمه بعظم، عظمه بعظم، يبقى الاخضر ثلاثه ده اربطه. طيب عضله بعظمه يبقى وتر. مين اللي بيربط العضلات بالعظام؟ الاوتار. العظام بالعظام؟ الاربطه. الله عليك الله عليك. النسيج العضلي مهم قوي قوي قوي. عندنا ثلاث انواع، عضلات هيكليه اللي انا بتحكم فيها، وعضلات قلبيه، وعضلات ملساء ما بتحكمش فيها. العضلات الهيكليه سميت هيكليه لانها بتتصل بالهيكل العظمي، يعني العضله دي متصله بالزند والكعبره عشان لما تيجي تنقبض، دي اسمها البايسبس، لما تيجي تنقبض بص بتشدهم عشان اتحرك كده. عضله الكتف بتحرك كده، عضله الظهر، عضلات فاهم، الرقبه، الجذع، الرجل، متصله بالهيكل العظمي فسميت هيكليه. القلبيه سبحان الله في القلب. الملساء موجودة في أماكن كتير قوي في الجسم، ولكن أنا عايز ثلاث أماكن اللي أنا هحتاجهم في ثالثة. موجودة في جدران الأوعية الدموية، فاكر حتى لما كان بيقارن ما بين الشريان والوريد في سنة تانية؟ كان بيقول لك إن الشريان نابض عشان في عضلات ملساء. وموجودة في الرحم بتاع الأم عشان الولادة. وموجودة في الأمعاء عشان تعمل الحركة الدودية في الأمعاء. يا سلام، حلوة قوي، ماشي. العضلات الهيكليه صح صح مخططه، لما بنشوفها تحت الميكروسكوب بص كده، دي الهيكليه فيها خطوط واراديه بتحكم فيها، صح صح. الملساء لو بصيت لها مش مخططه وما بتحكمش فيها، حد بيتحكم في جدران اوعيته الدمويه؟ يعني انت تنفع مثلا يلا دلوقتي انا هعمل ايه،
انا هخلي جدران اوعيه الدمويه تنقبض فالوعاء الدموي يضيق، فلما يضيق ضغطي يرتفع. لا والله، يعني ازاي؟ يعني مثلا لو واحد جاله هبوط فيقوم جاي عامل كده فجدران الاوعيه الدمويه بتاعته تنقبض فضغطه يرتفع، هو لو عامل كده ما جدران الاوعيه مش هتنقبض، ولا عامل ممكن حاجه تانية تحصل، فلا ما تعملش، ما حدش بيعمل فجدرانه تنقبض. الرحم، حد في واحده بتتحكم في ميعاد ولادتها، يعني هي تصحى الصبح ايه هي في الشهر التاسع في نهايه التاسع كده، والدكتور ما حدد لها تولد يوم الاحد الجاي، تقوم جايه والله هف عليها كده اولد، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تقوم جايه مخبطه، ها يا رحم يلا انقباضه يمين انقباضه ما فيش الكلام ده، ما فيش واحده بتتحكم في الولاده، تمام؟ يعني هي واحده بس لو انت اتفرجت على مسرحيه كده اوكي، ساعه لما كان بيقول ايه يلا يا عادل، هي في الريال هي الوحيده اللي عملت كده، قالت بسم الله الرحمن الرحيم وزلطت الواد عادل بمزاجها، طبعا ده بنهزر يعني، لكن الرحم لا ارادي بيتحكم فيه هرمون كده ناخده في الهرمونات ان شاء الله اسمه اوكسيتوسين او اوكسيتوسين، هو اللي بيعمل انقباضات في الرحم، عضله لا اراديه. الامعاء، حد بيتحكم في امعائه؟ حتى الشاعر لما كان بيقول في الاغنيه الشعبيه بطني بتلعب، بص هي اللي بتلعب مش انا اللي بلاعب بطني، بطن اللي بتلعب. واحد يقول لي طب يا استاذ ما انا ممكن اعمل انقباض، اما انا ما اقصدش بطنك انا اقصد امعائك، تقدر انت تتحكم في حركه امعائك؟ لا، تبقى انت قاعد كده اهوت وجعان وقاعد عند الضيوف وتلاقي بطنك قامت جام عامله صوت كده فتفضحك ان انت جعان، او لسه واكل محشي فتقوم جاي عامله صوت تاني فتفضحك، فاهم؟ لو حد بيتحكم كان منعنا مواقف محرجه كتير جدا، لكن ده كله ما حدش بيتحكم فيه. القلب بقى، ما سمي قلبا الا لانه يتقلب، سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت الخلق، اكثر دعائه اكثر دعاء الرسول اثبت الخلق، الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الخلق، افضل الخلق على الاطلاق، وان يعني بص يعني مفيش بعد كده. طب اكثر دعاء ايه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. طب احنا بقى نعمل ايه؟ لا احنا محتاجين ليل نهار نقعد ندعي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلب سمي قلبا لانه يتقلب، وهنا برضه متقلب، تلاقيه يعني هنا صح صح هنا غلط غلط، هو يا اختي كده صح غلط، يعني هو مخطط زي الهيكليه بس لا ارادي زي القلبيه. ايه ده؟ القلب لا ارادي؟ اه، وانت بتتحكم في قلبك؟ لا ارادي. يعني انت ممكن دلوقتي تقوم جايل فتزود ضربات القلب مثلا، وبعدين تقول له اهدى يا قلبي اهدى واستنى فيهدى مثلا، مش هيهدى. وبعدين لو انت بتتحكم في قلبك كان زمانك متبهدل وسهران الليل وعمال تعيط عشان البنت عملت لك، ما هي ما بتحبكش فكنت هتكره يا قلبي، بص يلا ترن اوف ونكره، ما انت سهران بالليل يا اسطى. القلب لا ارادي يا حبيبي، لو ارادي كان زمانك تجنبت الكثير من المشاكل العاطفيه والسهر في الليالي الشتويه البارده، فاهم؟ وكنت منعت دموع كتير جدا، لكن القلب للاسف للاسف لا ارادي. ماشي، الحاجه الوحيده اللي انت بتتحكم فيها عضلاتك الاراديه الهيكليه. هو اللسان عضلة؟ اه، مش بتنقبض وتنبسط؟ عضلة. طب هيكلية ولا قلبية ولا ملسقة؟ هتقول لي اولا يا استاذ هي مش قلبية، اقول لك صح مفيش حد قلبه في لسان، ده في حتة وده في حتة، احسنت. قلبية ولا ملسقة؟ تقول لي استنى بيزفلط ملساء. يا هلا يا عم يا عم، مش انت اللي بتتحكم في لسانك؟ اه، انت بتتكلم هو اتكلم، يلا ايوه بتتحكم في لسانك، يبقى عضلة هيكلية، عضلة هيكلية طبعا. ايه ده يا استاذ؟ طالما انا بتحكم في لساني بقى يبقى انا هتسال عنه. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سيدنا معاذ بن جبل بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم او نحن مؤاخذون بما تنطق ألسنتنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني معاذ بن جبل دوت من يعني كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتمنى ان اكون صح، يعني اعلم امتي بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل، فده فقيه من فقهاء الصحابه، لما يجي يسال الرسول سؤال زي دوت فالرسول استغرب، والرسول يعني قال له ثكلتك امك يا معاذ، يعني انت ازاي تسال سؤال زي ده؟ وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم؟ يعني في حاجه بتدخل الانسان النار قد اللي لسانه بيقوله؟ فلسانك ده عضله هيكليه اراديه بتتحكم فيها، وطالما بتتحكم فيها يبقى هتتسال عنها. يا رب يا رب يا رب طهر السنتنا، طهر قلوبنا يا رب العالمين. والله العظيم يا جماعه من اكتر الصفات اللي انا احبها في الشخص هو عفه اللسان. وفي عيال كده للاسف يعني، وبنات للاسف ما هي بقت موضه دلوقتي، البنت بقت ايه لسانها ثالث، وتيجي تتكلم وتلاقي كلام بذيء في النص كده وتقول لك ما روشانه
انا البت اللي هناك دي قافله على نفسها كده وعامله نفسها ايه يا ست الحياء بقى ومش عارف ايه، ما تفكيها كده. مش كده مش كده، اقربكم مني منزلا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، احاسنكم اخلاقا. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم برضو لاحد الصحابه، اضمن لي ما بين، او كما قال صلى الله عليه وسلم، اضمن لي ما بين فكيك وما بين فخذيك، اي لسانك والفرج، تمام، عضو التناسل، اضمنهم لي اضمن لك الجنه. فاللسان يعني مهم. انا عارف ان احنا سرحنا بس الموضوع مهم جدا. نقوا السنتكم وعودوا نفسكم ان انتم ما تقولوش الفاظ وحشه، لان الكلام ده مهم قوي. ولو انت عايز تبقى قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، اقربكم مني منزلا احاسنكم اخلاقا. النسيج العصبي ده النوع الرابع، احنا قلنا الطلائي والضام والعضلي. العصبي بقى في مركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي، وفي الطرفي بقى اللي هي الاعصاب الحسيه اللي بتجيب الاحساس توديه للجهاز العصبي المركزي، والحركيه اللي بتدي الاوامر للعضلات. طيب الخليه العصبيه بتتكون من ايه؟ ده كده اسمه جسم الخليه، بيبقى فيه نواه وطالع منه زوائد عامله زي الشجره، فبنسميها زوائد شجيريه. السيال العصبي دايما بينتقل في الاتجاه ده من الزوائد للجسم للمحور اللي عليه اللون الاصفر ده، اللي هو الميلين، بيعمل عزل زي السلك كده، ما يبقاش عريان. ده انتوا هتتنفخوا في الكهربيه في الفيزياء، انا اسف، بس يعني ان شاء الله تبقى ممتعه، ممتعه جدا على فكره والله. المهم فده بيغلف السلك بحيث ان سرعه السيال العصبي تبقى قويه. طب واللي في الاخر دي نهايات عصبيه او تفرعات نهائيه. طب التفرعات النهائيه دي تمسك في ايه؟ تمسك حاجه من ثلاثه، يا اما تمسك في كمان خليه عصبيه فنسميه تشابك عصبي عصبي، او تروح تمسك في عضله فنسميه تشابك عصبي عضلي، او تروح تمسك في غده فنسميه تشابك عصبي غدي. يبقى في هنا عصبي عصبي وعصبي عضلي وعصبي غدي، دي كلها اسمها تشابك. المنطقه اللي في النص دي اسمها شق التشابك، الشق التشابك هنقولها كمان شويه. الفعل المنعكس، وانت واقف كده في المطبخ ما بين البريك بتاع المحاضره، قمت تعمل لنفسك كوبايه شاي مثلا، فجيت اتلسعت فشلت ايدك، ايه اللي حصل؟ ده اسمه فعل منعكس لا ارادي. انت شلت ايدك على فكره بدون ما تاخد بالك، بص كده، انت شلت ايدك وبعد قلت ده ايه ده؟ ده انا كنت هتلسع. انت فاكر ان انت ايه؟ حطيت ايدك وبعدين خدت بالك ان انت هتتلسع وقلت ايه ده؟ ده انا هتلسع، استنى اما اشيل ايد، فقمت جاي شايل ايدك، ده كان زمانها فحمت، كان زمانها فحمت. من رحمه ربنا ان انت بتشيل بعد كده بتدرك. ليه بقى؟ اللي بيحصل هنا ان ده المؤثر اللي هي الشمعه او الحاجه اللي فيها حراره يعني. بيبقى في حاجه اسمها عضو الاستقبال. مين عضو الاستقبال ده؟ اللي هو الجلد. في مستقبلات حسيه. بعد كده بنمشي في العصب الحسي، عصب حسي وارد. بيورد المعلومة للجهاز العصبي المركزي، وفي الحالة دي هو الحبل الشوكي مش المخ. وطالما الحاجة ما وصلتش للمخ يبقى أنت لم تدرك، خارج إدراكك، أنا معرفش، مش فاهم اللي بيحصل، ده فعل منعكس لا إرادي. المهم إحنا عايزين نوصل بقى من الإحساس للحركة عشان ناخد أكشن، فلازم نوصل، يبقى في عصب موصل. بعد كده عصب حركي بيروح للعضلة، فالعضلة تنقبض، فلما تشيل ايدك يبقى انت كده ايه؟ بعدت عن المصدر ده. بعد ما تشيل ايدك نقول لك بقى الحبل الشوكي، يقول لك الحمد لله انقذناه، ابعت بقى قول للمخ ان انا انقذته والراجل كان هيتلسع. فانت تقول انا، تبدا بقى فاهم تستوعب ان انت كنت هتلسع، الحمد لله يا رب لك الحمد. طيب معلومات مهمه من فصل الوراثه والتصنيف اللي كانوا في الترم الثاني في اولى ثانوي. معلومات مهمة من فصل الوراثة، ركز قوي. كان في حاجة اسمها الطرز الكروموسومي، مش احنا عندنا 46 كروموسوم 23 زوج، كنا بنرتبهم بس ترتيب تنازلي، يعني دوت الزوج رقم 1، الزوج رقم 2، الزوج رقم 3، لحد الزوج رقم كام؟ لا 22. ايه ده يا استاذ مش في 23؟ اصبر معايا. 23 ده كنا بنسميه الكروموسومات الجنسية، فين؟ دي اسمها الجنسية. إنما دولت كلهم من 1 لحد 22 بنسميهم الكروموسومات الجسدية. يعني أنا 46 كروموسوم عبارة عن 44 زائد إكس واي، صح؟ ال 44 دول هم ال 22 زوج الأولين، كروموسومات جسدية. إنما الإكس واي دول هو اللي محددين الجنس ذكر، فنسميها كروموسومات جنسية. طب الأنثى 44 زائد إكس إكس. جسدية وجنسية.
طب استاذ انت بتقول لي احنا بنرتبهم تنازليا، تنازليا حسب ايه؟ حسب الحجم. لو انت ركزت الزوج رقم 1 اكبر من 2 اكبر من 3 اكبر من 4 اكبر من اكبر من 22. طب 23 بقى لو كان 2 كبار زي بعض كده يبقى اكس اكس. طب لو كان واحد كبير واحد صغنن خالص كده يبقى اكس واي. فهمت الفكره؟ ماشي. بص كده الزوج رقم 23 لا يخضع للترتيب اللي هو زوج الكروموسومات الجنسيه. ماشي. اكس اكس يعني انثى، اكس واي يعني ذكر. الكروموسوم اكس ضروري للحياه. يعني ايه ضروري للحياه؟ هو احنا كرجاله جسمنا فيه ايه؟ 44 زائد اكس واي. اللي خلانا رجاله هو الواي، الصفات اللي على الواي، ولكن ما نستغناش عن الاكس. طب الانثى عادي ممكن تستغنى عن الواي واكس اكس. تعرف ده معناه ايه؟ يعني كل البشر عندهم اكس، ولو في حد ما عندوش اكس فهو ما جاش، يعني ما ينفعش اصلا. يعني افرض جنين كده كان 44 زائد واي واي. اولا ده يعني غباء ما بتحصلش، بس فرضا جدلا، فرضا جدلا حصلت مش هيتولد. طب 44 زائد واي بس اجهاض، مش هيجي، لازم يبقى في اكس. بص كده الكروموسوم اكس ضروري للحياه، ولذلك يوجد في الذكر والانثى. الخلايا الجسديه والجنسيه مقارنه مهمه جدا، دي اول محاضره في التكاثر هتلاقيني بقارن لك ما بين الجنسيه والجسديه والانقسام الميوزي والميتوزي. تمام. الخلايا الجسديه زي خلايا الكبده، الفشه، البنكرياس، القناصه، المعده، الجلد، الشعر، دي كلها خلايا بتاعه الجسد، الكبد والبنكرياس والجلد والشعر، وبتبقى 2 نون 46 كروموسوم. لما بتيجي تنقسم بتنقسم ميتوزي. الميتوزي يعني ثبات في الصفات الوراثيه. يعني ايه؟ يعني الاثنين نون بتدي 2 نون و2 نون بغرض النمو والتجديد وثبات في الصفات. يعني ايه ثبات في الصفات؟ يعني الخليه الجديده شبه الخليه القديمه بالظبط. بمعنى جلدك ده بيتجدد على طول. طب وانا جلدي لونه بيتغير؟ ما تقوليش لما اقف في الشمس. انا ما هفترض ان انت ما وقفتش في الشمس. هل جلدك القديم كان قمحي وفجاه بيضت بقيت اسمراني بقيت بنفسجي بحلقي فستقي؟ مفيش، هو نفس اللون طالما العوامل الخارجيه ثابته. يعني طب ليه؟ لان الخليه بتنقسم ميتوزي فبتعمل ثبات في الصفات الوراثيه، نفس الجينات فبتدي نفس الار ان ايه بالنسخ، فبتدي نفس البروتين او نفس الكميه من الميلانين فبتدي نفس لون البشره. تمام. فالصفات واحده. ماشي. انما الناحيه الثانيه الخلايا الجنسيه اللي هي الامشاج زي الحيوان منوي البويضه، لو انا بتكلم عن الانسان، وده بيبقى نون يعني 23 كروموسوم بس، بتندمج معا عند الاخصاب لتكوين اللاقحه او الزيجوت. حيوان منوي زائد بويضه 23 زائد 23 46 يجيبوا ايه؟ نون. الانقسام الميتوزي والميوزي. الميتوزي ثبات التي ميتوزي ثبات في الصفات الوراثيه، ثبات عدد الكروموسومات. الخليه كانت 46 هتدي 46 و46. تمام. وبيحدث في الخلايا الجسديه، طب ما انا لسه قايل لك فوق اهو، بغرض النمو والتجديد. النمو، انت كبدك كان صغير وكبر، ما انت عمال تن. جلدك كان صغير وكبر، جلدك كان صغير وتخن. فاهم؟ شعرك التجديد، ما انت لما تقصه بيطول تاني، الجلد بيتجدد، خلايا الجسم بتتجدد، وهكذا. الانقسام الميوزي بيحصل فيه بقى تنوع في الصفات الوراثيه. ليه تنوع؟ ما سالتش نفسك هو انت ليه اخواتك مش تيبيكال شبه بعض رغم ان نفس الاب ونفس الام؟ يعني نفس مصدر الحيوانات المنوية ونفس مصدر البويضات، فالمفروض الصفات تبقى واحدة. لا. ليه بقى؟ لأن زي ما صوابعك مش زي بعض، الحيوانات المنوية بتاعة الأب مش زي بعض. كل حيوان منوي بيحصل فيه ظاهرة العبور. ظاهرة العبور دي هي توزيع عشوائي منظم، عشان بس ما ينفعش حاجة نصف فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى بالعشوائية. ربنا سبحانه وتعالى فعلها عشوائية منظمة، بحيث إن أنت تاخد من والدك صفات، زي مثلا ان انت والدك مثلا ار كابيتال ار سمول، فخدت انت منه الار كابيتال فظهرت عليك الصفه. اخوك خد الار سمول ما ظهرتش عليه الصفه. انت خدت من والدك مثلا، والله انا زي ابويا في طول القامه، اخويا اقصر شويه شبه اخوالي، خد طول القامه من امي مش من ابويا. انا شعري زي شعر ابويا، انما اخويا شعره زي شعر امي. انا واخويا نفس مناخير ابويا. فاهم؟ ما خدناش، ما اتفقنا في حاجات واختلفنا في حاجات. فاهمني؟ فالتنوع ده بسبب ظاهره العبور اللي بتحصل في الانقسام الميوزي، فتلاقي انت واخواتك مش شبه بعض. ما تقوليش ما هو في اكيد شبه بعض، اكيد في حاجات مشتركه، انا اقصد مش تيبيكال، رغم ان نفس مصدر الحيوانات المنويه البويضات. بيحصل اختزال عدد الكروموسومات، فالخليه بتاعه الخصيه بتبقى 2 نون بتدي حيوان منوي نون، والخليه بتاعه المبيض بتبقى 2 نون بتدي بويضه نون.
يحدث في المناسل الخصيه والمبيض لتكوين الامشاج اللي هو الحيوانه والبويضه الاثنين نون بتدي نون 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 نون. بيبقى في حاجه اسمها انقسام ميوزي اول وانقسام ميوزي ثاني فبتدي اربع خلايا. لاحظ يحدث تضاعف للماده الوراثيه قبل الانقسام. حته حته حلوه قوي. لو حد ذكي ومركز فيك وكان يقول لي يا استاذ السرقه حرام، اقول له ازاي يعني؟ يقول لي يا استاذ انت بادئ باتنين نون، اقول له اه، تقول لي الاثنين نون تدي اتنين نون واتنين نون، طب من اين لك هذا؟ اعقلها، اعقل الكلام معلش يعني. انت كان معاك اتنين تقوم جاي لي الاثنين ولدت وبقت اتنين واتنين، من اين لك بالاثنين التانيين؟ فاهم؟ فانا بقول لك ان في مرحله هي ضمنيا كده بيحصل فيها تضاعف في الماده الوراثيه، فده هي بتتضاعف ثم تنقسم. والله حركه حلوه. بص بص ده هي بيحصل لها تضاعف ثم انقسام، الاثنين نون تبقى اربعه ثم تنقسم اثنين واثنين. طب هنا الاثنين نون الاثنين سين اثنين اكس كميه الدين يعني تتضاعف ثم تنقسم ثم تنقسم. هنا ميوزي اول تضاعف الاول، ميوزي اول ميوزي تاني فتدي اربعه. بالراحه اثنين سين واحنا عايزينها تدي اثنين سين واثنين سين ازاي يعني؟ يقول لك تبقى اربعه سين الاول ودي مرحله اسمها تضاعف ثم انقسام. اه انت تقصد يعني بيحصل تضاعف قبل الانقسام؟ اه. طب هنا بيحصل تضاعف؟ اه. ليه؟ لان الاثنين سين احنا عايزينها تدي سين وسين وسين وسين، برضو من اين لك هذا؟ دول اثنين ودول اربعه، فلازم برضو تتضاعف تبقى اربعه سين، بعد كده تدي اثنين سين واثنين سين ميوزي اول، بعد كده ميوزي تاني، الاثنين تبقى واحد واحد والاثنين تبقى واحد واحد. الكلام ده كله هنفسره اكتر بعدين. بص كده، الاباء الذكر او الاب اللي هو دي علامه الذكر ودي علامه الانثى، بيبقى اثنين نون يعني 46 كروموسوم، الذكر 44 زائد اكس واي، والانثى اثنين نون 46 كروموسوم 44 زائد اكس اكس. لما دوت يجي يدي حيوان منوي بيدي 22 ال 44 بتنقسم ل 22 و22 والاكس واي واحده اكس واحده واي. حلوه هنا ال 44 22 22 الاكس اكس تبقى اكس هنا واكس هنا. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الانثى بتنتج نوع واحد من البويضات، انما الذكر بيدي نوعين من الحيوانات المنويه. فالمتحكم في جنس الجنين هو الذكر. الحقيقه هو ولا الذكر ولا الانثى، هو ربنا سبحانه وتعالى، لان الذكر هو بينتج الحيوانات المنويه، الحيوان بقى اللي بيوصل للبويضه مش الذكر هو اللي بينشن يعني، فاهم؟ اللي هو اللي اه لا انت اكس احنا عايزين بنت روح انت، والواي اقسم بالله لو في اي واي رأ ما مش مزاجه، فاهم؟ مش بيجي يقوم جاي انا هركز عشان انتج حيوانات منويه واي، مفيش كده، مفيش، الموضوع مضحك اصلا. فدي حاجه من خصائص الله سبحانه وتعالى او من خصوصيات الله. ياها في القران كان في سوره ايه؟ مش فاكر والله، فكروني كده في الكومنتات، كانت سوره فصلت ولا الشورى؟ هي كانت في الحته دي، فصلت والشورى والزخرف اظن ان هي في الحته دي. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. يعني يهب دي حتى دايما لفظ الذريه دايما بيجي مع كلمه هب. في سوره ال عمران رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء سيدنا زكريا، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين سيدنا زكريا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما في اخر سوره الفرقان. دايما ايه؟ رب هب لي من الصالحين، اظن دي سيدنا ابراهيم على ما اتذكر. فدايما الهبه، حتى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور، يدي له بنات ويدي له ذكور، او يدي الثانيه ذكور، او يزوجهم ذكران واناث، يعني يدي له الاثنين ذكران واناث الاثنين مع بعض، ويجعل من يشاء عقيما. سبحان الله سبحان الله. المهم لو جبنا الف زائد سين، اجمع كده الف اللي هو الحيوان المنوي ده 22 و22 44 اكس واكس يبقى اكس اكس يبقى جنين انثى. طب لو جبنا ب زائد س 22 و22 يعني 44 اكس واي يبقى جنين ذكر. بص بقى في شويه حالات شاذه بسبب غالبا خلل في تكوين البويضات. تخيل كده الحيوانات المنويه واي واكس عادي خالص، بس الناحيه الثانيه بقى حصل حاجه غريبه. ده كروموسوم اكس وده كروموسوم اكس، الطبيعي ان واحد يروح في البويضه دي واحد يروح في البويضه دي زي هنا، اتقسموا هم واحد هنا واحد هنا، 22 زائد اكس و22 زائد اكس ماسكين في بعض كده.
وقت الانقسام ما يوزع عمالين نقول لهم يا بنت سيبي سيبوا من بعض يا عيال، كل واحده تروح في ناحيه. تقول لك لا احنا بقى بحب بيستي وحبيبتي وصاحبتي وما اقدرش اسيبها ابدا، والله لا اقعد جنبها في الديسك يا ابله ومش مش هسيبها. سيبيها وكل واحده تروح في ديسك، فتلين الابله عماله تشدها كده عشان تروح، فقاموا الاثنين ورايحين في ناحيه واحده. فبقوا الاثنين في ناحيه واحده 22 زائد اكس اكس، يا لهوي ده المفروض كده 23 كروموسوم بقى 24 كروموسوم. طب والناحيه الثانيه الديسك فاضي 22 زائد 0 يعني هنا 23 زائد 1 يعني 24 كروموسوم نون زائد 1. هنا بقى 23 ناقص 1 22 كروموسوم يعني نون ناقص 1. دي بنسميها بويضات شاذة غريبة. اجمع بقى عندنا اربع احتمالات اهوت ألف ب ج د. هنجمع مثلا ألف زائد ج، تعرف تجمع؟ يلا 22 و22 44. يا نهار ابيض اكس اكس واي، ايه ده؟ هو الحد هنا ذكر، ده الاكس الزياده دي بوظت الدنيا بقى كده يا واد يا بت. طبعا احنا مش بنتريق، ربنا يشفي، هو يعني حاله كلام فلتر موجوده تقريبا 1% من الذكور وهو ملوش دخل فيها، مش بنتريق ولكن بقول حاجات تفكرنا. اي مرض يا جماعه، لان احنا هنيجي على في الامراض هنبقى احيانا بيبان ان احنا بنتريق على المرض، لكن مش بنتريق، احنا بنقول نيمونكس او حاجه تفكرنا بالمرض. فكلاين فلتر دوت عنده اكس زياده بما تحملها من صفات انثويه، فتلاقي بقى عنده نمو في الغدد الثدييه، توزيع دهون في مناطق معينه من الجسم، نعومه في الصوت، عدم عقيم، عدم القدره على انتاج الحيوانات المنويه، ذكر عقيم وفي بعض الصفات الانثويه. دي اول مصيبه. المصيبه الثانيه يلا نشوف الف زائد د 22 و22 زائد واي 0. اوبا ده مفيش اكس، يموت بسبب غياب الكروموسوم اكس، لان احنا قلنا ان هو ضروري للحياه. اه صح يا استاذ. ب زائد ج، يلا ب زائد ج 22 زائد اكس 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 تريبل اكس، تضاعف جنسي، ده اسمه تضاعف جنسي، بيسموها سوبر فيميل، الانثى الخارقه. يعني بص اصل في حاجه اسمها الانثى الكامله اللي هي اكس اكس العاديه، وفي اكس زيرو اللي هي اكس واحده اللي هي ترنر، دي انثى عقيمه وقصيره والكلام ده. طيب احنا عندنا اكس دي انثى ناقصه، اللي هي انثى ناقصه في الصفات الانثويه يعني، وفي اكس اكس انثى عاديه. طب اكس 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 انثى صارخه الانوثه، ما تحاولش تتخيل، افهم بس الكلام ايه. تعالى يلا تعالى، انت رحت تخيلت فين؟ خد دي الاربع احتمالات. معلومات هامه من فصل التصنيف سريعا كده. التصنيف كان في اخر سنه اولى. في بعض الكائنات العلماء قال لك احنا مش عارفين نصنفها اصلا، زي الفيروسات لا تدخل في تصنيف الكائنات الحيه اصلا. يعني الفيروس ده كائن حي ولا شيء غير حي؟ يا اختي كده ينفع وكده ينفع، هو حلقه وصل ما بين الاشياء الغير حيه والكائنات الحيه، لا تستطيع القيام باي عمليه حيويه بمفردها. يعني الفيروس لو واقف لوحده كده لا بيتغذى لا بيتكاثر لا بي لا لا يعيش اي حاجه، ولكن لما بيتطفل على عائل، عشان كده بيسموه اوبليجيت، يعني هجيبها لك بالعربي، اجباري التطفل، لازما يتطفل اجباريا، يعني لو لوحده ما يقدرش يعيش، لازما يتطفل على خليه تانية، تمام؟ ولكنها تتكاثر عندما تهاجم خليه العائل. اكتب جنبها كده اجباريه التطفل. حلو قوي. الكائنات الحيه بقى بتقسم الى خمس ممالك. الخمس ممالك دول البدائيات، البدائيات اللي هي البكتيريا، لسه قايلها من شويه، البكتيريا دي كنا بنقول عليها احسنت اوليات النواه، اللي ما عندهاش نواه، الماده الوراثيه بتاعتها اكتب جنبها سايحه في السيتوبلازم اهو، مفيش غشاء نووي يلمها. تتكاثر بالانشطار الثنائي، وزيها بكتيريا كده اسمها اشيريشيا كولاي، اي كولاي اي كولاي، اعرفها انا اعرفها بالاخر خالص، اسم بس وخلاص على فكرة. الباقي من حقيقيات النواة، يعني ايه؟ احنا عندنا خمس ممالك، البدائيات ما عندهاش نواة، طب اي حاجة باقية عندها نواة اسمها حقيقيات النواة، تمام؟ مين اللي ما عندهاش نواة؟ البكتيريا اللي هي البدائيات. طب البتنجان عنده نواة، اللي عنده نواة هو بكتيريا؟ لا خلاص يبقى عنده نواة، اي حاجة غير البكتيريا عندها نواة، فهمتني؟ الباقي كله من حقيقيات النواة، يعني يمتلك نواة، يعني المادة الوراثية جوه غشاء نووي.
بعد كده الطلائعيات. الطلائعيات ديت زي حاجه اسمها الاولات الحيوانيه من امثلتها يعني. الاميبا، الاميبا ديت بتتحرك كده بالاقدام الكاذبه، والبراميسيوم بيتحرك بالاهداب، وفي حاجه زودها اسمها اليوجلينا بتتحرك بالاصوات، تمام. ودول بينقسموا بالانشطار الثنائي، يعني بتقسم نصين فيدي خليتين. وفي حاجه اسمها بلازموديوم الملاريا بيتحرك بالانزلاق، وبيتكاثر بحاجه اسمها تعاقب الاجيال. دي محاضره لوحدها في التكاثر ان شاء الله، اعرف بس الاسم دلوقتي، نسيته مش مشكله، كده كده هنحفظه بالتفصيل. بعد كده مملكه اسمها الفطريات، زي عفن الخبز وعش الغراب اللي هو المشروم، عارفين اللي هو الامبريلا ده شبه الشمسيه، مشروم. والبنسيليوم، دول كده بيتكاثروا بالجراثيم. وفي فطر الخميره، ده بيبقى كائن وحيد الخليه، يتكون من خليه واحده، بيتكاثر بالتبرعم، يعني بيطلع له قلو كده، عارف لما واحد يطلع له حبايه كده، ده اسمه التبرعم، بيطلع له برعم كده. البرعم ده بعد كده بيكبر ويبقى قد الخليه، ينفصل عنها ويفضل متصل بيها. ما علينا. النبات، في ثلاث انواع من النباتات الراقيه، طبعا في انواع كتير، في تقسيمه كده للنباتات واللاوعائيه والحزازيات، ما علينا. انا عايز الراقيه. في حاجه اسمها الصراخس، الصرخسيات، زي الفوجير وكزبره البئر. دول برضو اكتب جنبهم كده تعاقب اجيال. يبقى في محاضره اسمها محاضره تعاقب الاجيال في التكاثر، اللي هي المحاضره الثالثه في التكاثر، بلازموديوم الملاريا والفوجير، هندرسهم بالتفصيل. دوت مثال للطلائعيات، وده مثال للايه، للنباتات. في نباتات معرضات البذور زي الصنوبر، اظن انت فاكر معلومه زي دي. وفي نباتات مغطاه البذور، والبذره دي ممكن تبقى فلقه واحده زي القمح والذره، وممكن تبقى فلقتين زي الفول والبسله واللوبيا والفاصوليا، ترمس. في بقى مملكه الحيوان، مملكه الحيوان فيها تفاصيل كتير قوي، انا هركز على الحاجات اللي احنا ممكن نحتاجها. الزواحف زي التمساح والزلحفه، السلحفاه دي اسمها زواحف، والسحالي. البرمائيات تحفظهم زي اسمك، الضفدع والسلمندر. ايه السلمندر ده؟ حاجه زي الضفدع، يعرف ان هو من البرمائيات لحد ما نجيبه. ايه البرمائيات؟ انا لو عليا هسميها عشان الترتيب يعني، هسميها الماء بريات، لان هي بتبدا حياتها وهي جنين، بتبداها في الميه، بعد كده تكبر وتقدر تتحول الخياشيم الى رئه فتعيش على اليابسه، فبتنتقل من الميه للبر، فهي ماء بريات، بس هو مسمينها كده برمائيات. الاسماك في منها نوعين، اسماك غضروفيه يعني من جوه فيها غضاريف. ايه الغضاريف دي؟ فاكر القرقوشه بتاعه الفرخه؟ هي دي. اسماك غضروفيه زي سمكه القرش والراي. الراي دي اللي هي بتطير، فاكرين فيلم نيمو؟ نيمو. لو انت ما اتفرجتش على نيمو يبقى انت محتاج يعني اثبات ان انت عديت مرحله الطفوله. لو انت ما اتفرجتش على نيمو الحق قبل ما تبدا ثانويه وروح اتفرج على نيمو. ازاي ما اتفرجتش على نيمو؟ المهم كان في بتاع كده بتطير وبتاخدهم بتوديهم المدرسه، هي دي سمكه الراي. في اسماك عظميه يعني السفه بتاعها عظم، في كالسيوم، زي البوري والبلطي. بوري وبلطي به به. القشريات زي الجمبري عليه قشر كده، ماده اسمها كيتين. والثدييات زي الانسان والارانب والجواميس والبقر والحصان والحمار، دي كلها من الثدييات. اها انا عايز اقول لك حاجه، احنا خلصنا معظم المحاضره وخلصنا منهج اولى كله الترمين، سنه كامله. الله يفسد، احنا ما كملناش ساعتين. حلو قوي، تعالى بس نروح للبي دي اف الثاني كده، نعدي على شويه صور من اللي هناك، نعمل زوم اوت. ده الدين يقول ان احنا شفنا الكلام دوت. يلا يا باشا ادخل بقى على الخليه. حلو قوي. الخليه فيها جدار وفيها غشاء وفي دي النواه والشبكه الاندوبلازميه. يبقى بص في الرسمه، ده الغشاء. مش مهم قوي الكلام ده بصراحه. بص كده، دول كده اتنين كروماتيد، ده اسمه كروماتيد وده اسمه كروماتيد، الاتنين مع بعض عاملين كروموسوم. كروموسوم، اتنين كروماتيد، كروماتيد وكروماتيد، كروموسوم، بيتصلوا عند حته اسمها سنترومير. مش انا قايل لك بوليمير ومونومير؟ مير يعني قطعه، وسنترو يعني مركز، هي القطعه المركزيه عشان في النص، سنترومير القطعه المركزيه. صح، حلو. الكروموسوم دوت بيبقى عباره عن دي ان اي وبروتين ملتف حوالين بروتينات. طب الدي ان اي لوحده بيتكون من جينات، والجينات بتتكون من نيوكليوتيدات، والتتابع ده انا قلت لك 17 مره، مره كده ومره كده ورجعت مره كده، فدي المره ال 17 او ال 18 مش فاكر. دي خيوط المغزل اللي انا كنت بقول لك عليها، اللي بتقسم الكروموسومات عشان تفصلها، بتكون من سنتريولين.
دي الشبكة الاندوبلازمية الخشنة والناعمة، ده الريبوسوم وبيعمل عملية ترجمة. الحاجة اللي انا ما اكتبش حواليها يبقى مش مهمة. ده جسم جولجي. بص كده، ديت خلية بلعمية، يعني اكتب جنبها كده من كرات الدم البيضاء. ايه اللي جواها بقى؟ لايسوسوم. الحاجات اللي جواها دي لايسوسومات بتهضم الميكروبات تبع المناعة. دي الميتوكوندريا، لو انت فاكر كان بيبقى الغشاء الداخلي فيه ثنايات اسمها الاعراف عشان تنتج الطاقة. دي الخلية النباتية. ماشي. وده السلوز اللي بقى موجود في الجدار الخلوي. دي الفجوة العصارية، مهمة جدا، اكتب جنبها كده الفجوة العصارية. مية زائد ملح بتزود تركيز الخلية وبتزود سحب الماء بالخاصية الاسموزية. المية بتحب الملح ومسؤولة عن الدعامة للفه، لانها فجوة فهي مسؤولة عن الدعامة الفسيولوجية، ان الخلية تمتلئ بالمية فتبقى الخلية قوية كده وعندها دعامة فسيولوجية. الله، الرسمة اللي كنت رسمها لك من شوية، بص كده، دي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا بيدخل لها جلوكوز واكسجين. طب بيطلع منها الناحيه الثانيه ثاني اكسيد الكربون وميه. الحاجات دي بتدخل البلاستيده فتطلع من الناحيه الثانيه جلوكوز واكسجين وهكذا. هنا داخل ضوء عشان يبقى بناء ضوئي، وهنا خارج اي تي بي، بالتحديد 38 اي تي بي من كل جزء جلوكوز لو تنفس خلوي هواء. دي الفرق ما بين الخليه النباتيه والحيوانيه. الخليه الحيوانيه ما عندهاش جدار، لا مفيش جدار، انما هنا لو ركزت هتلاقي جدار زائد غشاء وفي فجوه كبيره، فجوه عصاريه ضخمه، والبتاع الخضره دي بلاستيده. دول اول حاجه في المنهج بجد، اول صفحه في المنهج، هي الفرق ما بين الخليه النباتيه والحيوانيه. فاديك عرفتهم، الفجوه والجدار والبلاستيده، انما الغشاء موجود في الاثنين. ماشي. اهوت فجوه عصاريه، هنا الفجوات صغيره انما هنا الفجوه ضخمه. عندك جدار الخليه، هنا مفيش جدار. البلاستيدات الخضراء، هنا مفيش بلاستيدات. ده النسيج الطلائي. بص كده، النسيج الضام، انا نسيت اقول لك ان النسيج الضام الوعائي اللي بيمشي في الاوعيه هو الدم والليمف عشان بيبقى سائل. والنسيج الضام اللي ماسك نفسه شويه، الملمس بتاعه ها شويه، ده اسمه النسيج الضام الاصيل، زي ما موجود في ادمه الجلد. ما علينا، مش مهم قوي صراحه. انا يهمني اللي موجود في العظام دوت نسيج ضم هيكلي، اللي موجود في الاوعيه الدمويه في الدم نسيج ضم وعائي زي الدم، واللي موجود في ادمه الجلد ده نسيج ضم اصيل. دي العضلات، دي عضلات هيكليه لو انت فاكر صح، صح، مخططه واراديه. وديت عضلات ملساء، غلط غلط، غير مخططه غير لا اراديه. والالياف القلبيه كانت صح غلط، مخططه بس لا اراديه، ومحدش بيتحكم في قلبه، اوعى تنسى. بص كده، دوت الطرز الكروموسومي، كاريوتايب يعني الطرز الكروموسومي. ده كده في الاخر واحد كبير واحد صغير، بدا اكس واي. هتقول لي يا استاذ ما ده اكس، ده مش علامه اكس، دي علامه كروموسوم بس. واحد كبير ده الاكس والصغير واي، انما هنا دي الفيميل الانثى اكس اكس، يبقى 44 زي الاكس اكس. بص، ده الانقسام الميتوزي، الخليه بيحصل فيها تضاعف للماده الوراثيه، بعد كده تيجي خيوط المغزل، الجسم المركزي يقسم الكروموسومات ويبقى فيه خليتين في الطور النهائي. ده الانقسام الميوزي. بص كده، ميوزيس 1 الانقسام الميوزي الاول، وبعد كده الانقسام الميوزي الثاني. بص اللخبطه اللي حصلت، بص كده، حته لبني مع حته احمر، حته احمر مع حته لبني، دي ظاهره العبور عشان يحصل ان الامشاج في الاخر ما تبقاش زي بعضها. لو انت ركزت هنا دول اتنين نون، طب في الاخر نون ونون ونون ونون. طب ازاي الاثنين تبقى اربعه؟ حصل هنا تضاعف، الريبليكيشن دوت يعني تضاعف. فبعد ما كانت واحد اثنين بقى واحد اثنين ثلاثة اربعة، بعد كده اتقسموا اثنين، اهو كانوا اثنين بقى اربعة، بقوا اثنين واثنين، بقى واحد 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 واحد. ايش؟ بص كده الحالات الشاذة. بص ده حالة كلام فلتر، ايه اللي موجود ده؟ واحد كبير واحد كبير واحد صغير، اكس اكس واي. طب دي حالة تيرنر اللي هي انثى ناقصة الانوثة عندها اكس واحدة بس. طب بص هنا اكس 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 اللي انا سميتها سوبر فيميل، تضاعف جنسي، سوبر فيميل الانثى الخارقة. دي الاميبا بتتحرك بالاقدام الكاذبة. ده البراميسيوم بيتحرك بالاهداب. دي بكتيريا من اوليات النواة،
ما عندهاش نواه، الماده الوراثيه مالحه ماشيه على على حل سيتوبلازمها، ما فيش غشاء نووي يلمها. ده فيروس لو انت فاكر كان حلقه وصل يا اختي، كده ينفع وكده ينفع، يعني غير حي، هو حلقه وصل ما بين الاشياء الغير حيه والكائنات الحيه، ولا يخضع للتصنيف، يعني ولا تبع البدائيات ولا الطلائعيات ولا الفطريات ولا النباتات ولا الحيوانات، مش تبع اي حاجه، العلماء ما صنفوش اصلا. ده التبرعم في الخميره، الكلو الحبايه اللي طالعه في الجنب دي، ده فطر اللي هو المشروم عيش الغراب، ودوت فطر عفن الخبز، حته عيش معفنه معفنه حرفيا فيها عفن خبز، ده نبات من الصراخس الفوجير. وكده في بذور الفول دي فلقتين، وبذور الذره فلقه واحده، ومعرات البذور زي الصنوبر، معرات البذور يا سلام. الحوت والانسان والاشجار دي تقسيم، يعني ده من الثدييات، والحوت من الثدييات والاشجار، مش فاهم ايه علاقه الرسمه دي. هنبدا بقى في الاجهزه، ورسمه واحده هتلاقينا خلصنا كل حاجه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. بص بقى يا عم الحاج، عايز اخد منك حاجه بس ونتعود عليها من اولنا كده من اول السنه. العلاقه ما بيننا فيها الكثير من الموده والكثير من الحب والكثير من الاهتمام والكثير من الاحترام ومش عارف ايه وكلام حلو كتير، والكثير من التطبيل. مهم قوي التطبيل، الجزء بتاع التطبيل ده حلو قوي. يعني ايه التطبيل؟ يعني رسمه زي دي انا ببص لها كده ببقى عايز، ببقى خايف احسد نفسي، فاهم؟ قد ايه انت جامد يا جوهري، وايه الرسمه الجامده دي، يا بسم الله ما شاء الله عليك، فاهم؟ فانا ببقى عايز اسمع الكلام ده من بره. اصل انت خلي بالك، ما هي العلاقه، ما انا قلت لك قبل كده، العلاقه التطبيليه متبادله، وانت اللي مستفيد في الاخر. ما هو انت لما تطبل لي في الكومنتات وتيجي تقول الله اكبر ايه الحلاوه دي، يا نهار ابيض على الرسمه، انا عمري ما شفت رسم، ده احنا ما شفناش رسم قبل كده يا راجل، في رسم حلو كده، في الوان حلوه كده، في تنظيم حلو كده، فاهم؟ وهتشوف دلوقتي احنا بنشرح. فانا لما اشوف الكلام ده فافرح فتشجع فاعمل لك شغل جامد، فانت تتعلم كويس فتقوم جاي مطبل لي تاني فنفرح فتشجع فاعمل لك شغل جامد فتفرح فتشجع، فاهم؟ فالعلاقه التطبيليه بتدخل في فيشه السيرك، الحركه مفرغه ونقعد نلف بقى، ولف بينا يا دنيا، لف فينا يا دنيا، خدينا يمين شويه خدينا شمال شويه ودينا عايشين يا دنيا. انا اسف انا حاسس ان انا يعني ايه زودت في الهزار، صح؟ انا اسف. ومتطبلش عادي، يعني لو تدعي لي في سرك يبقى حلو، ولو دعيت لي في سرك وطبلت يبقى احلى، يعني عادي برضه، فاهم؟ مش مشكله خالص. بص يا عم الحاج، الرسمه ديت هتلخص لك ان شاء الله قد ايه الترم الاول في سنه تانية في الرسمه دي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. البدايه هتبدا الزلطه الغذائيه، الطعام يعني، طبعا هيدخل بقى في الفم ويتمضغ ومش عارف ايه ويتبلع، وحركه بتاع لسان المزمار مش مهم، هيوصل للمريء بالحركه الدوديه لحد ما يوصل للمعده. المعده فيها HCL وبيبسين عشان يهضم البروتينات، هضم جزئي. بعد كده بتعدي على المعده الهضم حصل شويه لحد ما يوصل للاثنى عشر. الاثنى عشر ده زي ما انا قلت لك في سنه تانية مولد وصاحبه غايب. ايش بقى عصاره بنكرياسيه بتصب في الاثنى عشر؟ ايش عصاره صفراويه هي كمان بتصب مع العصاره البنكرياسيه في الاثنى عشر؟ ايش عصاره معويه من الاثنى عشر ذات نفسه؟ يعني البنكرياسيه شغاله والصفراويه معاها والاثنى عشريه اللي هي بتاعه الامعاء شغاله، امعاء كتير، في عصاره لعابيه في الفم ومعديه في المعده ومعويه وصفراويه وبنكرياسيه في الامعاء، فمولد وصاحبه غير. المهم بيكتمل الهضم لحد ما نوصل لهنا. الغذاء المهضوم عشان يوصل للوريد البابي الكبدي لازم يحصل له عمليه امتصاص. تعريف عملية الامتصاص هو انتقال الغذاء المهضوم من الأمعاء إلى الدم أو إلى الليمف، عشان الوضع الشاطر بتاع تانية يبقى، بس مش مهم دلوقتي، أنا يهمني الجزء الدموي. ومثلا الوضع كان واكل صينية بسبوسة، وصينية البسبوسة طبعا ما فيش حد بياكل صينية بسبوسة من باب للطاقة، ما هو أكيد واكل قبلها صينية مكرونة بشاميل، في كلتا الحالات كلها نشويات، والنشويات يعني كربوهيدرات، والكربوهيدرات يعني لما تتصدم هتدي جلوكوز، جلوكوز كتير 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 وصل للوريد البابي الكبدي، مصيبه. الوريد البابي الكبدي داخل على الكبد وجلوكوز كتير ممكن يجيب للراجل السكر، ولكن الانسولين عامل كمين بيحول الجلوكوز الزياده الى جلايكوجين. الله الله، لا مزيك، بص كده احنا داخلين في الوريد البابي الكبدي ورايحين على الكبد،
كميه جلوكوز زياده كتير قوي، الجلوكوز كتير، السكر عالي، واكل صينيه بسبوسه وصينيه مكرونه بالبشاميل. ولكن ما تخافش، ايه اللي بينقذنا لو الناس اصحاء، يعني نسال الله سبحانه وتعالى الصحه والعافيه لجميع الناس يا رب. الانسولين، الانسولين موجود، فالانسولين واقف في الكبد، الانسولين عامل كمين بيحول الجلوكوز الزياده الى جلايكوجين، وبعد كده يخرج الباقي للوريد الكبدي. الوريد الكبدي كده انا خلصت على فكره الجهاز الهضمي، وكمان بدات في الجهاز الدوري وشرحت لك الدوره الكبديه البابيه لحد ما اوصل لحاجه اسمها الوريد الاجوف السفلي، وجاي من نصك الفوقاني وريد اجوف علوي بيصب فينا، ونصك التحتاني جايب وريد اجوف سفلي. فالوريدين الاجوفين السفلي اللي جاي من نصك التحتاني والعلوي اللي جاي من نصك الفوقاني بيصبوا الدم الغير مؤكسج اللي فيه ثاني اكسيد الكربون في الاذين الايمن. يقوم الاذين الايمن منزل الدم عن طريق الصمام ثلاثي الشرفات للبطين الايمن، يقوم البطين الايمن ضخخ الدم في الشريان الرئوي الذي ينقسم سبحان الله سبحان الله سبحان الله لجزئين لفرعين، عشان عندك ايه رئتين، فينقسم لفرعين رئيسيين ويوصل بقى للرئتين، فيحصل تنقية الدم في الرئتين، نتخلص من ثاني اكسيد الكربون في هواء الزفير ونحصل على الاكسجين في هواء الشهيق. الاكسجين يرجع بس للاورده الرئويه، اهو دول الاربعه كده اسمهم اربع اورده رئويه، تصب في الاذين الايسر، يقوم منزلها للبطين الايسر عن طريق الصمام الثنائي الشرفات او المترالي، يقوم البطين الايسر ضاخخ الدم في الشريان الاورطه، مش الاورتشي، مش حاجه اسمها الاورتشي، اسمه الايورتا، ايورتا عارف الاجانب بينطقوه بطريقه، هو اسمه الاورطه وخلاص. الاورطه بقى يطلع فروع تغذي نصك الفوقاني وفرع يقوم جاي مروق على نصك التحتاني. طب ثواني كده، هو مش انا في الاول خالص عديتنا هو خدت الجلوكوز، الجلوكوز اهو، الجلوكوز اهو ماشي كده، خدت الجلوكوز وطلعت خدت اكسجين ورجعته هنا، يبقى انا معايا جلوكوز واكسجين. اه وانت فكر بقى نعمل ايه، هنروح للخليه عشان نعمل تنفس بقى، ما انا خلصت الجهاز الدوري يا اسطى. مش الجهاز الهضمي بيسلم الدم او الاكل للجهاز الدوري، والجهاز الدوري بيروح للرئتين ياخد من جهاز التنفس الاكسجين عشان نوديه للخليه، يبقى معانا جلوكوز واكسجين، فنروح بقى نعمل تنفس خلوي هوائي ونطلع 38 اي تي بي. هتقول لي بس في شويه فضلات، اهم 6 سي او 2 6 اتش 2 او، يرجعوا تاني للقلب للاذين الايمن بطن ايمن شريان رئوي، يطلع للرئتين تبادل غازي، اخلص من ثاني اكسيد الكربون، رجع الاكسجين، اورده رئويه اربعه، اذن ايسر بطن ايسر شريان اورطه، خدت الجلوكوز والاكسجين، روح للخليه اعمل تنفس خلوي هوائي، تطلع لك 38 اي تي بي، تاخد ويطلع لك شويه فضلات، الفضلات ترجعهم للاذين البطين الايمن شريان رئوي، تبادل غازي ثاني اكسيد الكربون يطلع والاكسجين يرجع، اذين ايسر اورده رئويه اربعه، اذين ايسر بطن ايسر شريان اورطه، وهكذا ولف بينا يا دنيا. يلا نقول الرسمه دهيت في خلال مثلا بنتكلم في بتاع، لا قليل قوي كده، قول 100% مثلا، حلو قوي، تعال نقولها مثلا في بتاع 3 دقائق. انتوا شايفين الرسمه ولا مش شايفين؟ اظن محتاجين نكبر شويه يعني، ان شاء الله ما حد حوش. حلو قوي كده، بص يا صاحبي، البدايه اهي بسرعه، الله، الاكل دخل للمريء المعده، الاتش سي ال والبيبسين هضموا الاكل شويه، نزل هنا، ايش عصاره صفراويه بنكرياسيه معويه اتهضم خالص، الغذاء المهضوم، امتصاص وصل للوريد الباب الكبدي، عانى جلوكوز كتير عشان الراجل ده كان عامل جريمه، وصينيه البسبوسه دي هتوديه في داهيه، ولكن ما تخافش لان الانسولين عامل كمين هيحول الجلوكوز الزياده الى جلايكوجين، وبقيه الجلوكوز يطلع الوريد الكبدي وريد اجوف سفلي وعلوي، يصبوا في الاذين الايمن بطين ايمن رئوي، تبادل غازي، هات الاكسجين، اورده رئويه، اذين ايسر بطين ايسر، اورطه، ها معانا جلوكوز واكسجين، الخليه تعمل تنفس خلوي هوائي، تطلع 38 اي تي بي، ويطلع لك شويه فضلات ترجعهم للقلب تاني، وهكذا. ملحقات القناه الهضميه، يلا سريعا، الجهاز الهضمي عندك الغدد اللعابيه والكبد والبنكرياس، اللعاب والاتش سي ال بيقتلوا الميكروبات وبيساعدوا في هضم الطعام، معنى كده ان هم مناعه زائد هضم، مناعه زائد هضم، على فكره كانت موجوده في ثانيه، الاتش سي ال بيقتل الميكروبات الداخله مع الطعام، صح، ايه المشكله يعني، كلام مظبوط خالص، المايك بس كده شويه. الهضم عكس البلمره، عمليه البلمره هو انت بتاخد الجلوكوز وتحوله لنشا، تاخد الاحماض الامينيه تحولها لبروتين، هنا العكس بقى، احنا بناكل البروتين نحوله لاحماض امينيه،
ناكل النشويات نحولها للجلوكوز، فاحنا بنهدم بنهضم. ماشي. الامتصاص هو وصول المونيمرات السكريات الاحاديه والاحماض الامينيه والاحماض الحاجات دي توصلها للدم. كده كده توصل للدم في الاخر. عمليات الايض او التمثيل الغذائي يا اما هدم يا اما بناء. يعني مثلا لو انت بتاخد الجلوكوز الزياده تحوله لجلايكوجين يبقى انت كده بتعمل بناء تخزين. طب لو انا باخد الجلوكوز اكسره في التنفس الخلوي عشان اطلع اي تي بي يبقى دي اكسده هدم عشان اطلع طاقه. حلو قوي. الجهاز الدوري، خد بالك ان القلب بيضخ في شريان، يعني اي حاجه طالعه من القلب يبقى طالعه في شريان، اي حاجه راجعه للقلب راجعه في وريد. يعني بص كده معايا في الرسمه هنا، مش ده طالع من القلب فسميته شريان رئوي، مش ده طالع من القلب سميته شريان اورطه، مش دول راجعين للقلب سميتهم وريد اجوف علوي وسفلي، علوي وسفلي، مش دول راجعين للقلب اورده، راجعين من الرئه فاورده رئويه. يبقى الوريد بيورد، الشريان بيصدر. سلام. ماشي. حلو. بص كده، ده عضو بيرجع الدم الغير مؤكسج للقلب. القلب طبعا هيوديه للرئتين ويبقى معاه دم مؤكسج يوديه للعضو. طب حد يقول لي ده ايه؟ ده وريد. خلينا نكتبه بالازرق. يا عم مش مهم. فين بس ال هتدور كتير اهي. ده كده ده وريد لانه راجع للقلب، وده شريان لانه طالع من القلب. جدار الشريان بيبقى تخين عشان فيه طبقه العضلات الملساء، بيبقى مابض. امتى ضغط الدم يرتفع؟ يا بتوع الفيزياء، فيزياء الموائع، مش كنت بتاخد الموائع والماسوره كل ما قطرها كان زاد الضغط بيقل، ولما قطرها يقل الضغط يزيد. فكذلك برضه الاوعيه الدمويه لو انقبضت يحصل زياده في الضغط، انقباض العضلات الملساء الموجوده في الجدران فيضيق الشريان، او ان كميه السائل اللي موجوده في الانبوبه تبقى كتير، الدم كميته كبيره فيبقى زياده كميه الدم داخل الاوعيه الدمويه. نظريه انا بسميها نظريه الحنفيه والخرطوم. تابع الشرح على يوتيوب. هشرحها لك، ما احنا على يوتيوب دلوقتي. يعني ايه نظريه الحنفيه والخرطوم؟ لو انا عايز اخلي ضغط الميه عالي هعمل حاجه من اتنين، يا اما انا اروح افتح الحنفيه على الاخر، يعني انا كده بزود كميه الميه اللي هي زياده كميه الدم فبزود الضغط فالميه بتندفع من الخرطوم، او ان انا اروح على فوهه الخرطوم وضيقها فلما اضيق برضو الضغط ايه هيزداد، يبقى اما يحصل انقباض ضيق او زياده في كميه الدم. الضغط الاسموزي للدم هو تركيز الدم. في فرق ما بين ضغط الدم والضغط الاسموزي للدم. ضغط الدم اللي انت لسه اللي انا لسه بشرحه. الضغط الاسموزي هو كمية المذابعة المذيبة، الأملاح اللي في الدم مثلا. طيب مكونات الدم سريعا، كان في بلازما وكرات. البلازما كانت 90-7-1-2، هي البلازما نفسها. ركز كده، الدم 100% صح؟ هنقسمه هنا كان 54% تقريبا، ودول كلهم 46% الباقي. يعني ايه ده؟ ال 54% دول بقى هعتبرهم 100% واقسمهم تاني. فالبلازما 90% منها ميه، وعندك بروتينات البيومين جلوبيولين فايبرينوجين مش مهم لو انت مش فاكرهم، وفي 1% املاح و2% مواد اخرى، شيء غذاء وشيء فضلات وانزيمات وهرمونات واجسام مضاده وهكذا. كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه بيتصنعوا فين؟ في نخاع العظام الاحمر. ايه نخاع العظام ده؟ اللي بيبقى جوه العظم، في عارفين المخ بتاع العظمه اللي بنقعد نخبطه ده، في حاجه اسمها نخاع العظام الاحمر بيصنع كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه. كرات الدم الحمراء بتنقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، ولو نقصد بيحصل انيميا. كرات الدم البيضاء بيبقى فيها لايسوسومات وبتحارب العدوى، ولو نقصد يحصل ضعف في المناعه. الصفائح الدمويه كانت بتعمل على تجلط الدم، طب لو نقصد الدم مش هيتجلط فالواحد يقعد ينزف يحصل سيوله في الدم. الليمف من الدم والى الدم، يعني ايه؟ الدم هو ماشي في الاوعيه الدمويه بيترشح منه شويه حاجات كده، بلازما وكرات دم بيضاء، بيمشوا في مواسير تانية اسمها أوعية لمفاوية ببساطة خالص يعني. فالليمف ده جاي منين؟ ده مترشح من الدم، وكده كده هتصب في الدم تاني، يعني هو كده كده هيرجع للدم تاني. تمام. طب هو ايه فايدة ان هو يترشح في الدم؟ ايه فايدة الأوعية اللمفاوية؟ الأوعية اللمفاوية فايدتها ان هي بتعدي على محطات تنقية اسمها العقد اللمفاوية، يعني ده وعاء لمفاوي فيه ليمف. الليمف ده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه بلازما وفي كرات دم بيضاء.
لما بيعدي على العقدة الليمفاوية اللي مليانة كرات دم بيضاء أكتر، بتقضي على الفيروسات والبكتيريا والمواد الميكروبات يعني اللي موجودة في الليمف، فيطلع من الناحية التانية ليمف نقي. عشان كده الجهاز الليمفاوي تبع الجهاز المناعي، يحتوي على بلازما وعدد كبير من كرات الدم البيضاء والأجسام المضادة زي الفل. الجهاز التنفسي في حاجة اسمها، في فرق ما بين التبادل الغازي شهيق وزفير، وده سهل، شهيق لدخول الاكسجين وزفير لخروج ثاني اكسيد الكربون، وده يتم في الرئتين عن طريق الحويصلات الهوائيه، سهله. في حاجه تانية بقى اسمها التنفس الخلوي، وده اللي انا عمال اشرحه، اللي هو اكسده الغذاء للحصول على الطاقه، وده بيتم في الخليه في السيتوبلازم والميتوكوندري على حسب، يشمل نوعين، يا اما يبقى فيه تنفس هوائي اللي انا بقول عليه التنفس المحترم ده في وجود الاكسجين، وفي تنفس لا هوائي المهزأ في غياب الاكسجين. تعال نشوف الفرق ما بينهم. الهوائي المحترم بيبقى معاه جلوكوز واكسجين C6H12O6 و6O2، فبيطلع لك ابن اللذين المحترم، ابن الناس المحترمين الكرمة، 38 اي تي بي وشويه فضلات بص خفيفه، غازات يسهل التخلص منها في هواء الزفير. بص قله الادب بقى، تنفس خلوي لا هوائي، جلوكوز C6H12O6 بس في غياب الاكسجين. بص بقى، جوز اي تي بي يتمى كميه قليله من الاي تي بي، واتنين جزء حمض لاكتيك، حمض اللاكتيك ده مركب رخم وتقيل ويسبب التعب والاجهاد العضلي، بيعمل الم في العضله. طيب ايه بقى الاسباب بتاعه التعب والاجهاد؟ ايه اللي يوصل العضله للحاله دي؟ بص يا عم حاج، هي عبارة عن imbalance، يعني عدم توازن ما بين ما هو داخل للعضلة وما هو خارج منها، أو احتياجات العضلة الفعلية والاحتياجات اللي احنا وصلناها لها. يعني أنا عايز أعمل مجهود كده، فالمفروض السبلايز الحاجات اللي توصل لي تبقى كده تكفي المجهود اللي أنا عايزه. طب لو كمية الحاجة اللي وصل لي قد كده، هل بتكفي المجهود ده؟ هل اللي انا عايز ابذله بالعضله انت اديتني الاحتياجات اللي انا عايزها؟ لا. طب هو مين اللي بيديني الاحتياجات؟ ركز كده، واحتياجاتي اصلا جلوكوز واكسجين. جلوكوز، هو الجلوكوز جاي منين؟ جاي من الكبد والعضلات عن طريق تحويل الجلايكوجين لجلوكوز، او نقص الاكسجين، الاكسجين جاي من الرئتين. بص كده، نقص الاكسجين بسبب مرض في الرئتين مثلا، الواحد ما بيتنفسش كويس فكميه الاكسجين اللي في دمه قليله، فالعضلات ما بتحصلش على الكميه اللازمه للقيام بنشاط ما، فسهل جدا يجي له شد واجهاد. او ثواني كده، هو الاكسجين لما بيوصل للرئتين، هي الرئتين هي اللي بتوصل للعضله؟ لا، ده الرئتين كانت بتدي للاربع اورده رئويه بيروحوا للقلب، اذين ايسر، بطين ايسر، شريان اورطه، يعني القلب هو اللي بيضخ. ايه رايك لو واحد عنده مشكله في القلب، هارت فيلير، فشل في عضله القلب، يعني قوه ضخ القلب ضعيفه، ده كده الراجل ده يتعب بسرعه، وتلاقيه الدكتور يقول له هتبذل مجهود، لان قلبك مش قادر يكفي احتياجاتك، مش قادر يضخ الدم كويس. ماشي، يبقى نقص الدم الواصل للعضله بسبب مرض في القلب، او ان الطريق مسدود، انسداد في الوعاء الدموي. وده سؤال جه في امتحان ثانويه عامه، جالهم انسداد في الوعاء الدموي فبيحصل شد وجهاد في العضله لان الاكسجين مش واصل للعضله كويس. او نقص الجلوكوز بسبب سوء تغذيه، واحد رايح يلعب وهو ما فطرش، رايح عنده حجز كوره العصر وهو ما فطرش اصلا، ما هيدوخ منهم مش هيقدر يكمل. او مرض في الكبد، في الكبد ادى لنقص الجلايكوجين، ما برضو ده مرضى الكبد بيبقى ارهاق سريع ما بيقدرش يكملوا مجهود. او كل ما سبق سليم زي الفل، ولكن قام الشخص ببذل مجهود عنيف. يعني كل ده سليم، واحد هو اثليتك اصلا زي الفل، واحد رياضي اساسا، بس هو قدرته ان هو يبذل مجهود قد كده، جه هو بذل مجهود قد كده، فاهم؟ زود شويه، الشويه دول جسمه ما قدرش يلبي احتياجاته منهم، فحصل له اجهاد عضلي. طب هو الاجهاد ده وتراكم حمض اللاكتيك حاجه ابديه؟ يعني هتفضل موجوده على طول؟ لا، عندما ترتاح العضله وتحصل على كميه وفيره من الاكسجين، يعني الشخص اللي جاله اجهاد دوت، عارف لعيبه الاهلي تلعب كام ماتش كده ورا بعض، يشي هنا وهنا وهنا وفي ابطال افريقيا والدوري والكاس ومش عارف ايه، فيحصل لهم اجهاد، يقول لك بس هياخد فتره راحه يومين اسبوع ولا حاجه ويرجع تاني. فتره الراحه دي العضله بتستعيد الاكسجين اللي هي محتاجاه، فتاكسد حمض اللاكتيك، اهم كلمه دي، اكسدت حمض اللاكتيك، تكسره،
وبالتالي يزول الإجهاد وتحصل على كمية إضافية من الـ ATP لأنها كسرت حمض اللاتيك وطلعت الطاقة اللي كانت مستخبية فيه. فكويس. هنبدأ بقى في الجهاز الإخراجي سريعا كده. الفضلات الناتجة عن عملية الأيض والمواد الفائضة عن حاجة الجسم يتم التخلص منها عن طريق الجهاز الإخراجي اللي هو الجلد والكلية وحاجات تانية. الجلد كان بيتقسم من جزئين، البشرة والأدمة. البشرة فيها جزء فوق اسمها البشرة السطحية، ودي فيها كيراتين وده مناعة، خط دفاع أول بيمنع دخول الميكروبات، قلناها مرة. وفي طبقة داخلية، الطبقة الداخلية بتعوض الطبقة السطحية، يعني الطبقة السطحية كل شوية بتتشال بسبب الاحتكاك مع الهدوم، مع جسمك خبطت في حاجة. طب مين اللي بيعوضها؟ مين اللي بينقسم ميتوزي اللي تحت دي؟ وكمان بيبقى فيها صبغة الميلانين اللي بتدي لون البشرة مميز. بعد كده بقى في الأدمة اللي فيها بشرة بصيلة الشعر والغدة الدهنية والعضلات والعضلة اللي هي بتاعت الشعرة. وفيها كمان أهم حاجة الغدة العرقية. الغدة العرقية اللي بتخرج العرق. طب العرق عبارة عن ايه؟ عبارة عن مية واملاح وشوية فضلات نيتروجينية. وظيفته الاساسية تلطيف درجة حرارة الجسم. في جو الحر تعرق شوية فتبدأ تبخير المية دوت يلطف درجة حرارة الجسم. ده ايه؟ ده النفرون. دي حاجة كده اسمها الجمع، فاكرين؟ شعيرات دموية. العملية دي اللي بتدخلنا في محفظة باومان هي عملية الترشيح. بس للأسف واحنا بنحط الحاجات كده بيقع حاجات هنا، في حاجات بتترشح انا محتاجها وقعت مني غصب عني انا عايز ارجعها تاني. فمن رحمة ربنا ان بيحصل عملية اعادة امتصاص اختياري للمواد اللي انا محتاجها. كان في حاجة اسمها محفظة باومان، القناة الملتفة القريبة هوبا، ثانية هنل، قناة ملتفة بعيدة، والقناة الجامعة او الانبوبة الجامعة. تمام؟ فمحفظة باومان بيحصل الترشيح. في انبوبة النفرون اللي هي القريبة وثانية هنل البعيدة بيحصل اعادة الامتصاص الاختياري. المتحكم الاول في جسم الانسان هو الجهاز العصبي، والمتحكم الثاني هو الهرمونات. الجهاز العصبي خدناه السنة اللي فاتت، دي اخر حاجة خلاص. والمتحكم الثاني هو الهرمونات، ده هناخده السنة دي ان شاء الله. تعالى نشرح السيال العصبي، مهم جدا 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 جدا. ومعلش افتكروا دلوقتي واستمتع، والله ممتع جدا وفي قصة لذيذة أظن أنت فاكرها يعني من السنة اللي فاتت. وده هيفيدني أوي في المحاضرة السادسة اللي هي آخر محاضرة في الدعامة والحركة قبل الورشة، اللي هي الحركة في الإنسان. ما هي العضلة عشان تتحرك لازم أن يجي لها سيال عصبي، لازم أن نكهربها. فالسيال العصبي ده بيجي إزاي بقى؟ تعال نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. طيب بص يا عم الحاج، إحنا دلوقتي عندنا حالات رئيسية لغشاء الليفة العصبية. في حالة اسمها حالة الانتخ، الراحة، الاستقطاب. والحالة دي بيبقى الصوديوم واقف بره والبوتاسيوم قاعد جوه. بس خلي بالك بره بيبقى موجب وهو سالب. هتقول لي ايه ده؟ هو البوتاسيوم بتاع الكيمياء طلع سالب؟ اقول لك لا، لان البوتاسيوم مش لوحده، بيبقى معاه كلور سالب ومجموعه بروتينات تحمل شحنه سالبه. فالتوتال المحصله النهائيه للداخل سالب والخارج موجب. يبقى اهم معلومه ان الصوديوم بره، البوتاسيوم جوه. بره موجب جوه سالب، وفرق الجهد سالب 70 ملي فولت. لما نجيب جهاز فولت ميتر ونحط ما بين داخل الخليه وخارج الخليه بيقيس 70، بس احنا بنقيس من جوه لبره او بطريقه ما في اتجاه يعني، فبنقول ان هو سالب 70 ملي فولت. زي الفل. بعد كده بتحصل مرحله اسمها الاثاره. بكل بساطه الصوديوم بيندفع للداخل. الصوديوم لما يدخل جوه هو زائد البوتاسيوم بيكتر البوتاسيوم، فيكتر الشحنة الموجبة فيبقى جوه موجب. بس خد بالك ان الصوديوم ساب مكانه فبقى بره سالب. الدنيا بقت سهلة. ايه يعني؟ كان بره موجب وجوه سالب، موجب سالب اتقلبت بقت سالب موجب. وفرق الجهد بعد ما كان بالسالب بقى بالموجب، بقى موجب 40. انت عارف كده احنا طلعنا 110، انت فاهمني؟ طبعا احنا جاي من سالب 70 هوبا طلعنا لحد الصفر، يبقى طلعنا موجب 70. وبعد كده كمان 40 فوق بالموجب يبقى كله كام؟ 110. اهو كنا سالب 70 وطلعنا لحد موجب 40. المسافه من هنا لهنا بنسميها جهد الفعاليه، ودوت بيبقى موجب 110 حتى ينقلني من حاله الراحه اللي هي سالب 70 الى حاله الاثاره اللي هي موجب 40، من حاله الاستقطاب اللي هي موجب سالب 70 الى حاله اللاستقطاب اللي هي ايه؟ موجب 40. طب ما جميل. طب ايه اللي حصل من هنا لهنا؟ بكل بساطة دخول الصوديوم. والله هو ده الحدث الرئيسي، دخول الصوديوم. الصوديوم يندفع للداخل.
طيب بعد كده بيحصل بقى حاجه، البوتاسيوم يقول له يعني انت بتدخل، طب والله ده سيبك واخد، فالبوتاسيوم يخرج لبره. ما تستعجلش هحكي لك القصه دلوقتي، اصبر. البوتاسيوم يخرج بره كده، الوضع اتقلب تاني، فالبوتاسيوم خلى بره موجب وجوه سالب، يا دي النيل. فنرجع تاني لسالب 70، سالب 70 ملي فولت. في حركه كده اسمها زياده الاستقطاب، فكك منها، تنزل لسالب 80 وترجع سالب 70 تاني، فاكس. ايه اللي بيحصل عشان نرجع تاني لسالب 70؟ حاجه اسمها العوده للراحه او العوده للاستقطاب، اللي هي بكل بساطه خروج البوتاسيوم. يبقى اللي حصل، ركز كده، الصوديوم بره، البوتاسيوم جوه، ومعاه كلور وبروتينات. بره موجب جوه سالب، فرق الجهد سالب 70. الصوديوم دخل فبقى جوه موجب وبره سالب، وفرق الجهد بقى موجب 40، ويبقى كده حصل اثاره. مين المسؤول عن اثاره؟ دخول الصوديوم، اندفاع الصوديوم للداخل. البوتاسيوم يقول له اشمعنى انت بقى بتتفسح؟ طب انا هتفسح انا كمان. فالبوتاسيوم خرج لبره. البوتاسيوم لما خرج لبره عكسنا الشحنات تاني، فرجعنا زي الاول، بره موجب وجوه سالب، ورجعنا سالب 70 ملي فولت. تمام. بس في حاجه غريبه، في مشكله، ان دلوقتي كل حاجه مش في مكانها. البوتاسيوم اللي المفروض يبقى جوه بقى بره، والصوديوم المفروض بقى اللي هو كان بره بقى جوه، يعني كل حاجه مش في مكانها. ففي مرحله كده اسمها استعاده الغشاء لخصائصه الفسيولوجيه. بيتك بيتك، كل حاجه ترجع لمكانها. عوده الصوديوم والبوتاسيوم لاماكنهم الطبيعيه، يعني الصوديوم يرجع لبره والبوتاسيوم يدخل لجوه، ودي عمليه نشطه بتحتاج مضخات صوديوم وبوتاسيوم تشتغل بالاي تي بي. بص بقى الطريقه الجوهريه للشرح. في مرحله الراحه او الاستقطاب يكون الصوديوم مسيطرا على المملكه الخارجيه، السطح الخارجي لغشاء الليفه العصبيه. صوديوم واقف بره بيقول انا في الساحه واقف لوحدي، وانت واصحابك ليه باصين، ونمبر 1 يعني اللي هلمحه همرجحه، ما ويا ارض نهدي ما عليك ادي. مسيطر بره. البوتاسيوم عين امه قاعد جوه، ومعاك شويه كلور وبروتينات مسيطرين عليه، وشويه السوالب دول عمالين يطفوا سجاير في قفاه ويبهدلوه، ومخليين جوه سالب، وفرق الجهد كده احنا في مرحله الراحه والاستقطاب، وكلنا مستريحين الا البوتاسيوم عين امه قاعد عمال بتضربونيش وبتكتروا عليه. السوالب متكاثرين على البوتاسيوم. فالبوتاسيوم يبعت للصوديوم رساله استنجاد باخوه. هو الاثنين لو انت فاكر الجدول الدوري كانوا الاثنين فوق بعض، صوديوم ان 11 وده 19 ورا بعض في الجدول الدوري في نفس المجموعه، والاثنين موجب، موجب واحد تكافؤهم احادي وبالموجب. فالبوتاسيوم يبعت للصوديوم ويقول له ايوه الملك، ايوه الصوديوم، ايوه الحراق المشطشط الحادق، ما هو صوديوم ان اس ال حادق، ايوه الحادق الملك المتوج في المملكه الخارجيه، اترضى ان يقوم شويه السوالب الكلور السالب والبروتينات السالبه بضرب اخوك الموجب اللي زيك؟ هل هذا يرضيك ايها الملك البتنجان؟ فالصوديوم يسمع القصه ديت ويقول كيف وانا حي ان تنتهك اعراض الايونات المجلة، ويوم جاي يعني يحزم الامتعه ويمتع الاحزمه. هي يا اما يحزم الامتعه يا اما يمتع، يعني واحده صح وواحده غلط، شوف انت بقى دور فيه. المهم يوم جاء واخد الحاجات وواخد الرجاله ودخل لجوه، ويندفع الصوديوم للداخل وهو بيقول اخويا اللي مني الموجب اللي زيي اخويا البوتاسيوم، ويقوم جاي داخل جدعانه الصوديوم، ويقوم جاي داخل للكلور والبروتينات ويقول لهم فيها شويه سوالب، ده كلور انت والبروتينات يالا، انتوا بتضربوا اخويا الموجب اللي زيي؟ يقف جنب اخوه البوتاسيوم ويقوم جاي الكلور والبروتينات ياخدوا علقه محترم، يقول لهم فيها شويه سوالب، وهو واخوه يسيطروا على المملكه الداخليه، والمملكه الداخليه تاخذ العلم الموجب وتصبح موجبه. ولكن خد بالك محدش ياخد كل حاجه. ان غاب القط العب يا فار، ان غاب الصوديوم، عارف الموجب القوالب نامت والسوالب قامت، هي دي. فبالتالي يصبح السطح الخارجي سالب لان الصوديوم سالب المملكه. فشويه الناس كانوا مستغلين ان الملك ساب المملكه ودخل جوه الخليه عشان يسيطروا، فبقى السطح الخارجي سالب. بس الصوديوم عشان شهم وجدع يقول لك مش ملك، مش مشكله الملك بتاعي، ولكن عرض الايونات الموجبه لا ينتهك. واقف هو بالبوتاسيوم كده يقول له مبسوط اخويا؟ فالبوتاسيوم يقول له يا اخويا مبسوط، انت ايه الجمدان ده يا جدع، ده احنا ما شفناش، ده انت مشطشط قوي، ده انت حرق على الاخر. ايه شوف ولاد الكلب اديتهم علقه محترمه. اقول له المهم انت تكون مبسوط يا اخويا، الصوديوم ده جدع قوي. البوتاسيوم
هو اللي مش سالك. ذات ليلى ليلاء حالكة الظلام، يستيقظ البوتاسيوم في الليل الحالك، وينظر للصوديوم في ضحكة شريرة متقطعة، عارفينها بتاعة الأشرار اللي هي دي، ويقوم جايل له شربتها كروديا، اتضحك عليك يا عم الصوديوم يا الملك المتوج بالخارج، شربتها أنا في الخلعون وانت في النفخون، ها البس يا نورم. قال له شربتها كروديا اتضحك عليك وانا قعدت بتمسكن عليك عشان تجيلي، ما هو بيقول له تعالى لي عشان يسيب المملكه بتاعته. يقوم هو بقى في الليله الليلاء الحالكه الظلام دي، يقوم قال له كده وانا في الخلعون وانت في النفخون البس يا نور. دي مرحله نداله البوتاسيوم. البوتاسيوم يندفع للخارج فيصبح السطح الخارجي موجب ويتوج البوتاسيوم ملكا لمملكه الخارج، والصوديوم يصحى الصبح يبص، شوف الصوديوم يصحى الصبح يبص كده ما يلاقيش البوتاسيوم، قول اخويا ويبقى قلقان عليه، اخوك ايه ده بهدلك خالص. فيبص يلاقي مين؟ يلاقي الكلور والبروتينات، يقول لهم فيها شويه سوالب، هم يبصوا له بقى سبك وخلع، تعالى يا حيلتها تعالى يا اخويا، والكلور والبروتينات يموجب مصين للصوديوم كده، مش انت بقى اللي عامل لي فيها سبع البرومبا ومحشي الكرومبه، تعالى يا اخويا. قام جاي بصين له البصه بتاعت حمدي الوزير، وفيما يوجعك ويسيطروا تاني ويصبح السطح الداخلي سالب، والصوديوم يا عين امه ادي اخره الشهامه. ودي النداله. لاحظ الصوديوم والبوتاسيوم مبدلين اماكن. في حاجه غريبه يا محسن. ايه حكايه محسن؟ الوضع كده يبان لك ان احنا عدنا للراحه، ما هو مش انت كان بره موجب وجوه وبره موجب، وهنا جوه سالب وجوه سالب، وسالب 70 سالب 70، يبقى احنا عدنا للراحه. ولكن في مشكله. سياده اللواء بيجي اخر نهار يطمن على الغشاء بتاع الخليه، فبيبص كده انت عسكري محسن، فمحسن يقول له اه باش خير في حاجه، يقول له الوضع عندك عامل، يقول له كله مستريح على الاخر، وبره موجب وجوه سالب، وفرق الجهد سالب 70 ملي فولت، والامن مستتب يا باشا. حضرتك يعني انت ما تعرفش على العسكري محسن ولا ايه؟ ده انا تلميذك يا بيه. سياده اللواء يقول له فعلا بره موجب جوه سالب وفرق الجهد سالب 70، انت جدع يا عسكري محسن، بس قلبي مش مطمن في حاجه. فيقول له ليه يا باشا قلبك مش مطمن؟ يقول له في حاجه غريبه يا محسن. يقول له ما غريبه الا الشيطان يا بيه، ما هو كل حاجه تمام اهي، بره موجب جوه سالب وسالب 70 ملي فولت زي ما حضرتك معلمنا يعني فرق الجهد. يقول له فعلا بس في حاجه غريبه. يا محسن تعالى يا محسن، مين اللي جاب البوتاسيوم بره يا محسن وهو مكانه الطبيعي جوه يا محسن؟ ومين اللي جاب الصوديوم جوه يا محسن وهو مكانه الطبيعي بره يا محسن؟ ولما اقول لك في حاجه غريبه يا محسن يبقى في حاجه غريبه يا محسن. فمحسن بقى واقف يعني بص هيغرق في شبر ميه، يقول له بسم الله ما شاء الله عليك يا بيه، والله العظيم شوف انا، شوف سبحان الله برضه اللواء عن عسكري يفرق برضه، شوف انا رغم ان انا واقف معاهم طول النهار ما خدتش بالك، حضرتك جيت لمحتها بسم الله ما شاء الله، حضرتك هعمل كلها اعمل ايه؟ يقول له بيتك كل حاجه في مكانها يا محسن. يقول له يوم جاي راح للصوت المتسم، خد يا ابني انت ايه اللي مدخلك وعامل لي فيها صابع البرومبا ومحش الكرومبا، ارجع مكانك، وانت البوتاسيوم ارجع مكانك، وبالعافيه يرجعهم بالمضخات اللي بتستهلك الاي تي بي، فدي عمليه نشطه بيتك ويرجع كل حاجه لحالتها الفسيولوجيه الطبيعيه. شايف الدنيا سهله ازاي؟ بوابات الصوديوم بتتفتح هنا، الصوديوم عمال يدخل. هنا بوابات الصوديوم بتتقفل وبوابات البوتاسيوم بتتفتح. يعني كده قول لي ايه اللي بيحصل هنا؟ الصوديوم بيبطل يدخل والبوتاسيوم بيبدا يخرج، تنتهي مرحله الجدعنه وتبدا مرحله النداله، وبعد كده البوتاسيوم عمال يخرج، وبعد كده دي الحته بتاعت في حاجه غريبه يا محسن، فشقلب كل حاجه وبيتك ارجع تاني مكانك يا عم الصوديوم لمملكتك الخارجيه، وتعالى يا اخويا حلتها، البوتاسيوم يرجع للداخل عشان ياخد علقه تاني، ونرجع لحاله الراحه فعلا. شوف الدنيا سهله ازاي. طيب هنا بقى عايزين نشرح حاجه اسمها الشق التشابكي. بص على حاجه، احنا عايزين نشرح وصول السيال العصبي من المخ للحبل الشوكي للعصب الحركي لحد العضله. ايه الكلام ده؟ ده المخ بيوصل الرساله للحبل الشوكي، الحبل الشوكي يطلعها في العصب، يمشي في العصب لحد ما يروح يكهرب العضله. بس في حاجه، انا هعمل زوم بقى، شايفين الحته اللي لونها اصفر دي؟ هنعمل عليها زوم،
نكبر. فنلاقي في حاجة يا جماعة اسمها التشابك العصبي العضلي، عصب مع عضلة، يبقى ده اسمه ايه؟ تشابك عصبي عضلي. ده بنسميه الغشاء قبل التشابكي، قبل التشابك، وده الغشاء بعد التشابكي. طب والحته اللي في النص ديت بنسميها الشق التشابكي. الشق ده الشق، الحته اللي في النص. الحته دي اسمها التفرع النهائي اللي هو الغشاء قبل التشابك. بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه حويصلات فيها ماده اسمها اسيتايل كولين، وفي بوابات بتاعه الكالسيوم مقفوله. وخلي بالك احنا لسه في وضع الراحه، يعني بره موجب وجوه سالب، وهنا برضو في مستقبلات بتاعه الاسيتايل كولين. والصوديوم سيبك من ده، الصوديوم لسه بره، بره موجب وجوه سالب، يعني احنا برضو في وضع الراحه. ايه اللي هيحصل بقى؟ تعال نشوف وضع الاثاره. تعال اسمها لك هنا الاول. اول ما السيال العصبي يجي من المخ الحبل الشوكي يتقدم يتوغل يصل هوبا ووصل لمنطقه الخطر، السيال العصبي جه هنا. فور وصول السيال العصبي الى التفرع النهائي يندفع الصوديوم للداخل، فيصبح السطح الداخلي موجب والخارجي سالب. ان غاب القط تلعب يا فار، والموجبات نامت والسوالب قامت، فبالتالي فرق الجهد بقى موجب 40 بعد ما كان سالب 70. يتقدم يتوغل يفتح بوابات الكالسيوم، طور هايج في عنبر 7، كالسيوم هايج في التفرعات النهائيه، واللي هيلمحه هوب هيمرجحه، فيفجر الحويصلات الناقله. الحويصلات دي جواها اسيتايل كولين، يتقدم يتوغل يمسك في المستقبلات، يوم جاي منور الكشاف، ويوم جاي للصوديوم الدنيا امان يمان. الكشاف هيقول ايه لما الاسيتايل كولين يمسك في المستقبلات؟ يقول للصوديوم الدنيا امان يمان، فيندفع الصوديوم للداخل، فيصبح الصالح الداخلي موجب والخارجي سالب، وتحدث شويه حاجات كده هناخدها في المحاضره السادسه في المنهج، فيحدث انقباض عضلي. تعال نبص هنا اهو وضع الاثاره. الصوديوم دخل فتح بوابات الكالسيوم، طور هايك في عنبر 7، كالسيوم هايك في التفرعات النهائيه، واللي هيلمحه قول هيمرجحه، فيفجر الحويصلات الاسيتايل كولين يمسك في المستقبلات، يبص للصوديوم ويقول الدنيا امان يمان، فالصوديوم يندفع للداخل فيحدث انقباض. بس في مشكله، احنا كده عملنا كده، عملنا انقباض في العضله، بس الانقباض ده لو فضل كده ده اسمه شد عضلي. انا عايز ارجع ايدي زي ما كانت، عايز اعمل انبساط. بص الجمله دي، طول ما الاسيتايل كولين ماسك في المستقبلات كابس على نفس العضله، فالصوديوم هيفضل جوه، فتظل العضله في حاله اثاره وفي حاله انقباض. يعني لو انت عايز تفك العضله، فك الاسيتايل كولين، كسر لي ده، فنجيب انزيم اسمه الكولين ستريز، الذي يقوم بتحطيم الاسيتايل كولين الى كولين وحمض خليك. الكولين ستريز ده موجود في نقاط التشابك العصبي العضلي في الشق التشابكي، موجود هنا على طول قاعد، يوم جاي مكسر الاسيتايل كولين. طب لما الاسيتايل كولين يتكسر خلاص الصوديوم يرجع تاني، ما الدنيا ما بقتش امان يمان. فطالما الصوديوم رجع بره فرجعنا تاني لحاله الراحه حقيقيا بقى، فبالتالي يحدث انبساط للعضله. في شويه بقى معلومات كده سريعه. المخ عند الولاده بيبقى 350 جرام، وعند البلوغ بيوصل ل 1400 جرام، وده هنحتاجه في المحاضره الثانيه لما اجي اقول لك ان الجمجمه بتاعه الانسان قابله ان هي تنمو. لازم يبقى في بينها نسيج كده، حتى العيال الصغيره بتبقى الحته دي عندهم طريه قوي. ليه بتبقى طريه؟ علشان محتاجه ان الجمجمه تنمو، لان المخ تقريبا وزنه بيتضاعف 3 او 4 مرات. الدماغ بينقسم بقى لامامي وخلفي، وفي حته كده اسمها تحت المهاد او الهايبوثالامس بتتصل بالغده النخاميه، دي الحته اللي انا عايزك تحفظها، سيبك من الباقي. والاوسط والخلف الحبل الشوكي سيبك من الكلام ده، ده مهم، ده مهم قوي. الجهاز العصبي السمبثاوي والجهاز العصبي البارا سمبثاوي. السمبثاوي بتاع النجده والطوارئ، 3 اف، فايت فرايت فلايت. الفايت اللي هو الخناق، فرايت اللي هو الخوف، فلايت مش الطيران، فلايت مقصود بيها الهرب. سيناريو سهل خالص، انت داخل كده قاعد في الفصل مثلا في المدرسه، فلقيت حد بيشتمك يقول الواد فلان الفلاني ابن التيت كده، فانت بتقوم قال مين البغل اللي بيشتمني، وقايم هتفايت هتتخانق. بتبص وراك لقيت واحد بيقول لك انا اللي بتكلم، ليك شوق في حاجه؟ فبتكتشف ان انت بتقول مين البغل، وطلع بغل فعلا، يعني فاهم اقصد يعني الحجم. فبتنتقل من حاله الفايت
لحالة الفرايت. وبعد كده بتكتشف القانون المعروف جدا اللي هو الجري نص الجدعانة، واحيانا بتبقى الجدعانة كلها، فبتقوم جاي تاخد بقى ايه في دلك وتجري فلايت. فايا كان هتتخانق، هتترعب وتخاف، هتجري، فانت محتاج جهاز سمبثاوي عشان يمكنك تتعامل مع الحاجات دي. الجهاز زي دوت بيزود هرمون الادرينالين والنور ادرينالين، فبيزود ضربات القلب، سرعه القلب وقوته عشان يضخ دم لجميع اجزاء جسمك، فالدم يفور في جسمك والعضلات يوصل لها اكسجين وغذاء كويس. تلاقيك عمال تنهج واكسجين بيزيد، ما انت محتاج تحرق. يحول الجلايكوجين بتاع الكبد لجلوكوز، ما انت محتاج غذاء عشان تحرقه. وتحصل العضلات على كميه كافيه من الطاقه لتخطي حالات النكده والطوارئ. تمام، حلو قوي. الناحيه الثانيه ده بتشرح كده، فاهم؟ لازم أن تبقى ريلاكس خالص. البرس المساوي دوت بيسموه جهاز الرحرح، ريست اند دايجست. دايجست يعني الهضم والاكل، والريست بتاع الراحه. هل وانت قاعد في البيت ضربات قلبك سريعه؟ لا خالص، ضربات قلبك بطيئه خالص، لان جسمك ما بيبذلش مجهود، فمش محتاج ضخ اكسجين وجلوكوز كتير، مش محتاج ضخ دم كتير، فضربات القلب قليله. بتتنفس كل ما تفتكر، اقصد يعني معدل التنفس قليل. افرازات اللعاب والمعده والبنكرياس شغاله عشان الهضم، وضغط الدم قليل، مش محتاج ضغطك يبقى عالي ولا حاجه، الا لو حد عصبك بقى تلاقي ضغطك عالي يقول لك ايه ده عشان ضغطك ما يرتفعش، فاهم؟ انا مش عارف اقول لك ايه، بس احنا وصلنا للنبات كده. انا يعتبر خلصت التاسيس، لان انا قلت لك محاضره النبات ليست تاسيسا، وانما هي جزء لا يتجزأ من المنهج، لان ما ينفعش ابدا في المنهج دعامه فيسيولوجيه وتركيبيه الا لما تفهم الكلام ده. تمام، فالمحاضره الجايه مهمه جدا جدا جدا. كون ان انت وصلت لهنا، يعني انا عايز والله العظيم يا اخي ابوسك، يعني شكرا جزيلا ان انت راجل واخد الموضوع بجد، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحماسه اللي عندك ديت تستمر. وصدقني بعد كده هو الموضوع النهارده عشان بس مساحه كبيره وموضوع كتير مختلفه، فتحس ان الدنيا ممكن تكون صعبه شويه، ولكن صدق ده منهج سنتين، منهج سنتين في محاضره ما كملتش ساعتين ونص مثلا، فده شيء كبير جدا جدا لو تعلم. يعني هي كملت ساعتين ونص، ساعتين ونص وشويه، ما تركزش قوي. بص الجمله ديت، انت مطالب بالسعي في وسط هذه المعمعه. يعني ايه؟ يعني الايه في اواخر سوره البقره، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فتيجي تقول لي يا دكتور البيت مش مستقر، وانا مش عارف، تعبان نفسيا وجسديا، وبروح اكشف، ومش عارف الجو حر في شهر 8 بقى، وانا مش قادر انزل دروس، والنت لو قلت لي اشترك اونلاين النت مش عارف فيه ايه، عمال تجيب حجج ممكن بعضها حقيقي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى طالب منك ايه؟ طالب منك الوسع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فخلاص استنفذ الوسع، هات اخرك، هات اخرك بالمتاح، وانت مطالب بالسعي واستنفاذ الوسع في وسط هذه المعمعه اللي انت عايش فيها. لان صدقني كلنا بنتخيل ان احنا اكتر ناس مبتلين في الدنيا، كل واحد بقى بيبص للابتلاء اللي هو عايش فيه وقد ايه هو تعبان. دور الضحيه ده مريح جدا رغم انه مؤذي، بس يعني انا ضحيه بقى، حضرتك ما تعرفش الوضع عامل ازاي والله، وعارف عمال تحط شماعات 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 كده، وخلاص بقى حجج واهيه، خلاص بتدي نفسك حاجه، فمش هشتغل. ليه ما اشتغل ايه؟ والله انا كان نفسي اشتغل، بس الظروف بقى، انت عارف لو الظروف دي كنت اطلع اول جمهوريه مستريح اصلا، انا جامد تنين يا ابني، بس هي الظروف بقى. يلا متعوضه ان شاء الله في الكليه باذن الله، او ما هو في الكليه بقى ندور على حجج تانية عادي، او نعيد تصنيع الحجج دي، فاهم؟ ما تعملش كده، واياك تدور على دور الضحيه من اول السنه. دور دايما انت تحل مشاكلك بنفسك، والله العظيم ما حد هينفعك ولا حد فضيلك، حتى اقرب الناس ليك كل واحد فيه المشاكل، كل واحد فيه اللي مكفيه حرفيا، ومحدش حاسس بحد، وما حك ظهرك مثل ظفرك، محدش هيهرش لك في ظهرك احسن من نفسك. هتقعد بقى تقول له يمين شويه شمال شويه اللي جنب شويه بالراحه اتعور، يا عم تحل مشاكلك. والله العظيم يا جماعه انا ممكن اكون بقص شويه، بس عشان بشوف امثله مش عايزها تبقى موجوده فيكم. ما تعملش كده، دور على الحلول وسع عليها، واسال ربنا سبحانه وتعالى الهدايه والثبات. اللهم اهدني وسددني، سددك في الخير. تمام، واستعن بالله ولا تعجز، فالعجز صفه الضعفاء الحمقى، واعيذك بالله ان تكون ضعيفا او احمق. انت مش كده، انت واد زي العسل.
انت دكتوره زي الفل، تبقوا ناس شاطرين جدا واقوياء جدا. والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير طالما هو مؤمن. بس يعني ليه دايما بنرضى بالدنيا؟ بص واحد يجي يقول لك ايه، انا عايز بس ها يعني اجيب مجموع طب بالعافيه، مش هتجيبه. طب ما تقول انا عايز اطلع اول جمهوريه، جت ما جاتش هتجيب اقل منها، انما ايه مجموع طب بالعافيه. زي اللي يجي يقول لك بص يعني بص لو ربنا بس يدخلني مكان كده ورا باب الجنه، مش فاهم، اشوف الجنه بقى. بص انا عايز بس اشوف الجنه. ليه؟ ده مش هدي نبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اعلى الناس همه، كان اعلى الناس همه. يبقى في غزوه الاحزاب والمدينه محاصره، والرسول بيخبط بالصخره، الصحابه ما كانواش عارفين يكسروها بالمعول، ويضرب ويقول الله اكبر. فتحت القسطنطينيه، لنعم الامير اميرها ولنعم الجيش جيشها. شوف الرسول محاصر في المدينه، مش قادر يغلب شويه من بتوع مكه وغطفان وبني سليم، ناس كده عاديين يعني. تيجي تقول لي هتفتح القسطنطينيه، الله اكبر. فتحت المدائن عاصمه الفرس، والقسطنطينيه عاصمه الروم، اكبر دولتين ضاربين في جذور التاريخ. شوف الرسول بيقول ايه وهو فين. الله اكبر، فتحت روما، لسه ما فتحتش وهتفتح، وعد الصادق المصدوق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمنا الطموح قال ايه، اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. انت مين وانا مين وكلنا مين عشان نستحق الجنه؟ ما بالك بان احنا نستحق الفردوس الاعلى. لن يدخل احد الجنه الا برحمه الله، ولا انت يا رسول الله ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هيدخل الجنه برحمه ربنا، فاحنا مين بقى عشان نقول عايزين الفردوس؟ لا، ما هي مش كده، انت مش بتسال على قدرك، انت بتسال على قدر الله سبحانه وتعالى. يعني انت مش بتقول ايه بقى انا استاهل، بس ربنا يدي عادي، ربنا زي الخزائن المفتوحه، يدخل هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. طب في الجنة، طب هؤلاء في الفردوس ولا أبالي. بس انت خليك ذا همة، همتك وعزيمتك تناطح السحاب. ومش كلام، والله العظيم مش كلام تنمية بشرية، بكره التنمية البشرية، بس دي لازم تكون عقلية، انت لازم تمشي بيها في الدنيا. مش اول ما عثرة توقعك تقعد بقى جنبها، لا، المتعة في الطريق وعثرات، قوم يا عم استمتع بالباقي. والمتعة الحقيقية في الوصول، مش في العثرات بصراحة، ولكن هي في الوصول، الوصول للجنة، ساعتها هتنسى كل اللي فات دوت. غمسة في الجنة، هل رأيت عذابا قط؟ لا والله يا رب ما رأيت شقاء قط. وغمسة في النار والعياذ بالله، هل رأيت نعيما قط؟ لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. غمسة بس كده تدخل في الجنة، ولا كأنك شفت حاجة وحشة في حياتك، بس مش عايز حاجة تاني. فكن رجلا همته في السماء. ربنا يوفقكم يا شباب، ورب اسمع عن كل خير. المحاضرة التأسيسية بتاعت النبات إن شاء الله تنزل يوم الاثنين القادم 5/8 بإذن الله، ويوم 8/8 يوم الخميس هينزل لك أول محاضرة على المنصة. ممكن دلوقتي يكون المنصة موجودة تقدر تسجل عليها، مش عارف بقى هنكون الفيديو دوت هيكون التفاصيل نزلت ولا لا، بس لو ما نزلتش هتكون، يعني احنا الخميس إن شاء الله التفاصيل تنزل بكرة إن شاء الله يوم الجمعة بجميع التفاصيل. كل حاجة مترتبة إن هي تبقى الأفضل ليك. الكتاب بتاع الدعامة والحركة والهرمونات هيبقوا مع بعض، هينزل قريب. الاشتراكات، في اشتراك بالحصة وفي اشتراك بالكورس الدعامة والحركة كاملة على بعض بخصم كويس. الاشتراك السنوي لا، مش هينفع بصراحة. ليه؟ يعني لأسباب صحيحة، يعني من وجهة نظر أنا، كل واحد يقيس على نفسه يعني، ولكن أنا شايف إن ده الصح ليك. الاشتراك السنوي مش كويس، لان انت ممكن تيجي بعد شويه ومش حاسس ان انت عايز تكمل مع الجوهري عادي. يعني هل كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي هي فهمت شرحي؟ مش شرط. كل الناس حباني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتم عليه الناس، فانا فين يعني؟ انا مين انا اصلا عشان الناس تكتم عليا؟ فليه اجبرك من البدايه ان انت تعمل كده وبعد كده تيجي تقول لا انا عايز استرد فلوسي؟ فانا اقول لك لا، ما فيش استرداد، ما هي مش تكيه، فاهمني؟ فخلينا كده واحده واحده. والكورسات سعرها مناسب جدا والله، والخدمه اللي هتقدم لك على المنصه صدقني، يعني انا لو كل الحاجات اللي احنا قلناها عملناها، انت هتبقى بتتعامل يعني خدمه 37 نجمه، فاهم؟ ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعيننا ويعينكم، ويجري على لساني خيرا، ويجري على عقولكم فهما وحفظا وادراكا. اتمنى ان المحاضره كانت خفيفه ولذيذه على قلوبكم. البي دي اف موجود تحت في وصف الفيديو،
ذاكر وشوف شوف الصور اللي موجوده في البي دي اف الثاني برضو، قلب فيها كده هتلاقيها سهله وجميله يعني. ربنا يوفقك ورب اسمعك كل خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحبكم في الله، ما تنسوش دايما 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 صلوا على رسول الله. السلام عليكم. كل قلب من قلوب الناس حلم من ضبا، يتلو على أرجائه في الصبح ذكرا يستطى، ويظل يسعى جاهدا ألا يواريه التراب. فالحلم للإنسان عمر يستلذ به الصعاب.